السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو أخباركم؟ عساكم بخير، إن شاء الله كل أموركم تمام وفي السليم. اليوم معاكم صانع المحتوى اليوتيوب عبد الله المولود، ستريمر عبد الله المولود، لكن بعد في نفس الوقت مقدم حق هذه البطولة اللطيفة اللذيذة الشنيعة في نفس الوقت اللي بتصير عندنا اليوم، بطولة الوارزون. عندنا 3 أيام من العرق، من الجلد، من الوناسة، والبطولة هذه مقدمة لكم من stc البحرين. stc البحرين هذه الفترة قاعدة تلتفت لنا احنا الجيمرز في البحرين، عندها وايد اشياء قاعد تسويها حق الجيمرز. لو بنبتدي انا اقول لك ادخل موقعها stcplay.gg وطالع الاشياء اللي انت ممكن تستفيد منها كجيمرز. في نفس الوقت خدمات، منتجات، تقدر تروح حق stc.com.bh وتقدر بعد تطالع شنو عندهم من المنتجات، تقدر تطالع شنو عندهم من الخدمات. وفي نفس الوقت بعد حق الجيمرز تقدر تسوي داونلود حق أبل ستور أو سوق بلاي، تقدر تسوي داونلود حق stc بلاي وتطالع البطولات الموجودة، الجوائز المختلفة، أشياء جداً جداً كثيرة. البطولة هذه اليوم جايبين لكم كول اوف ديوتي وارزون. قبل صارت حق stc بطولات وايد مختلفة، هالمرة كول اوف ديوتي وارزون. إذا أنت كنت معرق وفي أفرقة وايد سجلت في هالبطولة عن طريق التطبيق، فاليوم إحنا بنطالع، واليوم مستمرين 3 أيام في شهر رمضان المبارك، بنطالع شنو ممكن يصير. هل بنطالع فريق جديد في البحرين يطلع؟ وتقريبا بنقدر نقول انه هو اول فريق في البحرين او اقوى فريق في البحرين، لان ما قد صارت بطوله حق وارزون بهالحجم. فاذا انت كنت تتابعني من اليوتيوب او من الفيسبوك، اتمنى انك تستمتع، واتمنى انك تشجع فريقك، ربعك، الفريق اللي تشجعه، بكل ادب وبكل احترام، بدون توكسيك. اوكي هايط شوي بفريقك، بس خليك اوكي كذي تشلنج الوضع ونطالع من يفوز في هذه البطوله. البطوله طبعا بيكون على 3 أيام مثل ما قلت لكم. اول يوم اللي مثل ما تشوفون حاليا هو اليوم، عندك 22 ابريل، 23 ابريل اللي هو بكره، و24 ابريل بيكون اخر يوم حق البطوله. 3 أيام اتوقع انه بيكون فيها الوضع جدا جدا حماس. 3 أيام انا حدي متحمس انه بطالع من افضل لاعب ورزون في البحرين، لان وايد اشياء تقدمت، وافضل لاعب لازم يركز على النقاط يا جماعه، يعني مو بس تجيب كلات وكذا. مثل ما تشوفون نظام النقاط حاليا محطوط قدامكم، المركز الاول على كل جيم راح يحصل 20 نقطه، المركز الثاني 14 نقطة، المركز الثالث 10 نقاط، الرابع 8 نقاط، الخامس 7 نقاط، السادس 6 نقاط، السابع 5 نقاط، والثامن 4 نقاط، والتاسع 3 نقاط، ومن 10 ل 16 مراكز هذه راح تحصل على نقطتين فقط، ومن 17 ل 32 راح يكون بس نقطة واحدة لك. وبعد مثل ما تعرفون ان الكلات راح تكون عليها نقاط، فأي كل راح تكون عليها نقطة. وطبعا احنا هنا كوي ما بنسالف لك بس كذي، بنقول لك عن الفلوس اللي بتصير. فإذا انت كنت مركز وجبت البطولة، جبت المركز الأول، راح يكون لك 10,000 دولار أمريكي، المركز الثاني 7,000 دولار، المركز الثالث 3,000 دولار. فخلك متحمس يا حبيبي وشجع فريقك. إذا رفيجك داش ادعي له في الشهر الفضيل ذي، يمكن تيك ليلة القدر قريب، ادعي له أن يحصل مركز الأول. يعزمك، ما لازم يعزمك على عشاء، لازم يعزمك على شيء عنيف، سفرة كذي، لأنه بيحصل 10,000 دولار. وهذه البطولة والجوائز راح تكون حق المراكز الثلاثة مثل ما ذكرنا لكم يا جماعة. فشجع فريقك، استمتع في البطولة، وخلي في بالك أنه لازم أنت، نبيك تكون أنت اللي قاعد تطالع حاليا من الفيسبوك من اليوتيوب، نبيك تكون موجود ويانا البطولة الجاية. خلاص الحين قاعد تسوي بطولات مختلفة stc، ومثل لو بدش على التطبيق بعد بتحصل فيه بطولات شبه دورية، فنبيك تكون البطولة الجاية. اوكي تقول لي انا ما العب وارزون، بتقول لي انا ما العب وارزون، اقول لك في العاب جاية مختلفة فممكن انك تشارك فيها. فمثل ما تشوفون يا جماعة هذه البطولة راح تكون اليوم في ماب انا امانة ما قد لعبت فيه. انا العب وارزون لكن امانة انا ما لعبت فيه من قبل. فأفضل شيء أنك تروح حق المحللين، المحللين هما اللي بيشرحون لك السالفة كلها، بيشرحون لك شلون الطريقة اللي تفوز فيها، وشلون الطريقة الاستراتيجيات اللي لازم تلعبها. فخلنا نروح حق محللينا وعرفكم على محللينا. طبعا هو المعروف لا يعرف، عندنا لوسيفر وعندنا فليب، هما اللي بيكونون بيشرفونا اليوم. يا هلا فيكم يا محللينا الأفاضل، حيا الله الشباب. مرحبا.
شلونكم جاهزين يا جماعة؟ ثلاث أيام بنبسط مع بعض وبيكم بعد انتم مع تحليلاتكم نتعلموني شنو بيصير في البطولة وشنو الاستراتيجيات اللي أنا بعد كنوب أبى أفوز يعني في وارزون يعني. ف ايوه صراحه انا اعترف وانا يعني مو ذاك الزود في وارزون بس انتوا الخبره وانتوا اللي عندكم المعرفه فتوقعون يعني لو بسالكم سؤال توقعون شنو لازم اسوي انا كلاعب عشان افوز في هذه البطوله؟ تفضل عندكم بدايه نشوف يعني خصوصا في اي بطوله كانت على بدايتها كاول ستيج يكون خصوصا اول جيم من ناحيه جست نبض بالنسبه للتيمات اماكن النزلات تحركات التيمات كيف ممكن الاستراتيجيات اللي يقدر يلعبها هالفريق انه تعطيه افضليه بالنسبه للمابات الاخرى. واول نقطه اساسيه بتنطبق على كل بطولات كان او جميع الالعاب من ناحيه الباتل رويال هي كيف تحركاتك السليمة لأنها تضمن لك تكون أنت متواجد داخل نطاق الزون بدون ما يتم عليك الضغط بشكل جدا كبير. كيف تتفادى الجيت كيبينجز سنايب روتيشنز. فبعض التيمات بتكون عندها استراتيجيات جدا مختلفة إن كانت من ناحية الليت انتري ولا إن كانت بفاست روتيشن داخل نطاق الزون بسنتر بشكل جدا سريع. فهي إن شاء الله الأشياء اللي إحنا ممكن نشوفها اليوم. أكيد على كل ديوتي يعني وارزون شوي الأمور حتكون مختلفة من ناحية الألعاب الثانية وبالأخص نفس البطولة اللي صارت على ببجي موبايل اللي كانت تقدم الاستي سي اللي أكيد نشكرهم على كل هالدعم اللي قاعدين يقدموه لكوميونيتي البحر يعني. إن شاء الله نشوف أسماء أكثر وأكثر وأتمنى أوريدي هذا الدعم يزداد أكثر للاعبين إنهم يقدروا يستفيدوا منه يبرزوا اسمهم وهي أمور كلها. لكن اليوم خلينا بالكول أوف ديوتي وارزون صراحة مستحمس أشوف لاعبين بي سي إيش ممكن يكون حرفيا عندنا مواهب هنا ببلد البحرين بالضبط. والماب كالديرا يعني لو بسألك فليب تتوقع هل يختلف عن المابات القديمة يعني مثلا ماب مثل ريبيرت ماب صغير لكن كالديرا كحجم وأذكر إن في ماب بعد قبل روسي اسمه فردانسك أو إذا ما خاب ظني. فكل ديرة شنو المميز في هذا الماب اللي يعني لو بتعطي تب حق واحد يقول له سو هذا الشيء في هذا الماب عشان تبدع فيه؟ هل مثلا هاي جراوند؟ هل مثلا ياخذ روتيشن معين؟ عندك الموضوع. طبعا اخوي عبد الله ماب كالديرا عبارة عن ماب كبير طبعا وعندك كذا زون مش زون واحد ولا خمس زونات عندك فوق العشرين زون. طبعا النقطة اللي وضحها عبد الله عن موضوع الروتيشنز وتقدر تمسك مثلا الانمي قاعد يروح على مكان معين بسنايبر روتيشن. طبعا انا اشوف الكالديرا يعني عندك فريدم اكثر او حرية اكثر انك تتحرك في الماب وتقدر تغير اماكن يعني معينة عندك هاي جراوند لو جراوند كذا مكان عندك كل في البيوت او في عدة اماكن يعني. فاتوقع انه يعني الماب بيكون ادفانتج حق كل الافرقة اللي موجودة طبعا. ونقطة وضحها عبد الله صهيب على هالموضوع لوسيفر طبعا ها كله لازم يكون في ممارسة فان شاء الله الافرقة كلها جاهزة وتدربوا عدل عشان نشوف حماس أكثر فعلا. على طار الأفرقة يا جماعة أنا حاب أقول لكم مثلا من الأسامي اللي موجودة هذه قدامكم الحين توقعون من الفريق أو إذا يمكن أنتوا أخبر يعني في السين هذه من الفريق اللي تحسون أنه ممكن تكون لساطوة في البطولة هذه ويكون أنت طالع على ثلاثة أيام ممكن ماسك المركز الأول أو ذي يعني طالع أفرقة وايد انا اتوقع فيها اسامي بعد غريبه كرك سيتيز يعني الشباب دائما يبلعون في الاسامي طبعا الكرك يعني اتوقع انهم مروقين مستحيل يكونون عنيفين يعني لازم يكون مروق الكرك. فالاسامي اللي قدامكم هذه من تتوقعون الاسم اللي ممكن يكون له سطوه؟ انا اشوف انكا صراحه. انكا ليش يعني عندهم مثلا خبره سابقه يعني او تعرف تقدر يعني تقول تقدر أنكا. تقول أنكا ايش رايك صهيب؟ والله شوف انا هروح من ناحيه الاسم وان شاء الله يكون حرفيا اسم عم مسمى من تيم الانتشابل. انتشابل اوكي هاي بعد يعني انتوا اخبر مثل ما قلت لكم يعني على اسامي الافرقه. انا يعني لو بتقول لي بقول لك كارك شكله داشين مروقين ما ادري اذا الوضع ترولينج او الوضع بس هو يعني صعب انك قديش بطوله شيء. بس انا بعد مستغرب من اسم لق ما يصير احنا بحرينيين يعني البحرين AKA بلد الصفر بينج في الألعاب غالبا فشلون هذين مسمين اسمهم لاج أنا مستغرب صراحة. والله عندك أسامي جدا جدا مختلفة يعني أنا أتوقع ما أدري أنا يعني كهوست أنا بقول إن أتمنى إن أطالع اسم جديد أبى أطالع منافسة أبى أطالع فريق يعني شيء يصدمك بتكتيكاته بلعبه بطريقته ومثل ما تعرفون في النهاية هو بيفوزون ثلاثة. فأنت قلت أنكا بأسامي وصهيب قال انتشبل وانا اقول الله يعين الكرك بس اذا الكرك مروق وفي يومه ما يندرج
اي ما ندري ايش شي يصير، ونتمنى يعني صدق يكون في تنافس بغض النظر يعني عن الافرقه اللي نشوفها قدامنا، اتمنى يكون في تنافس حتى في الشات، موجود في الفيسبوك، موجود في اليوتيوب. اتمنى نبتعد عن التوكسيتي ونركز ونروق ونعرف ان هذه البطوله قبل ذي كلها، هاي البطوله يا اخي حق البحرينيين، حق البحرينيين اللي فعلا احنا من زمان ننطر انه يكون في كوميونتي وفي شركه يعني مثل اس تي سي، شركه جدا كبيره عندنا في الخليج، واس تي سي البحرين يركزون على الجيمرز. واحنا نعرف ان اكثريه الشعب البحريني غالبا شباب وغالبا لعيبه جيمر ولعيبه ويلعبون العاب مختلفه، فشيء ضروري ان احنا بعد نبين ان احنا بعد يعني قد الكومبتيتيفنس وقد ان احنا نلعب بطوله يكون فيها تنافس شريف، يكون فيها بدون اي كذي عداوه، بدون اي ذي، نستمتع كلنا في البطوله. ونشكر طبعا اس تي سي على هذه الفرصه. فلو بسالكم بعد يعني اسالكم انا عن الحين الفايزين، اسالكم عن ذي، لو بسالكم احنا عندنا 3 ايام، حلو، هالثلاث ايام هذه اتوقع يختلف دي 1 عن دي 2 عن دي 3 والفاينل والنهايه يعني، فشنو السيستم اللي تحسون ان انا لازم كلاعب في البطوله هذه ان اتبعه في دي 1 اللي هو اليوم؟ شنو السيستم حق حصد النقاط عندك؟ زي ما حكيت لك تفرق استراتيجيه لعب من تيم لتيم، يعني ان كان على اسلوب ممكن نقدر نتكلم من ناحيه اجريسيف ولا ان كانت من ناحيه باسيف، بس بشكل مجمل دائما الجيم اول حيكون جست نبض، فاتوقع ممكن نشوف اساليب تكون متشابهه من التيمات كامله المشاركه بالنسبه لليوم، او هل ممكن نشوف حرفيا تيم يكون اندفاعي بشكل جدا كبير اللي تقدر تقول خلاص متمرس وهاي امور تختلف. فاحنا حاليا يعني عم نحط بس هيك تقريبا مجرد توقعات بالنسبه لايش اللي ممكن تطلع بالضبط، لكن اتوقع الحماس والاراء كلها ممكن تكون مختلفه بالتيمات، ممكن نشوف سربرايز من الاداء ممكن تقدر تقدم لنا يا تيمات، وصراحه متحمس لهالشيء حرفيا، نشوف اندفاع بشكل جدا كبير. انا امانه يعني كمشاهد يعني بغض النظر هم شلون يعني بيحصلون نقاطهم، بس كمشاهد احنا غالبا نحب نطال اللعب الاجريسيف، بني ادم يروح يقتل تيم، يروح يتوجه حق التيم الثاني. فسامي خلينا نفرض ان انا تيمي كان اجريسيف في دي 1 ولعبنا 3 ايام وما يبديش النقاط، شلون اعوض في ديتو؟ شوف انك انت تلعب اجريسيف مو بشيء غلط، لكن شيء ريسكي. طبعا انت تعرف تلعب اجريسيف عادي في تيم ثاني ماسك يتري الغلطه او يستنى الغلطه انه يشوفك يصيدك وانت قاعد تلعب اجريسيف في مكان معين. فأنا أتوقع إذا أنت لعبت أجريسيف وما مشت معاك أول يوم، أنك ثاني يوم تحاول تعوضها وتلعب استراتيجيا أكثر، تلعب شوي بهداوة، تنتظر، تتريا أي وصيف، بس مو بالذات يكون سيف 24 ساعة. طبعا تقدر تلعب على الأغلاط، تستنى مثلا في فايت في هالمكان معين، تقدر أنك أنت تستنى على غلطهم يطلعون في الأوبن وتمسكهم، أو أنك أنت تروح كثيرت بارتي تروح من وراهم فلانك، عرفت علي؟ هذا اللعب الذكي، هذا اللعب اللي هو الاستراتيجي الحلو. لأن البعض يتوقع أن اللعب الأجريسيف خصوصاً حق أكيوميليتيف يعني بيكون مجموع جمع نقاط حق 3 أيام يكون مثل الكرة الثلجية، أنا ما بدعت الجيم الأول لازم ألعب أجريسيف الجيم الثاني عشان أحصل نقاط ولحق في السكور بورد ولحق في الليدر بورد اللي يكون موجود. فتقريباً الفريق ينهار تكتيكياً، خلا أقول فريق ينهار من هذه الناحية. فأفكار أن تلعب أجريسيف شيء صعب مثل ما قلت ريسكي، بس السيف صعب. شلون ممكن أنا كلاعب في البطولة ذي أن لو فكرت أن ألعب سيف، شنو أفضل طريقة أن أدخل وأحصل فيها نقاط؟ يعني أنا بكون سيف ممكن للنهاية، ممكن أموت وأحصل يعني خلينا نقول مركز سادس بس 6 نقاط بدون كيلز بدون أي شيء، فشلون أنا أحصل كيلز في وضع السيف؟ يعني هي اكيد النقطه الاولى انك تبتعد عن مناطق الهات دروب من ناحيه نزلاتك، النقطه الثانيه يكون عندك ليت انتري بالنسبه للزون اعتماد على الزون شيفت. طبعا في البدايات يكون ضغط الزون جدا خفيف، وهذا الشيء ممكن يسمح لك بتاخر دخول الزون اكثر من الزونات الثانيه اللي خلاص تسمح للتيمات الثانيه انه اوكي انا داخل جوا الزون، فهيك ممكن شوي تكون ميسر. الخوف من هالتكتيك اللي هي ممكن الجيت كيبينجز، في تيمات كثير بتكون عندها انتظار على اطراف الزون اللي هي تحاول تامن ظهرها وخلاص تكون تمركزها داخل نطاق الزون مريح، فيعتمد على التيم كيف ممكن يقدر يلعبها بطريقه سيف، ومحتاجه صراحه الحذر بشكل جدا كبير من دخولك بالزون. صح. زين مثل ما تعرفون الحين يعني انا بسال السؤال هذا موجه لكم اثنيناتكم كمحللين وكاستر،
شنو اللود اوت اللي خلنا نفرض ان خلنا نفرض ان اللاعبين غالبا بيكونون تريوز، حلو، مو سكواد او كواد، بيكونون تريوز. فشنو اللود اوت المناسب اللي انا اخذه حق التيم عشان ان انا اضمن ان احصل الكلات اللو رينج والكلوز رينج؟ خلنا نبتدي فيك سامي، شنو اللود اوت اللي بياخذه فريقك؟ هو يحتسب على كيفيه نمط تيمك، يعني هل تيمك انت يحب صح. انه يلعب على الفلانكس او يلعب على الاجريسيف؟ فانا افضل السنايبر صراحه. ايوه انا بيور اون ابي تفضيلاتك. ايوه انا كلاعب عن نفسي انا يمكن انا احب اني اقعد انتظر اغلاط الخصم مثلا، واحب اني العب على سنايبر ويكون عندي مثلا الماكتن حق الكلوز ريج مع السبرسر. وتيمك كلهم سنايبر بيكونوا والله؟ لا آه في تيمي لا حسب يعني مستعدين للدخول السريع يعني افتح كلوز ريج مثلا. يعني انت البعيد تراقب الوضع والشباب الدرامين. ايوه حلو. وبالنسبه لك صهيب يور تفضيلاتك الخاصه؟ بالضبط يعني مو بخيف ابدا مع اللي حكى فليب، اللي هي توزيع الرولز اللي بتكون بالنسبه للتيم. اكيد لازم يكون عندك سبورتر بسلاح سنايبر واسلحه السنجل شوتس اللي حتكون مسافات بعيده تامن فيها كفر للفراجرز اللي حيكونوا موجودين عندك، وبالنسبه للفراجرز حتكون يا اسلحه اس ام جي او اسلحه اي ار على جنب. حلو. زين انا عندي لكم سؤال يمكن شوي خارج عن فكره الكومبتيتيفنس بشكل عام. ما ادري اذا سمعتوا الخبر ولا لا، بس يقول لك ان جودزيلا وهونغ كونغ شو اسمه الغوريلا العودة كينغ كونغ هونغ كونغ ودي اسافر الكينغ كونغ الغوريلا العودة هذه بيحطونها في الخريطة وبتنزل في ابديت جديد في اللعبة. فش من وجهة نظركم؟ انا من دريت قلت اكيد بيصير في تكسر في الدنيا، يعني جودزيلا اش كبره والكينغ كونغ اش كبره، فغالبا بيصير في تكسر في الدنيا. بس ابي وجهة نظركم بخصوص ذا الموضوع، يعني انا استغربت امانة يوم سمعت الفكرة هذه. فشنو من وجهة نظركم يعني شو السبب اللي خلى هذه الإضافة تنحط؟ شوف تقريبا أنا نفس أقول خيط أخر اسلم كيف سامحني. هي تقريبا نفس اللي صارت في ببجي موبايل، يعني نزل هالإيفنت اللي هي الجودزيلا والكينغ كونغ، أحداث بتصير بتزيد شوي هيك التفاعل المتعة بالنسبة للاعبين. طبعا بيكون في أبليتيز زيادة مع الإيفنت بتنعطى للاعب، يعني تقدر تحصلها تعطيك من ناحية مثلا سرعة حركة، من ناحية مثلا جمب عالي وهاي الأشياء تسوي لك هيك شوية أجواء. هي بس الكومبتيتيف بلاير ما يحبون ذي شيء غالبا، أنه يعني تعرف انا خلني اركز في الاستراتيجيه، اركز في العرق اللي بسويه، في الترتيبات اللي بسويها. انا ما بك تعطيني خلينا نقول سايد ستوريز موجوده في اللعبه تخرب علي مثل ما قلت انت، يعني بيكون في ابيليتيز بتكون نوع اللي يعني وقت معين تمبريري. فانا لا، انا ككومبتيتيف بلاير ما بستمتع في هذه كلها، بستمتع بس او ان اعطي وقت حق اللعب اللي غالبا يكون في ايام الرانك. فهذا شيء انا بس ما سمعت رايك سامي يعني في الموضوع، شكلك انت ما تحب الاجواء مثلي. انا لا شوف، انا طبعا مو من محبين الاجواء اللي هي السايد ستوريز على قولتك طبعا، لان انا ككومبتيتيف بلاير اني احب اركز على التكتيكات والاستراتيجيات، واني العب على ليفل هاي ليفل او ليفل عالي جدا في الاجيام. فانا مش من محبي صراحه النهاية الكينغ كونغ والجودزيلا. يمكن شوي بعد يقولون مارفل بعد دخلونا ذا افنجر. عادي يعني والله كل شوي يدخلون لك شيء يعني هاي لا صراحةً لاحظ وايد العاب قاعد يسوون هذا الشيء، يعني إنه يكون في إيفنت. بس إنه بتكون إضافة حلوة إذا أنت قاعد تلعب مثلاً كامبين أو ستوري مود في هالأشياء هاي، عرفت إنه هاي يمكن إضافة طيب. حلوة تكون خفيفة لطيفة. حلو. إنزين أنا ودي الحين أروح حق جانب الحظ. شنو نسبة الحظ اللي ممكن تصير؟ أنا عن نفسي قد لعبت بطولة أمانة أقدر أقول لك كل شفافية نفست فيها بنسبة كبيرة من الحظ. صراحةً تصير فيا بتصير أمانةً، أنا أقول لك أنا فزت فيها بحظ يعني أمانةً، أكون وياك واضح وصريح. بس أنت من وجهة نظرك شنو اللي فوزك؟ هل حظك الحسن أو حظ الأفريقة الأسوأ؟ والسؤال لكم اثنيناتكم، يعني هو الحظ الحسن. الحظ الحسن غالباً مو حظ الأفريقة، يعني أنت مو تستفيد على حظ الأفريقة. شو رأيك صهيب؟ انا اشوف التنتين صراحه مرتبطات ببعض، يعني اذا حظي كان حسن اكيد حظ الفريق ضدي حيكون سيء، اعتبارا مثلا على كلاش دروب يصير بمنطقه انزل انا على لوت كافي وكل الاشياء تكون بالنسبه لي تمام، والفريق ضدي ما يلاقي ولا اي شيء، فاي شيء نعطت كادفانتج بوينت بالنسبه لي. على خلاف هيك الزون شيفت تخدمني بشكل جدا ممتاز، تعطيني ادفانتج من ناحيه جيت كيبينج والتيم ما تساعده. فاحسهم التنتين مرتبطات ببعض علي وعلى
يعني خصمك. بس بعد ما نختلف انه هو يعني اوكي حتى لو في نسبة حظ ممكن تكون نسبة بسيطة يعني مثل ما قلت على حسب الزون وين تتوجه على حسب الناس اللي نازلة معاك والروتيشن مالك وكذا. زين ايش رايكم في البرايزز؟ صراحة انا صعقت مالتها يوم شفت البرايزز، اتوقع يعني على ثلاثة ايام راح تمر هاللون. المركز الاول 10,000، المركز الثاني 7,000، المركز الثالث 3,000. انا اللي مشارك في البطولة ودي نافوز فيها كدو. يعني تخيل ان المركز الاول انا حصل 5,000 ولا حصل 5,000 شيء، بس بعد بيكون صعب يعني، بعد بيكون صعب النصيفه في الموضوع بتكون صعبه يعني. اذا انت بتشارك شيء سهل اي، خصوصا انك انت بتشارك دو امامك كواد، امامك سكوادات، فهذا الشيء يعطيهم افضليه. لكن اذا انت بعد مشارك في البطوله بهالشكل غالبا تتوقع ان في افضليه واضحه حق السكواد صح، بس يكون البرايز بوز اقل. فايش رايكم انت من ناحيه؟ شوف اخوي عبد الله، انا اشوف من ناحيه البرايس صراحه يعني شركه باسم STC طبعا توفر لك بطوله في البحرين، يعني هاي نفس ما تقول جمب كبير انك انت تلعب لبطوله بهالليفل. فانت المفروض انك انت من اول يوم، من اول جيم الين اخر جيم تكون مركز وتطلع كل طاقتك في هالايام هاي، لانها ايام مهمه والبرايس عالي جدا. يعني هاي البطوله يعني اشكر STC على هالبطوله الحلوه الرائعه اللي ان شاء الله نشوف اقيام حلوه ورائعه وحاره. انا لازم اقول او يعني انصح كل فريق مشارك في البطوله الحين انه يركز تركيز تام، يعني ينسى حياته ويركز في البطوله فعلا. وبالنسبه لك صهيب شو تحس؟ شوف خلينا نكون صريحين مع بعض ونحكي بشفافية. بالنسبة لدولة البحرين الإي سبورت يعني نقدر نقول شوي تأخر فيها، فSTC حرفياً الإشي قاعد تقدمه عم نتكلم كالدعم الأول حالياً بيكون للكوميونيتي البحريني هي STC، إن كانت بلعبة ببجي موبايل، إن كانت بلعبة كول أوف ديوتي وارزون، على خلاف الأنشطة الثانية اللي عم بتسويها. وأكيد تابعوا السوشيال ميديا على STC حتشوف فيه كثير فعاليات إن شاء الله، وSTC بلاي التطبيق تبعهم. فجد نشكرهم على هذا الإشي إنه حرفياً عم بيحطوا مبالغ جداً عالية، إن كانت بالنسبة كبولي برايز، إن كانت بالنسبة للبث اللي قاعد يطلع بصورة جدا ممتازة صراحة. فهذا الشيء حرفيا عم بدعم التيمات، وأتمنى من هالتيمات أنها تقدر تستفيد منه من ناحية يعني بالنسبة لأفريقيا الفائزة، تحط لها الكوتش، تحط التيم مانيجر، ترتب أمورها وتبدأ تدخل بمجال الإي سبورت يعني أزا كمبيتيتيف بشكل جدا ممتاز. فإن شاء الله نقطة بداية تكون بالنسبة للبحرين من هالسنة جدا ممتازة. أيوه فعلا، يعني مثل ما قلت يعني ولا أزيد على كلامكم، ان فعلا يعني احنا ترى تاخر عندنا الاي سبورت، وتاخر عندنا فكره انه يكون في بطولات وكذي، ومهما ان كان تاخر لكن حاليا تقريبا قاعد يصير في عوض ان شركه كبيره مثل STC داخله في الموضوع ذي، وعندها مثل بطولات نوع المستمره وابلكيشن موجود صحيح. تعال ادخل وتعال ذي، وقاعد تشجع. يعني امانه الشيء اللي انا قاعد اشوفه قدامي الحين يعني صراحة ما توقعت، وشرفني أمانة يعني إن أنا أكون المين هوست هني معاكم أنتم كمحللين. يشرفني إن قاعدين إحنا نبين إن في شركة قاعدة تفكر بجدية في الجيمرز اللي عندنا في البحرين. وأنا أتصور بعد إن حتى كبنية تحتية يعني مثل ما تكلمنا مساعة عن البينج، إن البينج وايد نازل عندنا في البحرين في ألعاب جدا جدا كثيرة كسيرفرز وكذا. فهذا بعد يعطي أفضلية المفترض حق البحريني إنه يشتغل على ذي الموضوع، يطور بعد من فكرة إنه مو بس أنا أدخل كإنديفيدوال، لا أنا يكون عندي كلان، تيم، أورجانيزيشن، روستر، يشتغل على هذا الموضوع. فأنتوا بحكم خبراتكم في الإي سبورت يعني، وخبر بحكم إن أنتوا علقتوا فترات طويلة وكذا، شنو تنصحون اللاعب البحريني شلون يأخذ اللعبة هذه؟ او مو اللعبه هذه، خلينا نتكلم عن الاي سبورت بشكل عام، سواء في اي لعبه مختلفه، شنو تنصحونه انه هو يسوي؟ خلينا نقول على طور الفرد وطور المجموعه، شنو نصايحكم لهم؟ اوكي بدايه يعني زي ما قلت لك لازم حرفيا انت من ناحيه دخولك للاي سبورت حاليا بطلت كشغف، بطلت كهوايه انه انت تدخل طياله مثلا ساعتين ثلاث من ناحيه لعب. عم نشوف قديش الاي سبورت عم بيفتح مجال حتى عمل بالنسبه للكل، ان كان كاسترز، هوست، بلايرز، مانجرز، كوتشز. ف اللي عنده هالشغف انه يدخل بمجال الاي سبورت ويحاول يتدرب اكثر واكثر، يثبت اسمه، يثبت
موجوديته يعني إن كانت كإنديفيدوال سكيلز ولا إن كانت كتيم وورك كاملة، حتكون في له فرص إن شاء الله بشكل جدا كبير. ونتمنى حرفيا نشوف يعني تيم بحريني إن كان خلينا نقول بشكل عام من الإي سبورت يمثل كتيم بشكل عام، ولا منظمة إنها تمثل البحرين بالنسبة للبطولات العالمية. وخلينا نقول على سبيل المثال بالنسبة لببجي موبايل هي أكثر لعبة حاليا رائدة، إن شاء الله نشوف الوصول على البي إم سي أو اللي حاليا فتح تسجيل، وأكيد في تيمات كثير بحرينية سجلت اعتمادا على اس تي سي البطولة ببجي موبايل جيمرز كاب اللي سوتها، أكيد صار في دعم أكثر وأكثر للتيمات تحاول تتدرب أكثر وتوصل. فنتمنى نشوف ككوميونيتي بحريني يصعد أكثر وأكثر في الإي سبورت إن شاء الله. وش رأيك أخ سامي؟ طبعا أيد كلام زميلي لوسيفر على كلام أن في بحرينين في يعني وطن، في لعيبة، في جيمرز طبعا من ناحية كسكل فيه. وما صار الحين الإي سبورتس هواية، صارت الحين صار شغل، يعني تقدر أنك أنت عندك مهارة في هاللعبة تقدر أنك أنت تتوظف، يعني تستلم راتب وتلعب الشيء اللي تحبه، يعني تسوي الشيء اللي أنت تحبه، يعني هذا يعطيك موتيفيشن، يعطيك اندفاع أكثر أنك أنت توصل تحقق حلمك أنك تصير لاعب عالمي. طبعا لا تنسى في لاعب عندكم البحرين تيكن ماستر وصل العالمية في لعبة ثانية اللي هي مورتال كومبات. لا ننسى يعني الوطن العربي طبعا عندنا في لعيبة جدا جدا يعني مستوى عالمي، بس إن شاء الله يعني طبعا شكر لاس تي سي البطولة هاي بتوصلهم يعني بتعطيهم ريكوجنيشن أكثر عشان الناس اللي برا يعرفون عنه، عرفت علي؟ بس هو اللي ناقص يمكن شوي متأخرين، لكن مع الوقت الصبر إن شاء الله بتشوف أقوى وأقوى فعلاً. وأنا أحس أن أنت دخلت هذه البطولة حط في بالك أن أنت راح تكسب خبرة بغض النظر عن فزت في البطولة أو ما فزت في البطولة، أنت بتكسب خبرة تخليك ممكن بعدين تنافس على بطولات ثانية مختلفة أكبر وأكبر وأكبر. في بطولات، في ألعاب وايد يسوون بطولات داخل اللعبة بغض النظر انه يكون في سبونسر، في 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 اورجنايزيشن قاعد تنظم هذا الشيء، في العاب وايد قاعد ينظمون بطولات داخل اللعبه. فانت ممكن انك تشارك في البطولات هذه، انه مو بس انت تاخذها كبرايز بول انا بفوز فيها وكذا، انك تحط في بالك ان انا بنافس مع خلينا نقول الشباب الاقليمي اللي عندنا حاليا عشان بعدين اروح بطولات اكبر وافوز بعد بجوائز اكبر واكبر واكبر. ففكرة ان انت تدخل بطولة تدخلها ممكن حق خلينا نقول براكتس بعد، يعني ما تدخلها كهذا الشيء. واحنا بعد ترى ممكن ما تكلمنا يعني عن البراكتس، يعني احنا قاعد نتكلم عن دي 1 ودي 2 و 3، بس انتم من وجهة نظركم شنو افضل براكتس انا اخذه حق هذه البطولة، بطولة وارزون ما تستسي بحرين؟ احسن براكتس انك انت طبعا تي على هالبطوله وتكون جاهز، يعني مجهز دائما انك انت في اي بطوله ماخذ الشيء سيريس وانك تدخل البطوله على كامل الاستعداد. طبعا لا ننسى البراكتس اهم شيء قبل اي بطوله، لازم ان السكواد مثلا يلعبون اقيام اكثر، مثلا يعطون من وقتهم يوميا او كل يومين 4 ساعات 5 ساعات اللي هو احسن وقت انك انت تطور الكوميونيكيشن مع فريقك، الاستراتيجي تشتغلون عليها، التكتيكيات المهمه، الفلانكات كذا، عندكم اي خطط مثلا تبون تسوونها. البراكتس اهم عنصر عشان اي تيم يصعد للنجاح ان شاء الله. لكن لا تنسى هو طبعا نفس ما قلت يا اخوي عبد الله ان هاي البطوله يقدرون ياخذون خبره منها، لو خسروا يعني مش اهم شيء انه اوكي ما فازوا ياخذونها خبره، لكن يقدرون يكسرون هالحاجز ويلعبون بطولات اونلاين او يلعبون ميني تورنمنتس او يلعبون براكتس ضد افرقه، يكتسبون كخبره ويون مستعدين اكثر واكثر ويون البطوله عادي يوصلون للفاينل ويفوزون. صح. فبعد مثل ما قلت انه يكون في براكتس اوفلاين غير ان البطوله أكيد. يكون يعني اقصد يعني بينهم بين أكيد. بعضهم وكذا اكيد فعلا. زين، يمكن انا مثل ما قلت لكم انا مو ملم وايد في اللعبه كلود اوت وكذا، انتم بساعه قلتوا لي عن سنايبر وقلتوا لي اكيد المكتن معروف من زمان موجود في اللعبه، انا لا عارف ان في اسلحه قاعده تتنرف واسلحه قاعد يروح عليها باف، اسلحه قاعده تضبط اكثر واللعبه قاعده تسوي لها تيون شوي هالفتره هذه. لو نصف على الكلوز رينج واللونج رينج وخلي نقول الميديوم رينج، ونبتدي باللونج رينج كسنايبر، شنو افضل سنايبر بالنسبه لكم انت تحسون انه هو الانسب حق ان انا اشارك فيه في البطوله؟ والله شوف خليني اكون صريح معك، كان 98
شو أنا أكون صريح معك، أنا ما يعني مو لاعب بالنسبة لوورزون، أنا من ناحية يعني بس كخلفية عن يعني اللعبة من ناحية تحركات وهاي الأمور كلياتها، لكن بالنسبة بدام إنه فليب يعني برو بلاير وأكيد عنده خبرة بهالأمور، بدام اختار كار 98 حروح معاه بنفس الكار 98. حلو. وبالنسبة حق الميديوم الكار، ما الكار الردي قديم صح، موجود من زمان وعنيف موجود من زمان. نعم. شو اللي تغير في الأسولت؟ أنا ملاحظ ان الام جي اكثر شيء يغيرون فيهم والاسولتات، فشنو الاسولت حاليا اللي مكسر ام الدنيا؟ خلينا نقول الاسولت رايفل. انا ما عندي خبرة صراحة في هالأسلحة. شلون؟ شوف انا ما على اي لعبة كانت ميديوم رينج، سامحني. اوكي يعني بس اللهم مكتن وكار صحيح؟ اكيد. حلو. أكيد. الحين اتوقع يا جماعة ان انا بترك لكم الموضوع كله، بترك لكم الجيم الأول من اليوم الأول، وانتوا عاد عطونا رأيكم شنو السلاح، هل الكار هل المكتن، من الفريق اللي بدع. أنا الحين بسلمكم الشعلة وانتوا عندكم الموضوع، عندكم التعليق، وما نطول عليكم يا متابعينا، نعطي حق لوسيفر نعطي حق فليب الجيم الأول. Let's go. إن شاء الله بتعمل. خلينا نشوف في الجيم الأول إيش حتكون مجرياته وكيف حتكون أحداثه. انطلاقة على بداية الجيم تقريبا نقول عنه جس النب، إذا الله حكون أنا وأخوي فليب بالتعليق الكامل عليه بالأحداث، ونشوف الأمور ونفس الأسئلة اللي كانت بالنسبة للأسلحة أكيد حنتعرف عليها أكثر وأكثر، مع اعتماد حتكون موجودة إيش ممكن تفضلها من الأسلحة، وإيش بالنسبة للزون بتقسيمات الخريطة إيش أفضل مكان ممكن يكون عنده استراتيجيات اللعب. عم نتكلم عن عدد كبير ممكن يكون من التيمات حاليا على 32 تيم حيكون مشارك بأول جيم، وبالنسبة للجيمات كمان أكيد كلياتها. لكن انطلاقة أنا صراحة متحمس بشكل جدا كبير إني أشوف جيم جس النوب، هل ممكن تيمات خلاص داخل وجاهز فليب؟ هل ممكن نشوف تيم حرفيا اللي تقول إنه أنا داخل ما قاعد أجس النوب بثلاثة، أنا هلعب نفس تكتيكي بنفس أسلوبي اللي أجيب فيه دائما ممكن على الشيكن دينر أو على الفوز بشكل عام، أو ممكن على نقاط جدا عالية من ناحية الأجريسيف بلاي اللي تكون. شوف خلينا نعرف إنه البطولة هاي إذا في تيم حيجس النبض لازم تعرف إنه تيم واثق من حاله جدا، يعني أوفر كونفيدنت يمكن. فاحنا بدنا نشوف هالتيم يعني هل هو جاهز حرفيا في بطولة زي هيك على هالكبر إنه جاهز يكون واثق من حاله تماما إنه يدخل على البطولة على طول يجيس النبض. نشوف إن شاء الله. جب نشوف إيش الأحداث حتكون خبيت لنا إياها التيمات، ونشوف التحركات كيف كامل حتكون، هل الزون حتكون مريحة بالنسبة للتيمات ولا ممكن نشوف الضغط بشكل جدا كبير. لكن حاليا حنكون بإذن الله انطلاقا على أول جيم من STC حتكون لعبة الوار زون، وبداية حاليا خلينا نشوف التحركات. وأكيد بداية فليب عم نتكلم عن مرحلة لوت كاملة حتكون بالنسبة للتيمات الكل، حصلوا فيها اللوت الكافي. بالنسبة للIGL حيكون من ناحية رسم الخطط الكاملة واستمرارية التحرك كيف ممكن يتم من عند اللاعبين، وعلى انطلاق أسلحة الدي ام ار والسنايبرز نشوفهم بداية نتوقع أسلحة الميني 14. مش بها كثير صراحة الأسلحة وجود ببجي، عم نشوف أسلحة يعني عم بتكون شائعة بالنسبة أكثر من جيمز، من أكثر من أي أكثر من لعبة إن كانت على وورزون تقريبا تقريبا. فهالشي بتحسه عم باطي شوي أريحية بالنسبة للتيمات انتقالها من لعبة للعبة، ولا مثلا على التيمات تلعب أكثر من لعبة خلاص أنا عندي استراتيجيتي متعود على نوع سلاح معين أقدر ألعب فيه دائما، فهذا الشيء ممكن يريح التيمات. لكن أروح صراحة ليش قاعد يسويه، لكن خلينا نشوف الانتقال والتحرك كيف ممكن يتم عند اللاعبين واستمرارية اللوت حاليا اللي حتكون متواجدة، ومن عند اللاعبين التحركات ممكن تستمر. اللوت الأكيد اللي حتحتاجه قوة والدرع الأسلحة واعتمادا على أسلوب لعبك تكون، والتحركات ممكن تزداد أكثر وأكثر من عند اللاعبين. هون ممكن محاولة تكون عندنا تحصيل information بالنسبة للتيمات، ولا كيف ممكن يكون تحركي ودخولي إلى داخل نطاق الزون والتوجهات. وهيليكوبتر عم نتكلم عن وسيلة نقل هتكون جدا سريعة، هذا الشيء اللي حيعطي صراحة أريحية بالدخول للزون. فننتظر عندهم نشوف بداية فليب عم نتكلم عن وضع هادي، أتوقع عم نحكي عن 22 تيم ب 56 لاعب، اتوقع ما في ولا حدا لحد الان خسرت التيمات، ما في ولا اي فايت اتوقع تم من البدايات، فامور مريحه. شو رايك بالبدايه؟ كنت تتوقع تشوف اداء اجريسيف اعلى من هيك او بدايه فايتات؟ انا كنت شوي متوقع، يعني اللي بعرفه الدم العربي دم حامي، بحب انه يبدا بفرص تقريبا، يعني انه يفتح فرص باول الجيم. بس حاليا اوكي لعب ذكي، هو طبعا مدور لوت محاول، بس هلا عم نشوف فايت ثاني كمان صاير نوك داون على راجنر. هاي غلطة انك تكون بالاوبن بهالوقت طبعا وما تفنش. طيب خلينا نشوف يعني بداية طبعا نفس ما تكلمنا
غير موفقة طبعا. هي انلوكي كانت الصراحة، نفس ما تكلمنا انه بداية الجيم كان شوي بيشنت، صبورين عم بيلوتوا بياخذوا راحتهم، وفي كمان تيمات عم بتدور على اغلاط، فعم نشوف لعب ذكي حاليا يعني، عم نشوف هلا كمان تحركات يعني، عم يغيروا زونز. وطبعا انلوكي على روكستار، تيمو كمان ميتين، لاست بلاير سيرفايفنج، فوضع حيكون جدا صعب صراحه عليه. ونشوف حاليا باقي التيمات عم بتكون بسميه التحرك، عم نشوف تيمات بفول سكواد، عم نشوف تيمات بداخله بتريو، ونشوف تيمات حتى داخل بجو. بس انا والله يعني صراحه بالنسبه لدخولك استعدادك كبطوله يعني وورزون، وعم نتكلم عن لعبه بي سي اللي ما هي يعني الالعاب هاي ما بتكون سهله نفس مثلا تتكلم عن ببجي موبايل، لعبه فري فاير. هون لعبه محتاجه تكتيك جدا عالي، محتاجه تبات ايم، محتاجه مهارات وفهم بالنسبه ل التحركات اللاعب. فدخولك كنقص عددي ممكن صراحة نأثر على الأداء شوي، لكن خلينا ننتظر ونشوف. هل ممكن التيمات حرفيا تفرجينا أسلوب كليا مغاير؟ هل ممكن نشوف التريو يكون صاعد؟ هل ممكن نشوف دو ممكن يكون له السيطرة من ناحية البداية أول جيم، وتبتدأ السبري على السريع عند اللاعب أجريد، محاولة إقصاء، تحركاتهم تستمر، اتخاذ كفر بشكل جدا سريع، والبدايات لحد الآن على الرغم الفايتات عم تكون موجودة لكنها بتكون هادية، بوليت بروف والتقدم، خلينا نشوف بوليت بروف والكل بتنحسب حاليا، وتقدم إقصاء تام عتم على التيم، والمغادرات اللي عم بتكون سريعة بالنسبة لبعض التيمات اللي حاليا عم بتكون متواجدة. لكن كيف ممكن تكون النهايات إذا البدايات عم بتكون بإقصاءات على تقريبا إن كانت لاعبين سولوات؟ لكن أتوقع حاليا خسرنا على أول تيم، ويكون متبقي 20 تيم فقط موجودين بالمواجهة اللي حتستمر أكثر وأكثر. الضغط رح يستمر أكثر وأكثر بـSTC Gamers Cup على لعبة الوار زون. ننتظر أحداث كاملة وسبراي أخرى، والكلاش تروب صراحة عم بتكون متواجدة بشكل جدا كبير، لكن هون التقدم إذا عليك اللي عم بتكون ما عم بتفيد بتاتا، لكن التقدم عم بتكون جدا عنيف عند اللاعب تنكي. يعني زيادة الرصيد بتكون مستمرة فليب، فهالشيء عم بيفيد تيمات لكن عم بيكون مؤثر بشكل جدا كبير على تيمات أخرى، والإقصاءات صراحة عم تزداد أكثر وأكثر على اللاعبين. طبعا نفس ما شفنا الحين تنكي جاب كان حلو جدا، بس كان غلط عليه وشافه بالأوبن، وكان رايح يعمل تشيس لدروب، بس طبعا أنلوكي شايفين هلا لعب عم بيحرق أكثر وأكثر من ناحية كأنكا كمان لاحظنا على الكل بالوير هاوس من الروف، شايفين هلا تيمور حلو. أنا شايف حاب اللعب التكتيكي هذا، البوش شوي شوي ماسكين الأغلاط، شايف إنه في تحركات هلا قاعدة تصير بالماب. وصلنا هلا شوي، لسه بعدنا بالبدايه، لكن لاحظ الممبرز اللي يعني عم بيقلوا هلا شوي شوي. حاب الحركه هاي، حاب التغيير الزون، حاب الاكشن اللي كل واحد ماسك على غلط الثاني. هذا اللعب اللي كثير بيحمس على انك تشوف الفايتات هاي الحلوه. بالضبط هذا الشيء، اكيد كل التيمات عم بتكون محتاجيته. 18 تيم فليب صراحه يعني ما اتوقع عم بتكلم عن جيم جست نوت بتاتا اللي يكون في يعني بطولة على $20,000 مقدمة من STC. عم تتكلم عن مبلغ جدا كبير يكون كانتفاضة بالنسبة للتيمات صراحة الموجودة حاليا، ونقاط الرد الأساسية اللي أكيد تتكلمنا عليها بالاستديو من ناحية الدعم، من ناحية الوصول كإي سبورت. ونفس ما حكيت أخوي عبد الله، موضوع اللعبة كتير بدها سكيل، طبعا اللعبة صعبة جدا يعني، بدها كتير فاست ريفلكس، بدك تكون كتير مركز على اللعبة يعني، أي لازم تحرك كتير يكون سريع، ولازم يعني التيم وورك كتير بيلعب دور هون. فورما تيم وورك، سرعتك على انك تستوعب انه في انمي داخل البيت او داخل الروف فوق الروف، لازم انك تكون سريع جدا. اللعبه بدها سرعه مش طبيعيه، اللعبه صعبه جدا جدا جدا. انا صراحه جربتها، ما اقول اني انا مش لعبها، انا من جهتي صراحه ماني برو بلاير يعني، اكيد المعلومات عم اعطيك اياها فليب واخبر مني فيها من ناحيه ايش الشعور اللي عم بيكون من عند اللاعبين، ايش الضغط النفسي اللي بيكون على اللاعبين، المهارات اللي ممكن عم يحتاجوها اللي عم بتكلم عنها، اكيد الريفلكس والرياكشنز وهي الامور كلها حتكون مضطرين عليها بشكل جدا خصوصا بلعبه زي هيك. فهالشيء عم بياثر اوكي فليب، انا بسالك سؤال من ناحيه منظورك من البرو بلاير، خسارتك بالنسبه لاول جيم نتكلم خصوصا بدخولك على اول بطوله، ايش الضغط النفسي اللي ممكن يكون على اللاعب، ايش ممكن ياثر على اللاعب بشكل؟ طبعا الضغط النفسي، الضغط النفسي كتير بيلعب دور بالالعاب عامه، بدك انك تكون ايجابي اكثر يعني، خسرت اول جيم عادي، تتمالك نفسك، بتركز كيف انك انت بدك تشيل الأغلاط هاي اللي عملتها بأول جيم، تتمالك يعني تمالك نفسك، تتكلم مع التيم شو صار غلط، تكلموا مع بعض عادي، ما خلصت البطولة، خسرنا أول جيم بس لسه يعني عندنا إن شاء الله ورانا دربي،
فأتوقع أنه الضغط النفسي كتير بيلعب دور مهم. وطبعا نفس ما شفنا من حمود دبل كل ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا حمود حلوة صراحة. يعني لو لاحظ أرجع لك على كلامي الضغط النفسي كتير بيلعب دور مهم وخاصة لما أنت عم تلعب الجيم عشانك تركز لازم أنك تكون إيجابي أكثر تكون مع تيميتس تبعك أكثر إيجابي وتعمل كوميونيكيشن أكثر تتكلم مع أصحابك أكثر. فالدور النفسي هون كتير بيلعب دور يعني 80% تقريبا. فعم نشوف حرفيا التيمات اللي عم تتعرض للاقصاء ضغوطات اكيد اللي لسه فليب شرح لكم وكلمكم عنها ايش اللي عم بتمر فيها اللاعبين على خلاف طبعا اللقطات اللي شفناها بشكل جدا جبار. السرعه عم نشوفها جدا عاليه يعني عم نشوف الكنترول بيكون ان كان من ناحيه الايم ان كان من السكيلز اللي عم بيكون فيها بانتقال بين الاسلحه والوصول الى نطاق الكفرات. عم نشوف انتقاد الكفرات لكن هون جمبات على السريع اداء جدا جبار من عند اللاعب ازيزل. فحرفيا اذا كنا عم نتكلم عن كوميونتي بحريني وعم نشوف المهارات حرفيا هاي الموجوده فان شاء الله يا رب ان شاء الله انه يكون في صعود بشكل جدا كبير. نتمنى الاداء يزداد اكثر واكثر ويتخذوها كنقطه نقول او مرحله الانطلاقه من ناحيه دخول عالم الاي سبورت من ناحيه الاحترافيه بشكل جدا كبير وان شاء الله الوصول للعالميه. تحركات سريعه صراحه مشاهدها من عند اللاعب زيل ثبات كنترول الفهم اللي عم بيكون بتحركات حفظ الماب بشكله واضح من عند اللاعب زيل يعني عم نشوف تحرك جدا تحسه هيك سلس من عند اللاعب الكوميونيكيشن أيوة بالضبط حتى الكوميونيكيشن شوف كيف عم ببدلوا اللاعبين لاعب تلو الاخر من ناحيه وصول الدخول خوفا من انه يكون في موجود اي عدو خلف كفر وضعيه هولد ممكن نشهدها من احد التيمات. فالتحركات عم تكون بشكل جدا ممتاز كنقطه اساسيه في لعبه نتكلم عنها ككوميونيكيشن قديش بيلعب دور بشكل جدا كبير بالفايتات او بشكل عام خلينا نقول على تحركات كامله يعني. الكوميونيكيشن بيلعب دور مهم جدا 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 في الجيم. وضح لك على هالنقطه يا عبد الله انه الكوميونيكيشن مثلا سبيل المثال في انمي بالبيت سوري لوسيفر سامحني لو بتلاحظ انت هلا مثلا في تيم بالبيت مثلا بدك انت تعمل كوميونيكيشن لمصاحبك هلا يستنى الفلانك او يستناهم من برا يمكن يطلعوا من الباب للروف يعني في الكوميونيكيشن بيلعب دور انه انا بنيد اوكي انا برمي نيد جرينيد استناني بدخل معاك خلينا نطلع مع بعض يعني الكوميونيكيشن بيلعب دور مهم كيف انك انت توصل الصوره او توصل الفكره لاصحابك هذا الكوميونيكيشن كثير مهم لانه اذا ما عملت كوميونيكيشن طبعا هي اللعبه مش سولو بنهايه سكواد انتوا اربعه لازم تلعبوا مع بعض عشانكم انتوا تعملوا جارنتي للجيم كله. اكيد الكوميونيكيشن نقطه جدا اساسيه وانا عم نشوف معنا اللاعبين نشوف كيف حتكون باقي التوجهات كيف ممكن تكون الوصول للنهايات. شفنا تيبات واجهت ضغط بشكل جدا كبير حقيقه متكلم فقط عن 17 تيم ب 51 لاعب لكن لساتهم مستمرين والتحركات وعم نشوف من محاوله تمركز ممكن تكون عند اللاعبين ابتداء حاليا عند اللاعب لورد نايت سنايبر وحاليا متكلم كمان عن سلاح SMG فالوضع بيكون اتوقع جدا ممتاز ان كان على كلوز رينج ان كان على اللونج رينج فايت حيكون مستعد بشكل جدا ممتاز. فهل ممكن نشوف حرفيا نهايات الاستعداد اللي ممكن عم بتتم من عند اللاعب لورد نايت تكون بشكل جدا رائع او لا؟ هون عم نتكلم عن سلاح SMG اخر عم نشوف اعتماديه فليب اللاعبين بشكل جدا كبير صراحه على اسلحه الاس ام جي من ناحيه الالعاب. بس عندي نقطه اساسيه خلينا نتكلم بالنسبه على خلاف لعبه ببجي موبايل اوكي نقدر نقول كاكثر لعبه حاليا شائعه تقدر انت تحط مثلا سكوب 6 على ام 4 وتعطي فيها سبراي على 200 300 متر لكن هالالعاب لازم يكون حرفيا في فهم بالنسبه للكوميونتي انه هالالعاب جدا صعب انت سبراي من ناحيه اسلحه اي ار مع سكوب جدا عالي على اغلب تكون عندك على سنجل شوتس كلها ماكسيموم ممكن نقدر نقول فليب على 70 ولا 50 متر. ف تحس هون الاعتماد عم بيكون واضح ليش الاسلحه على الاس ام جي خلاص انا عندي يا سنايبر تيجي وان شوت وان كيل او انها تكون من ناحيه الكلوز رينج فايت اللي يعتمد فيها على الانديفيدوال سكيلز. ليش رايك بالموضوع؟ لو تلاحظ يا لوسيفر انه اللعبه مش اوبن كثير مش بعيده مثل ببجي موبايل بالذات يعني فيها كلوز رينج اكثر من انك انت تلعبها لونج رينج. طبعا في لونج رينج طبعا بس ما بتعتمد كثير على اللونج رينج يعني عندك سنايبر بيلعب لك يمكن 200 متر 300 متر حدها بس بتعتمد اللعبه كثير على الاس ام جي وعلى الرايفلز لانه اللعبه كثير بتعتمد على الكلوز رينج فايتس. لو تلاحظ هلا لو كلوز رينج فايت حلو جدا من ازيزر كمان هلا التيمات طبعا ماسك اغلاط بعض عم بيلعبوا بصبر وتكتيك ممتاز عم بيستنوا اغلاط. طبعا نفس ما ارجع لكلامي اللعبه كثير تعتمد على كلوز رينج فايت نفس ما احنا شايفين كلوز رينج فايت كثير واضح في الماب في اللعبه هاي بالذات مو مثل ببجي موبايل. ببجي موبايل طبعا تعتمد كثير انه لونج رينج اكثر
هاي اللعبه لا هاي اصعب شوي، بحسها انه لون الكلوز رينج اكثر، وخصوصا ثبات الايم فيها جدا يعني جدا صعب، انت ما بتقدر تسوي صعب. بالضبط. فاحس هنا لازم يكون في عندك تدريب من ناحيه السنجل شوتس خصوصا بالسنايبر بشكل جدا كبير، حتى هون الكلوز نشوف اقصاءات عم بتكون جدا سريعه. ازازيل احس اداء جدا مبهر، اداء جدا رائع، بيتم تقريبا 8 كلات عند تيم الانكا. اتوقع انت اتوقع انك اخترت تيم الانكا صح؟ في البداية انا اخترت تيم انكا، ايوه. وانا صراحة يعني عم بشوف تحركات جدا حلوة، لو تلاحظ غيروا الزون على طول، شوف كيف غيروا مكانهم، يعني لاحظ الدقة كيف هم عم بيلعبوا، يعني اداء جدا رائع. استلموا تيم وفنشوهم وعلى طول غيروا الوجهة، يعني لاحظ تيم انكا مستعدين، تيم انكا جدا مستعدين. ولاحظ هون كمان من تيم تنكي انكي، ورجعنا على انكا مره ثانيه. طبعا لاحظ هلا كمان عندنا تيم ثاني، حنشوف هل مستعدين هم هلا التيم الثاني اللي كانوا مستنينهم. ايوه يا سلام عليك يا ازيزل، يا سلام الام في بي صراحه للتيم، حرفيا ابدع ابدع ابدع. شوف الكنترول، الكنترول عنده بشكل مو طبيعي. يا سلام يا سلام اداء جب. بعدين شوف ما عم نتكلم جد، ما بتتكلم عن سكوب مثلا ريدو تقدر تعتبره على الكلوز رينج؟ اتوقع سكوب يعني يعتبر ريدو تقريبا، يعني تعتمد على الهولو كمان. الهولو بس هون عم نشوف ثبات الكنترول عند لعبه زازيل بشكل جدا جبار. 9 كلات تكون انطلاقه لاعبين الانكا في اول جيم، يعني نشوف لاعبين بوليت بوف بكلين في تيمات عم تحاول تبدع. الانكا حاليا صراحه أنا اتوقع بصداره من ناحيه الكل بوينت اعتمادا على البليسمنت اللي ممكن يقدر يحصله، يعني بنحكي عن 12 تيم فيعتبر في المركز 12 اذا تم الاقصاء بهالوقت. لكن التحركات اللي عم بتكون غربيه تماما للوصول والدخول الى داخل نطاق الزون، ايش ممكن البوزيشن اللي يتم اعتماده حاليا من عند لاعبين البوليتي بروف؟ ممكن يكون عندهم تمركز من ناحيه هل تضاريس جدا صعبه بالهاي جراوند، يكون في عندهم كشف لاتيمات اللي تكون متمركزه داخل نطاق الزون في الكومباوندز. الانكا لسه لحد الان مستمرين اكثر واكثر، ضغط الاستمراريه من ناحيه الاقصاءات عم بتكون على التيمات الاخرى انكا، وابتداء من عند اللاعب ازازيل اداء جدا جبار عم نشوف كل سبوت لايت، وخصوصا الاسبكتيت اللي اكيد نشكر البرودكشن على هالانتقالات اللي تكون جدا سريعه تقليل الاحداث كامله حدث تلو الاخر، وخصوصا ازازيل يعني عم يكون خلاص من حدث لحدث ازازيل لازم يكون موجود من ناحيه الاسبكتيت مستمر. يعني سألت إشعار يا لوسيفر، الله عليك الله عليك يا ازيزل، الله عليك جدا جبار فليم. جبار 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 صراحه، الرياكشن كان ولا غلطه. يعني لاحظ نفس ما سالتني هل عندهم هم ادفانتج تيم بولت بروف، لكن ليش بدك ادفانتج انت في انكا؟ انكا يعني سواء كانوا هاي جراوند ولا لو جراوند ولا مستنين ببيت، مش لازم ما بتواجههم اي صعوبه، يعني مبينين هلا بالاوبن مستلمين التيمات كلها ما شاء الله عليهم. ازيزل الصراحه ام في بي، وعجبني كثير 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 دقه الاستيعاب. نفس ما قلت لك اياها، الاستيعاب لازم يكون جدا عالي عندك عشان انك انت تكون لاعب مبهر في هالجيم. بالضبط هذا الشيء حرفيا ازازيل عم بيثبت لنا اياه، تحركاتهم ردات فعل تحس عنده فهم لايش المجريات اللي عم بتصير، التحركات عم بيكون في عنده نقدر نقول بروسيسنج بشكل جدا سريع لكامل التغيرات اللي عم بتصير في الاريا كامل اللي هو موجود فيها، عم بيكون في عنده توقع لممكن اي مكان ممكن انه يطلع من عنده لاعب. فعم نشوف سرعته من ناحيه البريفير ومن ناحيه تربص للاعبين عم بتكون بشكل جدا جبار. هاي نقاط عم تنضاف صراحه لرصيد ازازيل من ناحيه الاداء اللي عم بيقدم لنا اياه. ممكن نشوف هالابهار يكون فليب على الثلاث ماتشات اللي حتكون اليوم، ممكن نشوف استمراريه من عند اللاعبين. انا يعني شوف اذا هم داخلين متحبسين على هالحماس، واذا قدروا انه يتمالكوا هالحماس ويبينون لنا اياها لاخر بطوله بصراحه، يعني انا بقول لك ايزي رايد، يعني ايزي رايد حتكون لانكا. وخنشوف يعني كنقطة أساسية دائما نتكلم عنها فليب اللي هي ثبات الريدم بالنسبة للاعب، ثبات طبعاً. الأداء اللي ممكن تقدر تقدمه على ثلاث ماتشات على خلاف أنت إيش ممكن تكون عندك ماتش. ودائما بنشوف عند أغلب التيمات، وخلينا نتكلم عن تيم خلاص تقدر يكون متمرس برو بلايرز بشكل عام عنده أتشيفمنت جدا عالية، تشوفه بوصل لمرحلة بعض الماتشات يا يكون فيها سقوط مفاجئ أو يكون فيها سقوط جدا عالي،
هاي بترجع ممكن للضغط او ممكن كاحيانا نقول خلاص اللاعب تحس صار عنده ثقه نفس جدا زايده، وهي اكيد ننصح كل اللاعبين ثقه النفس الزايده حتوصلك لمرحله الغرور من ناحيه الفايتات، من ناحيه تقل عندك حاليا. ما بشوف ما بشوف الغرور الزايد، ما بشوف الغرور الزايد من تيم انك ابدا. لا انا ما بتكلم عن تيم ذكي بالضبط، فانا عم بتكلم بشكل مجمل انه بعض التيمات ايش ممكن انها توصل، وهذا كيف بياثر سلبا على التيم. لكن لحد الان تيم امكا عم بيلعب بشكل جدا ممتاز بصراحه، عم نتكلم عن مهارات اكيد نتكلم أكيد. ابدا نروح عليه عم نشوف من تيم امكا. ف حاليا يعني شوف التمالك الحماس هاد على قولتك يا لوسيفر، التمالك الحماس هاد طبعا مرات هي ما حتلعب لصالحك، انلكي بتصير يعني بيصير في سوء حظ مرات من ناحيه كتخطيطاتك، يمكن ما تمشي يعني مو كل شيء حيكون معك بالجيم كل جيم، حيصير في طبعا انقلابات في هالأيام، يعني يمكن تيم أنكا ما يجي الحظ، يمكن ما حيجي الحظ الجيم الجاي، فبتصير هاي بتصير يعني مرات بتصير أنلكي. صح اوريدي تكلمنا عنها بالاستوديو من ناحيه الحظ اللي ممكن يلعب دور، لكن بنشوف صراحه الزون اللي كانت قبل هاي الزون الحاليه كانت الزون بيرفكت، عم نتكلم عن السنتر الزون اتوقع عم بيكون دخول جدا مريح بالنسبه للكل. السبتات عم نشوفها من عند لاعبين الفالر سولو ودوم متركزين وسولو اخر اللي حاول يحصل فيها انفورميشن اذا كانت عم محاوله تقدم اي تيم اخر، وانت نقطه كمان الاساسيه اللي اكدت عليها هي الكوميونيكيشن بيكون جدا عالي وكلوز رينج فايت عم بتتم حاليا، لكن الاقصاء عم بيكون على اللاعب تيم كي، وشفنا تيم كي عم بيحاول يحصل الفايتات الاولى بداية عم بحاول يحصل رصيد الكلات، لكن الاقصاء عم بيكون بشكل جدا سريع. خلينا نشوف باقي الاستمرارية كيف ممكن تتم من عند لاعبين البوليت بروف اللي بيكونوا برصيد الكلين، اللي لحد الان ترتيب على رصيد الكلين بتواجد 8 تيمات 24 لاعب حاليا اجريد من لاعبين التي تي في، وكيف ممكن تكون هالسبراي هون محاولات اقصاء عم تستمر دمج جدا عالي، واتوقع الاقصاء اللي ممكن يكون حاليا يتسبب بالكل الثالثة لصالح لاعبين التي تي في، وعم نشوف استمرارية الاداء لكن كونفيرم ممكن لحد الان ما تم. وخلينا نشوف الكونفيرم كيف ممكن يكون تحرك في الزون السريع ونمنع عنها من ناحيه الجيت كيبنج يا فليب، شوف حربين جيت كيبنج عم بتم عند لاعبين التي تي في، لكن الرد عم بيكون بشكل جدا سريع نو ما بعرف صراحه انتبهت الايب اللي تم رياكشن اتوقع لازم حدا عند بالضبط عند لاعبين التي تي في خصوصا يعني عم بيحاولك جيت كيبنج لكن خرج نطاق الزون تكون عندك ثقه بالنفس ثبات بشكل جدا ممتاز يعني نقطة تحتسب شوف إنه الجيت كيبينج بس بالأوبن أنا ما بأيد جيت كيبينج بالأوبن كتير بتكون يعني بتكون أوبن لكتير أماكن بيقدروا إن هم يقصوك أو يقتلوك، فأنا ما بأيد صراحة جيت كيبينج من أوبن سبيس نفس ما شفنا على تيم أنكا، واثنين كانوا نوك داون لكن رجعوا عملوا لهم باك أب أجين، بس حاولوا إنه يعني تكونوا جيت كيبينج لكن تكونوا بكلوزد أنجل أحسن. اكيد نشوف نفس التي تي في تحس انت فرضت لما تحرك سريعة بس عند لاعبين تي تي في من بعد النوك خلص لازم نغير لازم نغير اكيد فانتقالات على التيمات تي تي في هاي الكلمه الرابعه وممكن يكون هون بس بيعلي لك الغلط اللي ممكن يتم من عند اللاعب اجريد يكلفه بشكل جدا كبير دمج عالي عم بيكون والريلود اللي بيكون بالنسبه للفيست الفيست سوري والادرع اللي يقدر يامن فيها حاليا وضع تمام سبراي عالي فقط عم بتكون سبام على التريز اللي بيحاول يحصل فيها دمج اكثر واكثر فالوضع لسه عم بيكون تمام بالنسبه للتيمات التحركات عم تستمر نوك وحيد عم بيكون متواجد عند احد لاعبين التي تي في هل ممكن يتم الريفايف بشكل سليم هل ممكن يتم الريفايف بشكل جدا ممتاز ولا كيف ممكن تكون نهايات عم نتكلم عن 6 تيمات لحد الان فليب 6 تيمات 19 لاعب احصاءات تمت بشكل جدا سريع صراحه كنت اتوقع اداء باسيف اكثر من اللي شفناه لكن على خلاف ذلك تيمات داخل اجريسيف تحس بما انه كوميونيتي بحريني عم بيكون تيمات عم تعرف بعض يعني حتى عم بشوف باللايف شات التيمات عم بتكون في عندها تشجيع للاعبين وعم بيسالوا عن هذا عم بيسالوا فأتوقع في معرفة بالنسبة للاعبين والتيمات عم بتكون موجودة فممكن على السيرفرات تكون دائما عم بيلعبوا فيها بتعرفين الشباب على بعض هذا الشيء اللي ممكن عم بيعجل من ناحية فهم تحركات التيمات الأخرى فهم تحركات اللاعبين وعم بيقدم أداء جدا أفضل من ناحية كشكل مجمل للبطولة سبراي عليا أجريد عم بيحاول يضغط أجريد عم بيحاول أثر بشكل جدا كبير وحتى عم بيكون سبام على التريز اللي بتمنع كوول بينهم وبين الفريق الآخر لكن هل ممكن يستمر التقدم بنيد وصار بشكل جدا جبار سيطرة مطلقة 13 أو سوري 5 تيمات والعدد التنازل المستمر يا سلام عم بستفيد بغنيمة اللوت
تشوف البوليت بروح يدخلهم على لاعبين تدريب وكنت تستمر الاخصار بشكل جدا سريع، لكن حاليا لاعبين اي دبل ان يقولوا ممكن از افير بارت في هالفايت، هل ممكن يتم بشكل جدا جبار، ممكن تكون في اقصاءات ولا لا. لورد نايت ووضعيه الهولد في هالبوزيشن اربع تيمات فليب، شفنا الاقصاءات حتى بالثواني البسيطه بشكل جدا سريع. 11 لاعب فقط متبقيين على الزون من هاي اي جراوند، عم تعطي ادفانتج اقصاء بشكل جدا جبار، لكن حاليا لاعبين تيم جوكر ايش ممكن يقدر يقدمون فالفايت، كيف ممكن يستمر اقصاء وتحصيل الكونفيرم اكيد على اللاعبين اللي حتزيد من رصيدهم من ناحيه النقاط. ثلاث كلات والاستمراريه كيف ممكن يتم وكيف ممكن يكون اداء بشكل عام لكل اللاعبين حاليا عم بيكونوا متواجدين توب 3 والمنافسه على المركز الاول على ال 20 نقطه ممكن تكون حاليا متواجده. وبنتكلم عن تقسيمه النقاط اللي حتكون بالنسبه لهالثلاث تيمات الموجوده، 20 نقطه المركز الاول، 12 نقطه المركز الثاني، او سوري 14 نقطه المركز الثاني و12 نقطه للمركز الثالث. والتيمات عم بتحاول تقدم افضل ما عندها، فليب اكيد نتكلم رصيد الكلات ما بيكون كافي ابدا انك تكون موجود ب المراكز الاولى من ناحيه الليدر بورد، حرفيا معتمد كمان على البليسمنت بوينتس اللي التوب 3 قديش ممكن تكون لهم استفاده من ناحيه الليدر بورد حاليا مقارنه بالتيمات اللي كانت عصيبه تسوق. تقدر تستفيد طبعا من الليدر بورد، لكن مو كثير حيفيدك اذا في تيمات ثانيه عندها كلات اكثر، فلازم لا تنسى الموضوع انه كل لها بوينت، فعادي انه في تيم عنده 12 كل يعني 12 نقطه فوق ال 14 نقطه يعني هاي 26 نقطه، ف يعني تقدر انك انت تتغلب على الليدر بورد بالكلات. الناس ما شفنا حاليا، شفنا فايتات حلوه جدا، شفنا تم اقصاءات كثير من الافرقه اللي موجوده، بقينا على توب 3 تيمز، مين اللي حيوصل الاول؟ عم بنشوف كثير تحركات فلانكس ثيرد بارتي، شايفين لعب جدا حلو، تم اقصاء طبعا فريقي انا ناكا وعم نشوف يعني بلايات حلوه الصراحه، عم نشوف استغلال الاخطاء اللي عم بتصير بالجيم، عم بنشوف يعني نفس ما بنقول لك ميستيكس اللي عم بتصير هلا في الجيم. وانه فيز صراحه عم بيكون في عندهم محاوله دخول محاوله سيطره رياكشن ممكن يتم من هون، لكن الريلود اللي عم بيكون السلاح من عند لاعبنا وفيز كيف ممكن يتم البو على انتظار توب 2 المنافس على المركز الاول حاليا على محاوله تحصير اخر لاعبين ممكن يكونوا متبقيين بالقصف ضد، لكن هون السبراي بشكل جدا عالي ممكن تكون ولا ما تكون ردات فعل، لكن الزون اللي بتحكم حكمه ممكن تضغط بشكل جدا كبير على اللاعب جوس. خلينا ننتظر من لاعبين البو محاوله الوصول والدخول الى بر الامان الى داخل تحت الزون، لكنها بتكون جدا صعبه. والمباراه الاولى فيكتوري تتسجل حاليا وانتهت باول جيم اداء كليا. عبد الله شوف خلينا نكون صريحين بالنسبه لحرفيا الجيم الاول لا انت كنت تتوقعه ولا انا واكيد ولا فلم يا كميه الاجريسيف اللي تمت من عند اللاعبين دخول بس ما كان جسنا ابدا صح ما طلع عن الشيء موجود عند الكل. انا لاحظت ان في شوف نحكي بشكل عام بالنسبه للريدم للجيم ما بحكي لك على افرقه معينه عرفت ياب الاتموسفير الكامل صراحه كان اجريسيف صراحه خصوصا من تيم عزازيل. عزازيل يعني صراحة وتيم أنكا مثل ما توقعت والله سامي صدق يعني شفنا فعلا لعب مغاير يعني أنا قلت فيه سطوة وأنت قلت لي أنكا ففعلا حرفيا لو بنسوي هاشتاج حق الجيم ذي بنقول سطوة أنكا حرفيا هذه الهاشتاج تكون سطوة أنكا صراحة شفنا كلات منهم مو طبيعية خصوصا من عزازيل انصعقت أبدأ. فشنو تحليلكم الشامل الكامل حق الجيم يعني بغير عن أنكا بيرفورمنس؟ يعني نفس ما شفنا لعب أجريسيف جدا كان يعني واضح في الماب كله. طبعا شوف نفس ما أوضحها للوسيفر الجيم كان يعني كنا متوقعين شوي إنه يكون في لعب صبر لعب إنه يمسكون على الأغلاط، لكن شفنا شوية صبر لكن أجريسيف أكثر. طبعا هذا اللعب أنا أحبه وايد يعني اللعب هذا مشوق أكثر إنك تشوف أجريسيف تيرد بارتي على لعب فورت بارتي بعد، فأنا الصراحة انعجبت في هاللعب. طبعا أنكا ألكي بالآخر طبعا يعني ما كانوا محظوظين بالآخر. طبعا أنا اسمع أقولهم أوضحهم نقطة إنه كأي تيم يسوي جيت كيبينج يعني يمسك التيمات اللي تحاول انها توصل للزون انها تلعب من داخل اماكن يعني تكون منغلقه عشان انه ما يصيدونهم من تيمات من نواحي مختلفه. هاي الصراحه نصيحتي تحليلي كان. وطبعا مبروك للاول لكن انكا هارد لك يعني انا حبيت الاكشن اللي صار لانه بالذات لعبهم ابهرني وايد. ليش؟ لانه طريقه استعدادهم انه يحولون من زون لمكان استيعابهم كان في 5 ثواني حولوا زون ثاني مسكوا فلانك مسكوا أغلاط يعني هذا اللعب اللي لازم يكون هذا اللعب التكتيكي الذكي.
وفعلا كل شوي نشوفهم طايرين على تيم، كل شوي رايحين على تيم ثاني سريعين بشكل. بس بعد يعني لا خلونا بعد ما نظلم اوكي عن كبرفورمس 100% انا وياك، بس ايش رايك صهيب فايش ان احنا ما توقعنا الفويس بالمركز الاول تقريبا ما كان له شيء او هايلايت يذكر طول الجيم صح؟ وهذا اوكي هاي ايه تفضل هاي ترجع على نفس النقاط اللي تناقشنا فيها عبد الله بالبدايه اللي هو كل اسلوب. يعني انك حاليا يقول لك انا اول جيم خليني ادخل مثلا اجس نبضهم طريقه اجريسيف، ايش مستويات التيم اللي قدامي، ايش ممكن انديفيديوال سكيلز، هل الكوميونيكيشن عالي، هل احتاج اغير شوي من اسلوب لعبي، على خلاف مثلا خلينا نقول لاعبين التي تي في ظهروا على الاسبكتيت خصوصا من عند اللاعب اجريد تمام كانوا موجودين بالهايلايت، لكن شفنا حتى لعبهم تحسه شوي باسف، ما عم بيحاول هو يكون متقدم من ناحيه الفايت، عم بيحاول يستن يعتمد على اغلاط التيم تكون انا من عندي تقدم بالنسبه للتيم اوكي ليش عرض حالي للخطر خلني اخذه كاي كيل. صح. على خلاف باقي التيمات الأخرى جوكر كمان كان عندهم لعب باسف، تيمات كثير كان في من عندها لعب باسف، بس اللي برز بشكل جدا كبير أنك صراحة جد إعجاب من بداية بعد في تيم كان اللي هو تيتن كي، أتوقع بعد كانوا يعني مميزين في فكرة أنه أوه إحنا ندخل أجراسف، لكن شفت اللقطة أنه مرة واحد سنايبر وقفهم عند حدهم كان واقف، وهذا الشيء اللي صدمني وصدق بسألك فيه سامي، احنا توقعنا ان مثل يعني انتوا انا شفت بينكم ديبيت صار في نص الجيم عن موضوع ان اللونج رينج ببجي والكلوز رينج كول اوف ديوتي، فعلا لاحظنا ان في كلوز رينج وايد، اتوقع الموضوع كتير. الموضوع راجع حق الماب صح؟ يعني الماب كان مؤثر فيه الموضوع، مش انك بس الماب تحديدا، هي اللعبه يعني كل لعبه ولها الميكانكس مالها، يعني نفس ما لاحظنا كول اوف ديوتي وورزون لها ميزتها في الكلوز رينج، ميزتها في الايم اللي على المسافه القريبه والميديوم رينج، ما نقول على لونج رينج، يعني سبب جي موبايل عندك لونج رينج اكثر اعتماد على سنايبر، اعتماد قوي جدا، مو بس هني اعتمادها، لكن يعني اعتمادها زين بس اعتماد على الايم اكثر بوايد مراحل من السنايبر تحديدا. لاحظ في وايد بيوت، في وايد لو جراوند فايت، في وايد اماكن انك انت لازم مجبور انك تاخذ فيها فايت كلوز رينج، هي هاي الميكانكس مال اللعبه فعلا. وانا سالتك عن اللود اوت في البدايه، اتوقع هم تبدل الكار صح على الشيء اللي شفناه امانه، اتوقع الكار انك بتبدله صح، بتختار السلاح العزازيل هذه لا شكله بنبدل شكله بنبدل ماكتن ودي مار 40 صراحه. ايه وشفنا يعني توب فريجر كان اللي هو عزازيل، اتوقع ان نهاها بتسع كلات، والتسع كلات هاي تعطي تسع نقاط، واتوقع ان بعد كان معاه في التيم اللي هو بوليت بروف كان بعد عنده نقطتين. فالحين لو بنرجع على ديبيت الكيلز وديبيت الرانك او البليسمنت، فمن وجهه نظركم ولحد الان بعد بنستعرض حق الجماعه بعدين، يعني فكره ان هو من اللي فاز، هل الكيلز ولا البليسمنت؟ فأنتوا من وجهة نظركم الحين الجيم الأول، أنا من وجهة نظري لو بقول إن البليسمنت هو اللي طغى، رغم إن في كيلز حق الجماعة، لكن البليسمنت هو اللي ضمن لك، خلي نقول لو أنت ذابح 2-3 زائد 20 هذا شيء جدا جبار صح. إيه خصوصا هاي الحصة الأكبر تكون بالنسبة للخلين نجمع على التوب 3، وبالأخص اللي بيكون مستفيد بشكل جدا كبير منها هي الحاصة على المركز الأول. يعني حتى عم نشوف بالنسبة للنقاط كاميرات التوزيع كيف عم تكون 20 دايركت 14، انت عم تحكي عن جاب تقريبا 6 نقاط، هي 6 نقاط ترى تفرق بشكل جدا كبير خصوصا بألعاب الباتل رويال. فأتوقع بالنسبة للجيم الأول اللي استفادوا بشكل جدا كبير هم اللي لعبوا باسيف، حاولوا يجسوا نبض بالنسبة كأتموسفير كامل للجيم، مو بس كمهارات وانديفيدوال سكيلز بتكون عند اللاعبين. اتفق معاك 100%. خلونا نحط يا جماعة الهايلايت ونطالع اللقطات اللي صارت في هذا الجيم ونعلق عليها شيء ونعطي تحليلنا عليها. مثل ما تشوفون هنا عندك التيم تي تي في وهذه لاحظتها بعد ستافيو ياب. اوه اللود اوت مكانه جدا خطير كان ياب. اقول لك الحظ، هاي نقطة الحظ اللي ممكن تلعب دور بس انك ازازيل هون ازازيل ايوه هالكت تفنيش بالتوماهوك يا رجل بسرعه يعني على طول فينش. اي لا تعطلني لا تعطلني انت قاعد تزحف لي خلاص يبا توماهوك تشوفك على خير. طبعا نفس لاحظنا اللعب كان شوي صبر
شويه في اول الجيم. يعني شفنا اول مراحل الجيم كان في صبر، شفنا ان كل واحد يبغى يدور غلطه على التيمات الثانيه، لكن من نص الجيم الى اخرة الجيم لاحظنا ان في وايد اكشن صاير في الجيم، وايد كلات. يعني وصلنا على تقريبا 8 كلات تقريبا قبل ما يقارب او يخلص الجيم بدقايق. يعني واضح ان في وايد اجريسيف من نص الجيم الى اخرة الجيم، شفنا كلات حلوه جدا. يعني شوف هاي الغلطه اللي بصراحه شفتها من اجريد من تيم انكا. اي وخلونا نتكلم عن الاغلاط من هاي الناحيه، يعني مثل الغلطه اللي انت شفتها سكوب رايفل اجينست سنايبر، شيء يعني اذا كان السنايبر في يومه خلاص غالبا راسك طاير. طبعا وطالع طالع هذه مثلا قاعدين في الاوبن، يعني وضعهم ممكن الروتيشن كان سيء بالنسبة لهم، حطوهم في ذي سيتويشن، بس بعد يعني لازم تفكر في كل احتمالية. وهل لاحظتوا يا جماعة أن في كل ستريك مثلاً فرق؟ أنا ما لاحظت أنه يعني غالباً اللعب جان بلاي كان أكثر من ستريكس وأكثر من شوف خصوصا بهالبوزيشن اللي فايت اللي صار، يعني تي تي في بعدين تقدم بوليت بروف، بعدين اللي استفادوا منها لاعبين الجوكر اللي حاولوا يضغطوا عليهم از تي بارتي بالفايت. فبشكل عام احس شوي هيك الجيم كامل كان موزع بين التيمات من ناحيه اللعب، عندك الاجريسيف عندك الباسيف، مع احترامنا اكيد لجميع التيمات، لكن دائما في كل بطوله المستويات تكون مختلفه، يعني ما في ولا اي تيم بيكون بنفس المستوى ولا حتى اللاعبين بنفس التيم بيكونوا كلاتهم بنفس المستوى. في مستويات صراحه لازم تتعب حالها اكثر كدخلتها باول جيم هيك بالنسبه للبطوله، حيواجهوا صعوبات بشكل جدا كبير، محتاجين يزيد من عندهم التدريب مهارات فهمهم، واكيد راجعوا البث اللي بيكون موجود ليشوف من ايش اغلاط وكيف التيم الاخر عم بيكون له ادفانتج على الفايت اللي تم معاه والتطور مطلوب عليهم. لانه إذا نقدر نقول على اليوم الأول اللي ساتنا في البدايات وكان فيه حيكون تأخر بشكل جدا كبير، فبكرة حيكون عليهم تعب زايد. عم تتكلم عن ضغط نفسي زايد اللي أوريدي أخوي شرح الوضع بالنسبة إفليب، شرح إيش الضغط النفسي وتأثيره على اللاعبين في الجيم. ياب وشرح لنا أكثر، شرح لنا عن المنتاليتي. صج أنا حين خصوصا عقب ما طلعت بالجيم الأول أنا فيرست بلود فرضا، أنا أول واحد مت، شلون أنا علي إن يعني خلينا نقول إن أضبط وضعي أو شلون أضبط نفسيتي عشان أدخل الجيم الثاني؟ عندك الموضوع أفلام؟ طبعاً عبدالله، شوف أنك أنت تموت أول الجيم طبعاً هاي شوية بداية تكون تعبانة أو بداية أنلكي، لكن لاحظ الحين أنك أنت واصل توب فور أو توب فايف في الجيم. طبعا الكلات نفس ما لاحظنا على التيمات عندها كلات، مش لازم انها تركز على الليدر بورد اول جيم لهم، طبعا ما بي يعني الكلات هي اللي بتساعدهم، طبعا الكلات اللي يابوها. فحاليا انه عادي انه لو توب فايف عادي، لو الخامس او الرابع دام عندهم الكلات انه هي تساعدهم عندهم يقدرون يعوضون ثاني جيم ثالث جيم ثاني يوم عادي. يب احنا خصوصا احنا قاعدين نتكلم عن 9 أيام بتستمر ل يعني راح عنك جيم واحد كان unlucky مو مشكلة. يعني في بطولات وايد شفنا كمباكات جدا أسطورية من يوم أنا كنت جدا يعني خلينا نقول متخلف في الرانك ليه ما وصلت لمرحلة إن أنا ممكن في التوب رانك حتى. فلحد الآن يعني لو نقول حق الأفرقة كلها إن صابرا الجيم الأول ممكن كان سيء، ففي الأيام الجاية أكثر وأكثر بتكون جدا قوية. في لقطات أنتوا بالنسبة لكم مثلا يعني حسيت ان هذا الفريق غير، انا لاحظت فيكم ترى، يعني لاحظت فيكم بتعليقكم ان حسيتوا ان هذا الفريق مختلف، هاي الفريق غالبا تقريبا لحف ال 10000 كذي جهز ال 10000 اي غالبا اي بس يعني انا صراحه فريقين باليهم تيم انكا والتي تي في برزوا صراحة على خلاف أسلوب اللعب شوي كان مغير بين التيمين، لكن حتى كإنديفيدوال سكيلز كانت عند اللاعبين الموجودين في الفريق كانت بارزة وطاغية على التيمات الأخرى. أتوقع إني أشوفهم مستوى صراحة يكون جدا عالي بالجيم الثاني. زين يا جماعة الحين أوكي أنتوا قاعد تتكلمون عن خلينا نقول أسياد الجيم الأول، بس في تيم يا جماعة نسيناه، تيم الكرك وين راح يا جماعة؟ راح التيم المروق التيم المروق في امل انه كان قاعد في بيت قاعد الزون كلاتهم وما قاعدين يشربون دله والله شنو صدق والله يعني انا قاعد ادور كرك وين كرك هل بطلعهم بعدين هل الشباب متاخرين ولا ايش السالفه صدق ما يعني في لقطات فعلا
مثل ما ذكرت اخوي صهيب يعني خلاص لقينا ان هذه التيم يعني عنده المنتاليتي والايم والخطه كلها مثل ما قلت يعني ان عزازيل ورابعه. بالنسبه لك سامي شلون؟ هل تظن ان ياب تظن انهما هل اظن شو؟ هل تظن انهما توافق صهيب خلاص على تيم تي تي في وال اوافق صراحه اوافق لان يعني باين ان تيم تي تي في وتيم انكا يعني باين على لعبهم تحركاتهم في الجيم يعني انلكي على تيم انكا انه ماتوا اخر شيء توب فور اظني بس باين انهم توب كونتندرز باين انهم بيوصلون الاوائل صراحه صح وهذا الشيء يبين يعني لكن بعد خلينا نقول ونأكد ان بعد لحد الان في 8 مباريات 8 ماتشز وعندنا 3 ايام ما تدري يمكن واحد يرقد امس بكره من تيم انكا ويسحب على الجيم ما تدري اي فيعني صدق هو يعني لاحظنا فيهم صدق الاجريسيف بس في نفس الوقت هم يعني توب فور لو هم يعني وصلوا توب فور بعد توب فور نوت باد اذا كان عندك هاي كيلز اي يعني لو هم بعد بيلعبون مثلا باسف بنطالعهم يعني ويحصلون التوب 1 بنطالعهم انه يوصلون ومن وجهة نظركم انتم من التحركات ما تتوقعون الاي جي ال مالهم يعني عزازيل شفناه انه فرايجر صح غالب. واضح انا اتوقع اجريد صراحة اتوقع انه اجريد ليش شو اللي خلاك اجريد شفته هو من ورا يعني قاعد انه يوجه التعليمات لفريقه يعني هو ورا قاعد يسوي سكوب قاعد انه يدور تحركات التيم اللي ضد الخصم مثلا في الوير هوس ناس ما شفنا حسيت انه هو قاعد يقول حق ربعه يلا دشوا روحوا فلانك ايه بس يعني من التحركات انت خبيره يعني من التحركات بس انه هو الاي جي ال تقريبا احس انه هو الاي جي ال اي وبالنسبه حق عزازيل يعني انا لو انا بنركز على أنكا حين أو على أزازل من وجهة نظركم اللعبة جدا ريسكي طبعاً خلونا نتفق هو يبلهم وايد بوينتس من وجهة نظركم الحين أزازل أو أي فرايجر موجود في الأيام الثانية شنو اللي لازم يسوي خلينا نقول أزازل هو التوب فرايجر بالنسبة حق البطولة سو فار بس الحين الجيم الثاني الماتش الجاي شنو لازم يسوي كفرايجر والله شوف انا اقول يتمون على نفس اللعب اوف بعد اقرس اتفق مع بالراي بشكل اي على خلاف اوكي كان ريسكي زياده من عندهم شويه اللعب تمام لكن اتوقع حاليا صار في عندهم فهم كافي بالنسبه لايش مستويات التيم اللي ضدهم تحركات الافرقه اللي ضدهم ممكن يزيد من عندهم شويه الحذر من ناحيه الروتيشن اللي يتخذوه لكن ازازل اتوقع انه انستوببل من ناحيه يعني اللي فراغوي اللي بيلعب فيها إيه لا هو كان شيء غريب إنه كأنه يقول حق الشباب لحقوني عرفت أيام المدرسة يكون عندك هوشة أزازيل تخلي قدام شوف عبد الله حاليا تيم أنكا ما نغير فيهم أي شيء نفس النفسية نفس البلان اللي عندهم بس اللهم في النهاية آخر شيء إنه شوي يلعبون شوي سيف يعني عندهم كل ستريك حلو عندهم لعب وأداء حلو لا يغيرون أي شيء بس إنه آخر شيء اللي هي الفينيشينج تاتش يكون شوي أحسن من الجيم اللي إنه تقصد في النهاية يعني ما يكون يحاولون أي في النهاية يحاولون خلونا نطالع السكور بورد يا جماعة خلونا نطالع تيم أنكا شنو سوى في السكور بورد مثل ما تشوفون الحين قائمة المتصدرين عندكم قدامكم مثل ما تلاحظون غوستس عندنا في المركز 17 عندنا أنكا في المركز الأول يا جماعة وهذه أكثر شيء حصلوه من نقاط الإقصاء 36 كل 36 نقطة وعندك بعد الأولد سكول الهيد هانتر أتوقع أنت تعرفهم صهيب أنت تكلمت عنهم الهيد هانترز وتوقعت ياب أنت قلت قبل أنا بتلي البث أنا سالفت وياك وقلت إن هيد هانترز ماري إذا أهما نفس الأشخاص والله لا بس أهما ظهر إن مشهورين في الكومبتيتيف سين فأتوقع يب بعد البحرين ياب بس صراحة أنا انصدمت من 36 نقطة لأنكا يعني إحنا شفناهم برصيد 9 كلات آخر مرة طلعوا فيها على السبكتيت إيه بالضبط حاليا أنت عم تحكي عن 36 نقطة يعني سوري يعني هذا صراحة بشكل عام إحنا بنتكلم عنه عم نحكي يعني هذا كان دومينيشن بالنسبة للجيم ما كان محاولة تحصيل مركز أول أنتشابل أوكي حطيت عليه التصويت يكون بالمركز الخامس نتمنى صراحة نشوف عنده إبداع لكن صراحة النقطة الأولى تبتدي لفليب
على انكا. انكا كان عنده بعد نظر صراحه. كان عنده بعد نظر يعني اظني الشكر كله لازازل صراحه. يتكلم عن كم 36 كل يا جماعه، شيء مهول صراحه. تسيده بس عبد الله، وين فريق كرك؟ ما اشوفه يا جماعة. لا تنزلوا الوايل تحت أرجوكم، خلونا في التوبيت يعني. ما يبرون تحت جماعة، يقولون عندهم لايك ومركز الثامن يعني. نوت باد سبين كيل، نوت باد. أتوقع أن ما عندكم لايك، يمكن من البي سي تعبان مالكم، ما أدري صراحة. لا يا جماعة، لا 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 تعورون قلبي يا جماعة، لا تعورون قلبي يا جماعة. كرك أو ماي جاد، زيرو كيلز، زيرو كيلز. وأتوقع أن نقطتين توب 16 واصلين. عندك أومبري، عندك الشباب، والله كام عنا. شوف أتوقع أن تيم 11 نوركي كانوا يحاولون الظاهر أن يلعبون أجريسيف، ولا يعني عندهم 4 كيلز بس هما مركز 11 يعني. بالنسبة حق الشباب الباقي يعني 3 كيلز 4 كيلز بس. كارك الكارك مضايق جدا. هارد لك، هارد لك جد. لسه باول جيم، ما بدنا نستعجل على التيمات. اول جيم، اول جيم كارك، شدوا حيلكم. في تشانس. وحتى سولجر يعني بعد تقدرون تشدون حيلكم. الشباب سي تشيز، الشباب اللي ما حصلوا كيلز ممكن يشدون حيلهم يغيرون. اتوقع ان هذين الشباب اللي خلينا نقول من 16 وبيلو، اتوقع انتم عندكم يعني. انا بترك لكم النصائح يا جماعه، نصحوهم شنو ممكن يقدرون يسوون. هذا الشباب واضح انهم داخلين يبون ينافسون في هذه البطوله. واضح انه ممكن انلكي، ممكن اختلاف مستويات، بس بعد ودي اسمع نصايحكم صراحه، لان انا اتوقع لو انا في البطوله اتوقع اني بكون بعد ويا الشباب ذيلا. نصيحتي الصراحه لاي تيم صاعد، نصيحتي لاي تيم صاعد كداخل بطوله كبيره، ترى يركزون على وين هم الدروب زون مالهم. يعني يفضل انه ما يكون في نص الماب او قريب للمناطق الوسطى اللي في الماب، يعني على الاطراف مثلا، انه عشان يلوتون على راحتهم شوي شوي، يتمركزون مع الوقت ويروحون مع الزون ويرتاحون اكثر. عرفت علي؟ فما اتوقع اني يعني انصح التيمات اللي هي حابه انها تدخل حار بالحار اول جيم، يعني شوي صعب. يعني نفس ما شفنا انكا عندهم السكيل سيت انهم يتخطون هالبريشر، ان يلعبون سواء اجريسيف سواء باسيف، يلعبون على الفلانكات على الاغلاط، يعني قادرين، يعني عندهم المهارات. أيوة. التيمات الثانيه او نفس ما نقول تيمات الصاعده اللي ما عندها خبره او انها يعني توها اول بطوله، يمكن خايفه، يمكن انتبه شعور الخوف في البطوله، هذا شيء عادي. أيوة. ضغط نفسي عليهم، فان يلعبون شوي شوي يعني يهدون، يلعبون على الاطراف. عندكم الزونات متوفرة يعني عديدة، الزونات كثيرة في الماب، يعني يركزون على هالزونات اللي ما فيها وايد فايتات عليها. صح، يعني باختصار انت تقول لهم ونصيحتك لهم ان لعبوا سيف وابتعدوا عن أزازل. ايه هاي باختصار. يعني انت تتكلم عن 36 كيلز باختصار، يعني تتكلم ان شايلين نص الجيم، نص الجيم تقريبا. أيه شايلين تقريبا. ايه 36 يعني ابتعدوا عنا يا جماعة، ابتعدوا عنا شوية. ايه وصهيب، هل لاحظت ان في سبوت في الماب معين؟ يعني الحين مثلا قال سامي ان ابتعدوا روحوا على الاطراف، هل لاحظت ان في سبوت معين انا اذا ابي كلز بروح له؟ صراحه هذا الشيء ما تقدر تعتبره بالنسبه للماب بتاعته. هذا الشيء بيعتمد على مسار الطائره كيف كان، الدروبس بالنسبه للتيمات، عدد كميه ممكن الكلاش دروب نتكلم عنها، ولا ممكن كمنطقة هوت دروب التيمات ككوميونيتي بين بعض دائما متعودين على نزله فيها. نتكلم مثلا اوكي دائما يصير مثلا تحديات، ولا المنطقة تعتبر كهوت دروب وور زون ممكن يشهد فيها كميات بشكل جدا كبير، لكن هاي النقاط بتختلف بالنسبة للبطولة. يعني شفنا ببداية شدنا تقريبا لمدة دقيقتين، كنا نتكلم عن لعب ما في فايتات، انا وفليب لسه قاعدين نقول اوكي الوضع هادي. مرة واحدة تيم انكا يعني خلص هايلايت حرفيا بيرسبكتيت لسبكتيت على اساس. انا لاحظت ان انتم انصعقتوا من اول 5 دقائق تقريبا، انه يا جماعه انتم مو قاعدين تتسوقون في الماب، انتم فايتوا يا جماعه، تفايتوا يا جماعه. ومره واحده الوضع كل شوي صراحه، كل شوي ياب اساسا صراحه. كان الوضع شنو؟ ان شباب ناخذ بريك شوي، نطالع واحد مكمبر في بيت، بعدين أزازل حط له انتنس ميوزك وخلى يروح رامبو ينتقل. ففعلا كان الوضع جدا مغاير بين يعني
مثل ما قلتها وانت الموضوع ما كان جست نبض حق وايد أفرقة. في البداية توقعت ان الماب الاول او الجيم الاول يكون جست نبض، بس بعد كان في البداية رتمه جدا بطيء، بعدين انتقل الى الرتم السريع. زين انتوا في البداية بداية الجيم كان عندكم عنوان حق المباراة او المباراة الاولى اللي هي جست نبض، نهاية الجيم شنو عنوان المباراة الأولى اللي شفتوها قدامكم؟ تيم أنكر. حرب نفسي. حرب نفسية. حرب نفسي. ليش قلت حرب نفسية؟ أنا فضول. تيم أنكر. أنا شوف. يعني بس ليش حرب نفسية؟ أي واضح واضح تيم أنكر، لكن شوف في أي بطولة عادي تيم يكون مثلاً مش في الصدارة أو مش في التوب 8 في البطولة، لكن فجأة يكونون توب في الصدارة. طبعاً حين شفنا أول جيم شفنا جست نبض. وتيم أنكا طبعا كفوا عليهم ان عشان هم يدرسون، يعني هاي طبعا هي فترة دراسة، تدرس انت التيمات اللي حولك اللي قاعد تلعب معاهم، تعرف وينهم تحركاتهم، شو قاعد يسوون، شو يحبون يلعبون، شو ستايلهم، هل هم اجرسيف وايد، هل هم يلعبون على الفلانكات. لكن الحين ثاني جيم بيعتمد، وثالث جيم حرب نفسية، لان عادي تيم ما بين لك شو قدرات اول جيم، لكن ثاني جيم ثالث جيم يطلع لك طلعة مخيفة، يتغير الاسلوب. وانا يعني لو بنأكد يعني على فكرة إن مثل ما قلنا تيم أنكا هو يعني شفنا سطوة لهم كبيرة، بس هل تتوقعون إن الجيم الثاني لو شفنا نفس المستوى حق أنكا ونفس طريقة الإقصاءات، هل تتوقعون إنه بيكونون الإيرلي وينر؟ توقعون إني بس نعلق على أنكا كل جيم وكذا وخلاص ونطالعهم في التوب طول الثلاث أيام؟ ولا اعتمد على ثاني جيم صراحة؟ ثاني جيم ولا تحسون انه بعد اكثر يعني ممكن بكره نشوف ايرلي وينر مثلا؟ شوف لو الحين روانا اداء نفس اول ماب من تيم انكا، اتوقع يعني نقدر نقول بعد ثاني جيم انهم بيكونوا الفايزين صراحه. يعني انا اشوف يعني على هال الكونفيدنس اللي عندهم بصعب انك توقف تيم واثق من عمره، صعب صعب جدا يعني متمرن، باين انهم متمرنين مع بعض، وركز على طريقه تحركاتهم في الماب وين سووا روتيشن، يعني من بيك لماينز يعني في نص ثانية باين انهم متدربين، ف يعني صعب صعب انك انت توقف. وهذا الشيء يرجع حق البراكتس او حتى الانسجام بينهم. طبعا زين طبعا لو تكلمنا عن تيم انكا، التيم اللي بعده واللي يلي اللي هو التي تي في او تيتن كي، شنو اللي عليهم يسوونه؟ يعني لو احنا فرضنا الحين وحطينا في بالنا ان العشر تالاف ممكن قريبة وايد من أنكا، شنو اللي عليهم يسوونه إن يستبعدون هذه النظرية ويبهرون الجيم الجاي تيم التي تن كي أو التي تي في؟ التي تي في صراحة نشوف تقدر تقول تقريبا كمنافس لتيم أنكا، من ناحية عم بتكلم كأداء ممكن قدموه بشكل مجمل، محاولة تحصيل الكلات، عندهم أداء أجريسيف نفس الوقت زي ما قلت لك بيحاولوا يعتمدوا أغلاط غيرهم بشكل جدا كبير. لو شفت مواجهة وكان في تربص بشكل جدا ممتاز عند لاعبين تي تي في مع تيم أنكا، أتوقع تي تي في يقدر يجيبها بسبب استعجال عم بيصير عند تيم أنكا، فول أجريسيف بحت. يعني ممكن شوف على الرغم كل المهارات، على الرغم قديش أنت كنت برو بلاير وعندك حتى حذر، لكن أحيانا ما توصل لمرحلة الهايب جدا عالي ممكن تخسر شوي هالحذر ويأخذوا الخصم اللي ضدك كأدفانتج عليك. ومثل ما يقولون ان المركز الاول سهل انك توصل له بس صعب انك تحافظ عليه، واتوقع ان هذا الشيء ممكن يبين لنا في الجيم الجاي. الجيم الجاي جاهز يا جماعه، جيم 2 جاهزين، نبي نطالع الفرقه الثانيه، فريق كرك اتمنى انك تبدع صراحه، اتمنى انا طموحي كل واحد بس فريق كرك ابي بعدين انتم حاصلين كل واحد، هذه الاول اوبجكتيف لكم، وبالتوفيق حق كل الفرقه، واسلمكم الجيم عندكم الشعله، ابهرونا يا جماعه والافرقه ابهرونا. يلا يعطيكم العافيه، الله يعافيك. اكيد يعني احنا مستنيين الحماس من الافرقه ونشوف ايش يقدمون لنا اياه حاليا. يعني حتى انا وفليب اخذنا بشكل عام ايش ممكن يكون اداء بالنسبه للتيمات، فممكن نشوف تركيز بالنسبه على بعض التيمات الموجوده على تيمات اخرى، يكون في من عندنا مثلا انتظار ايش هالفريق اللي ممكن يقدر يقدم لنا اياه، ايش ممكن يكون حتى حيصير عندنا بروجكشن بشكل جدا سريع بالنسبه للتيمات اللي تكلمنا عليها، انه هذا التيم ايش ممكن يقدر يقدم فايت، ممكن انا وفليب نقول خلاص هذا التيم فايز، عرفت فليب؟ فهاي الشيء اللي ممكن نشوفه كمجريات تصير في الماب الثاني او في الجيم الثاني، الثلاث جيمات حتكون على نفس الماب، فخلينا نشوف ايش ممكن يكون اداء التيمات. توقعات صراحة حتى على الجيم الثاني أحط على تيم أنكا من ناحية أداء الأجريسيف، بس الفوز بشكل عام مركز أول أحط تقريبا بالنسبة للتي تي في. إيش رأيك؟ أنا معاك بالتصويت صراحة.
صح، لان هم التيمين اللي بينوا لنا يعني نفس ما تكلمنا عن موضوع الاول ماب، بينا انه مو بس كمان اللعب على الاغلاط او اللعب الباسف اللي هو حيفوزك دائما، طبعا اللعب اللي هو مرات بدك تعمل فيها اجرسيف بلاي، عرفت علي؟ وان شاء الله يكون واضح بهالجيم. بالضبط، خلينا نشوف ايش ممكن التيمات تقدم، كيف ممكن يكون الاداء. لكن على بدايه فليب حتكون بس مرحله لوت انه بالنسبه للتيمات ككل، فخلينا نشوف. طبعا نفس ما لاحظنا الجيم الحين عباره عن باسيف على لوتينج شوي، انه يستجمعوا شو ما عندهم الامو والارمرز، نفس كمان الكاش ماني. طبعا لازم يكون شوي ها دراسه، هلا الحين هالوقت وقت دراسه، وقت انك انت تعرف شو الخصم اللي حيسوي، شو حيسوي، بدك تدرس انت شو نقاط ضعف. طبعا شايفين فايت هون، شايف يعني فايت خفيف، اغلاط يعني مو مفروض تصير اول الجيم، وحيفنش طبعا جون ويك حيفنش على من اول الكلات بالجيم. طبعا يعني هالاغلاط مو مفروض تصير بهالجيم. طبعا هلا لازم انك انت تركز تجيب كلات، بس بدك تلعب على الاغلاط، بدك تركز على التحركات، بدك تركز ما تكون بالاوبن، تركز شوي انك تكون ها هادي شوي، دراسه، بعدين شوي شوي تعمل زون كنترول وتتحرك وتعمل اجريسيف فايتس وتمسك على اغلاط غيرك. طبعا نفس ما شايفين الحين جون ويك جاب لنا احلى كل بالبدايه، طبعا فنشوا طبعا على طول، وهلا حاليا يعني ما بنشوف تحركات خفيفه لطيفه، يعني شوي هون لوت هون يمين يسار، ما شاء الله عليهم. يعني شايف اللعب شوي ها قاعد شوي شوي قاعدين يعملوا بيلد اب للحماس وبيلد اب للايكونومي تبعهم، من ناحيه كالوت، من ناحيه كاش ماني، ويمكن يكون في منافس لتيم انكا قريبا بهالجيم. نشوف يعني نتائج جديده عن اول جيم اللي شفناه طبعا من تيم انكا، اللي كانوا داخلين بحماس رائع جدا، وشفنا كل على شو ستوبر. انلكي صراحه، يعني حاليا شوي شوي ها عم نشوف في نقص في التيمات اللي موجوده، ونقص في الممبرز. ف 13 تيم احسهم سريعات صار. فليب سريعات. شفنا يعني شفنا طبعا اغلاط اغلاط يعني ما المفروض تصير. يعني شوف اخوي لسفر، يعني مغرات ما المفروض تصير باول الجيم، لانه كمان نفس الوقت بدك تعرف انت مين عم يعني مين بدروب زون معاك بالمنطقه اللي انت الفلانيه اللي عم تطيح فيها. يعني شوف الاغلاط هاي مو مفروض تصير، يعني لازم تكونوا مع بعض، لكن تعرفوا يكون عندكم اويرنس، استعداديه تامه انه تعرف انه معاك حد بهالمنطقه هاي. طب فليب من وجهه كبرو بلاير بس اكس او منطقي، ايش العامل الرئيسي؟ في الزون، في الزون اكيد حتكون صعبه صراحه على التيمات المناطق الشماليه والغربيه، لكن خليني اسالك السؤال، اثبات الشخصيه بالبوزيشن اللي انت تنزل فيه، بالمنطقه اللي انت تكون فيها، اللي انك انت تحافظ عليها. يعني احيانا مثلا نشوف عناد من تيمين يكونوا على نفس منطقه النزول ويحاولوا يستمروا بالفايتات، مع انه تيم عم بيتم اخصاؤه اكثر من مره. خلينا نتكلم مثلا من ناحيه، نقول اذا كانت على ليج بلاي، ليج بلاي باخذ تقريبا عم تحكي على مده اسبوعين كمينيمم، فاقصائك اكثر من مره بنفس المكان، هل انت بتشوف وجهه نظرك انك تضلك مستمر من ناحيه انه انا حاضر انزل هالمنطقه، ولا اغير نزلتي واترك شوي من عندي ممكن كاثبات الشخصيه جدا قوي، واحاول اجيب اثبات شخصيتي من ناحيه نقاط اعلى من ناحيه الليدر بورد؟ اثبات شخصيه على المنطقه، انا يعني بشوف صراحه اثبات شخصيه انه انت عم تتدرب شوي شوي كل جيم عن جيم، انك انت بدك تاخذ كنترول تام، بس بدك تاخذ كنترول بذكاء، يعني ما انك انت تركض بالاوبن وتدور على الخصم يعني بمناطق معينه، مثلا منطقه سبن مثلا انت نازل هالمنطقه ومعك تيم، ما حد دورهم بالاوبن طبعا، يعني بدك تكون بنت مركز ببيت مكان معين، انك انت تحاول تشوف تكون سايلنت اس بوسيبل، بس انك انت تعرف اوكي في خصم بهالمكان المعين، حسبت شخصيتي انه اعمل له فلانك مثلا، عرفت علي؟ اصدمهم، بس مو انه اركض بالاوبن مثلا، يعني ما اكون مكشوف، ما العب على المكشوف، عرفت علي؟ فاثبات الشخصيه مهم جدا، انه انا بشوفه احسن.
بالضبط. نشوف التيمات ايش حيكون أداها، ايش حتقدر تقدمني. عارفين 17 تيم فليب لسه العدد عم بيكون بتناقص مستمر، ما عم نشوف اللي نقدر نقول شويه الجابس شهدناها باول جيم من ناحيه اقصاء التيمات او حتى ان كانت اقصاء كانديفيديوال بلايرز من التيم. فممكن هذا الجيم عم بيكون اندفاعي من التيمات اللي كانت في عندها نقدر نقول تذيل بالليدر بورد، كان في شويه تخلف من ناحيه الرانكينج عامه. هل هذا الشيء ممكن ياثر على التيمات؟ كانت حاسس صدر لكن ردة فعل يكون في هنا إقصاء بشكل جدا سريع. فايتات عم نشوف، مهارات عم نشوف حاليا من عند اللاعب فينس، إقصاء تم على اللاعب الآخر، وكيف ممكن تنتهي بشكل مجمل. صراحة أنا هالجيم أتوقع أحداث كليا مغايرة، هالجيم ممكن يكون في أشياء كليا غير. تومي جن سلاح الاس ام جي اللي أحسه مفضل بشكل جدا كبير لأغلب اللاعبين على نطاق واسع إن كانت إيش ما هي الباتل رويال جيم. فهاي النقاط حاليا اللي عم نشوفهم عند اللاعبين، اعتماد على سلاح الاس ام جي بشكل جدا كبير أغلب اللاعبين. نشوفهم بأسلحة اس ام جي هنا، سبراي عالية هليكوبتر، لكن الانسحاب هيكون من بوزيشن، محاولة ضمان رانك أفضل. وأكيد نقدر نقول ثلثين المراجل الانسحاب يكون في بعض الأحيان اللي تحاول تقول خلي لي التنافس الآن. أوكي أنت حاليا ممكن تكسبني بأدفانتج من ناحية اليوتيليتيز عندك أفضل، سلاحك أفضل، بوزيشنك أفضل، لكن بالنهاية أنا هغير البوزيشن وهحاول أعتمد على مهاراتي إني أخذ السيطرة من ناحية البوزيشن بكون موجود فيه. وسبراي هاي والاستقصاءات بتكون من تيم سارت، عندي ذا جريت عم بيحاول يسيطر في البوزيشن واقصاءات عم بتكون مستمرة بشكل جدا جبار. هل ممكن نشوف تمركز رائع من عند تيم سار اللي حاليا عم نشوفه صراحة بإبراز رائع من ناحية الهايلايتس؟ لكن هون أو سوري على أوكي الهايلايتس عم نشوفها 16 تيم متوافقين 50 لاعب سبراي عالي، لكن بيتم الرد عليه بشكل جدا سريع وإقصاء يكون على أحد لاعبين السار واستمرارية باقي التيمات الأخرى اللي عم بتكون متواجدة. 16 تيم ولسه العدد التنازل نقدر نقول للوقت اللي بيكون للبلاي زون اللي حتجبر التيمات كاملة على التحرك. لحد الآن البلاي زون عم تخدم منطقة الريزورت الكابيتال باور بلانت والسبين بشكل جدا كبير، خصوصا خلينا نتكلم عن منطقة الفيلدز اللي تعتبر كأكثر نطاق زون موجود في المنطقة واللي حيكون ممكن عنده إجبارية التيمات كاملة على التوجه إلى داخله. فعرضة جيت كيبينج تكون في المناطق الشمالية بالنسبة لمنطقة الفيلدز حتكون جدا كبيرة فليب. يعني لا تنسى كمان عندك الفيلدز يعني مثل هوت زون موجود بالماب بالضبط، مثل ما عندك أنت كمان ماينز وبيك، فهي يعني تعتبر مناطق هوت زون، والزون راح يتمركز بالأخير على طاق رونز. كمان يعني بدك تعرف، شوف الجيت كيبينج حيكون شوي صعب، لأنه شوف مو صعب كتير بس حيكون في صعوبة شوي، لأنه الزون عم يتمركز في زاوية مو بالنص، مو يعني بمناطق وسطى، بمنطقة يعني تحت على اليمين بالزاوية، فحيكون صعب شوي جيت كيبينج من ناحية إذا في تيم أوريدي نازل. يعني نفس ما تكلمنا عن وين بدك تعمل دروب زون بالأطراف، يعني إذا في تيم جاهز وأوريدي يعني عامل لوت ومستني تيمات لتوصل عندهم بمنطقة اللي هي الكابيتال والرونز، فيعني حنشوف فيه شوية صعوبة يعني بالجيت كيبينج من هالناحية. اوكي خصوصا بالضبط النقطة يعني التوجه، لكن خلينا نشوفها من عند الجوز زياد عم بيحاول يسوي هولد من ناحية البوزيشن يتصدف فيها لكل تقدمات اللاعبين او القسم اللي عم بيكون ضده. على خلاف ذلك عم بيكون في عنده حتى محاولة بحث عن اللاعب تيم صار عم بيحاول يأدي، لكن البر والإقصاء اللي بيكون على اللاعب ذا شو سبورت وإقصاءات بشكل جدا سريع. جوز زياد من إكسير اتوقع او إكسير جدا صراحة التمركز جدا حلو. الهورد اللي عم بيكون في نقدر نقول في الكومباوند والهاوس بيكون بشكل جدا رائع، حيتصدر كل التقدم لاعبين الفوقة. ونشوف عند اللاعب جون ويك صراحة اسم ان شاء الله يكون على مسمى جون ويك، معروف باللعب خلينا نقول individual skills جدا عالي عند جون ويك، لكن هل حرفيا بس ما شفنا بداية الجيم بالضبط. ممكن هون نكون للنهايات بالنسبه اللي قاعدين يقدمون لنا اياه، 16 تيم ولسه عم نشوف 47 لعبه. اتوقع حاليا وصلنا شكله لمرحله الكاب من ناحيه الكيلز، على خلاف الفايتس اللي عم بتكون موجوده ممكن الريفايف عم بيكون بشكل جدا سريع للاعبين، عم بيحاولوا يحافظوا على كثافتهم العدديه بشكل جدا ممتاز اللي يقدروا فيها يستمروا من ناحيه الجيم. لكن ما بعرف ايش الجمب اللي عم يتم عند لاعب جون ويك. اوكي والباراشوت حاله وصول الى اللود اوت دروب، وهنا اتوقع ممكن نتكلم بالنسبه للتيمات اللي عم تكون في عندها سباقيه وصول اللود اوت دروبس حتكون عندها ادفانتج من ناحيه الويبنز. دائما نتكلم من ناحيه الدروب كريتس ولا اللود اوت دروبس بيكون فيها كسلاح تقدر تقول عم بعطيك ادفانتج على الخصم الاخر، سلاح بيكون ان كان كدمج عالي ان كان كاكيوريت عالي ان كان فيه شيء بيعطيك
كسبيشاليتي زيادة بالنسبة للأسلحة الثانية اللي أنت معتاد عليها تلاقيها في الماب بشكل جدا طبعًا. سريع. فهل جون ويك ممكن يقدر يستفيد؟ وعم نشوفه أصلاً حامل بيستل فليب. يعني حالياً أنا ما بشوف الصراحة أدفانتج لجون ويك ما أنه لحاله هلأ صار سولو وتم الإقصاء على تيمه كامل. فيعني بشوف شوي أنه البقاء للأقوى لو ندر نقولها بهالسيناريو. لكن لاحظ على تيم إكسير، لاحظ على تيم كمان SAR. يعني أنا عم بشوف في لعب صبر، يعني في صبر في اللعب، في ناس عم بيدوروا إنه ياخدوا كنترول مناطق معينة بطريقة ذكية جدا. يعني هذا اللعب حلو، اللعب كتير حلو، وفي فايتات عم تيجي من الطرفين، هي الفايتات اللي هي ذكية كمان، في أجريسيف، في ريسكي، وفي كمان هداوي باللعب. طبعا نفس ما شفنا بأنكا عم بياخدوا فايتات شوي أوفر أجريسيف، لكن هون عم نشوف أجريسيف مو يعني بالذات تكون كونفيدنت، لكن يعني فايتات هيك انه اوكي عارفين انه في ناس حيعملوا فلان اوكي حيمسكوهم. يعني في 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 اشياء، في رياكشن على الجيم. هذا اللي بحب اشوفه. صحيح. بحب اشوف من ناحيه تكتيكيه، من ناحيه ذكيه، هاي الاستراتيجيه هاي انا كثير بحب اشوفها. خصوصا عم نشوف يعني تيم اكسير او اكس اير وتيم عم نتكلم كمان عن لاعبين السار بحاول يثبتوا فاينس بشكل جدا جبار صراحه. عم يكون في عنده تمركز هون وكل هيلاب اكيد هتم او الريفايف اللي عم بيكون متواجد للتيم ميتس. لكن صار دخول عم نتكلم تقريبا عن نفس السيناريوهات اللي ممكن تبت في بدايات من عند تيم انكا. عم نتكلم عن خصم ممكن يكون منافس صراحه من بعد هالجيم، لكن لحد الان ظاهرين زيرو كيل. يعني شفناهم فايتات كبير، ما بعرف على الريفايف عند تيم بالنسبه لتيم الخصم هل ما عم بيكون في تاكيد للقتله اللي عم تصير ولا لا، منتظر تحركاتهم، منتظر تواجدهم وكيف ممكن تكون باقي التقدمات بالنسبه للاعبين تيم سار وصولا اكيد للنهايات. 15 تيم بيكونوا مستمرين، 49 لاعب على استمراريه العدد التنازلي بالنسبه للوقت باجباريه تيمات كامله من خارج نطاق الزون من الوصول والتواجد داخل نطاق الزون. فهاي الامور اللي ممكن عم بتشكل شويه ديفرنسز بين التيمات، عم بتحاول تشكل شويه ممكن صعوبات على التيمات في المناطق الشماليه والمناطق الغربيه. لكن خلينا نشوف التكتيك كيف ممكن يقدروا يتصدوا لكل هالتقدم اللي عم بيتم، ايش ممكن يكون ادائهم صار حل لحد الان برصيد الاثنين كل، او اتوقع هو عم ببين اوكي لكل لاعب عدد الكلات اللي بتكون موجوده. فا اوكي شوف فليب، احنا عم نتكلم بالنسبه للجيم اللي راح فقط اللاعب ازيل اللي كان عنده 9 كلات مو كتير مجمل، فعم تكون اوكي يعني it makes sense من تتكلم عن التيم كما يكون 36 كل. فاتوقع كانت جبريش بشكل جدا جبار عند تيم انكا على خلاف حاليا الاداء اللي عم بيقدمونا يا لاعبين تيم سار اللي عم بيحاولوا يحصلوا فيها كلات بشكل جدا كبير. رحله البحث حاليا عن اي انمي ممكن يكون موجود والحذر واضح من ناحيه محاوله البحث عن الانميز، وكمان عم نشوف التراغم بالفريق. يعني لاعب بدخل بيطلع الثاني بيامن له الكفر بيامن له ظهره، انت زي ما تقول خلاص دخول من اليمين من اليسار هيك عم نعطي فيها كفول سكاوت بالنسبه لهالمبنى ولا بالنسبه لهالهاوسز اللي عم بتكون متواجده في نطاق هالكومباوند. ايش رايك حاليا باللي قاعد يصير بالنسبه للجيم؟ ايش يعني هل عم بتشوف ممكن يكون في عدد كبير داخل نطاق الزون على الزونات الاخيره، ولا ممكن نشوف نفس اللي شهدناه في الجيم الاول كثلاث تيمات فقط؟ الصراحه الفرق بين اول جيم وهلا هالجيم الحالي صراحه، يعني على قولتك انت سالتني السؤال الفرض الشخصيه، يعني انا عم بشوف كثير تيمات عم تفرض شخصيتها، بالذات تيم SAR فرضوا شخصيتهم على المنطقه اللي كانوا محتلينها وكانوا مسيطرين عليها ومعاملينها ديفند بشكل كثير ذكي وكثير حلو. لاحظ تحركاتهم مع بعض، التحركات كانت جدا ذكيه ومدروسه، يعني واضح ان هم متدربين. يمكن ما عم بنشوف اللي هو طبعا كيف بقول لك الاوفر كونفيدنت او الواثقين من نفسهم كثير، لا يعني عم بنشوف لعب استراتيجي، انا هذا اللي عاجبني. عم بنشوف جيم مختلف جدا عن اول جيم، جيم مبين انه شوي حيكون اطول من الجيم الاول، مو كتير اجريسيف لكن كتير في تلاعب تيمات، في فايتات، في نوك داونز، بس ما في فينيشز، في عم بيحاولوا يعملوا فلانك بس مو قادرين. هذا اللعب الحلو بالضبط، وهذا الشيء اللي احنا قاعدين نشوفه حاليا من عند التيمات، التحركات، حتى بنشوف التيمات عم تحاول تستغل الهليكوبتر بشكل جدا ممتاز بوصولهم بشكل سريع الى داخل نطاق الزون. هذا الشيء ممكن عم بعطيهم ادفانتج. لكن حاليا عم نتكلم عن لاعبين الديفل سلاير
متواجدين خارج نطاق الزون حتكون عندهم اجباريه اكيد من الوصول الى الزون، فكيف ممكن يقدروا يستفيدوا؟ نشوف حتى بالميني ماب اللي عم تظهر فيها اماكن ممكن الشوب اللي يقدروا يشتروا منها، عم تبين كمان اكيد عندنا كل لاعب وقديش عنده فلوس وكيف ممكن يقدر يستفيد، على خلاف اكيد الفري لوت اللي عم بيكون موجود في الماب. لكن السبراي بيكون جدا عالي عند اللاعب فاينس اللي بيكون برصيد الاربع كلات حاليا يقدر يسجلها، وشفنا اداء جدا جبار عند اللاعب فاينس من ناحية ضغط الاعتماد، ثبات ايم عم بيكون جدا رائع والضغط عم بيكون مستمر اكثر واكثر. خلينا عم نتكلم عن لاعبين الاكسير اللي بيكونوا متواجدين في هالبوزيشن متمركزين بشكل جدا جبار. اكسير عم بيكون عندهم صراحه انطلاقه حلوه. خلينا عم نتكلم من ناحيه يعني شوف اكسير هم ما بعرف الزير اسمهم اتوقع او اكس اير، وتواجد اللاعبين السار هالتيمين عم بيحاولوا يبرزوا، هالتيمين عم بيحاولوا يلعبوا اتوقع اسلوب كليا مغاير. خلينا نكون صريحين، الجيم اول ما شفناهم بتاتا هالتيمين من ناحيه ادائهم ولا ظهروا ابدا على السبيكتيت من ناحيه المواجهات، لكن هالجيم عم بيكون عليهم تركيز بشكل جدا كبير فيهم. تركيز جدا كبير، واضح واضح الكنترول اللي عم بيحاولوا يسووه، حولوا من الروف الى منطقه البيوت هاي، عم بيحاولوا انه ياخذوا انفورميشن اكثر. يعني لو تركز انه كمان كان عندهم ديفل سلاير كان عنده انفورميشن، لكن بدوا انه يغيروا منطقتهم عشان ما انه لو ضلوا بنفس المكان كان عادي يصير لهم فلانك ممكن من ثلاث تيمات. فواضح مبين عندهم اللعب، واضح التغيير في الروتيشن عندهم. صحيح، يعني خصوصا من التيمات اللي عم بتحاول، خصوصا على اللاعبين الاكسير اللي عم نشوف محاولة دخولهم ليت انتري للزون، عم بيحاولوا يلعبوها على اطراف الزون تماما، ما عم نشوف عندهم توغل بشكل جدا سريع لداخل منطقه الزون. هذا الشيء اللي ممكن عم بعطي ادفانتج لهم. شوف حتى الاستقبالات اللي بتتم، يعني بيحاولوا يحطوا التيم بوضعيه عنصر مفاجاه، صعب انك يكون في عندك محاوله رد فعل، صعب يكون في عندك محاوله تصدي بالنسبه لهالسبراي ممكن تكون موجوده من عند لاعبين يصير. حاليا رصيد الكلات اتوقع لسه عم بيزاد اكثر واكثر، اربع لاعبين عم بيكونوا متركزين هاي جراوند كادفانتج بالطابق الثاني من ناحيه البيت، عم بيحاولوا يضغطوا على اللاعبين بيكونوا متواجدين داخل نطاق الهانجر سبراي عادي اخرى ممكن تكون كفرصه ممتازه لهم. هارد بوش تمت الاجتماع، هالتيم اللي عم بيكون متمركز داخل نطاق الهانجر اكيد عم نتكلم عن رصيد كلات حيزداد بشكل جدا كبير، لكن التيم عم بيحاول يلعب اجريسيف زي ما تكلمنا. هل ممكن يستمروا من ناحيه تقدماتهم او هل ممكن يكون في عندهم روتيشن كليا مغاير للوصول داخل نطاق الزون؟ هاي النقطه حاليا اللي عم نشوف محاوله اعتماد بعض التيمات عليها. ديفل سلاير 70 تحركات من البيت لخارج البيت، عم بيحاول يحصل انفورميشن ممكن على تغيير من ناحيه كولز عم بتتم عند الاي جي ال، لكن النهايه كيف ممكن تكون، كيف ممكن تكون متواجد عندهم فوقه جون ويك اربع لاعبين فول سكواد عم اتوقع تم الريفايف بالنسبه للاعبين لانه شفناك اخر لاعب بالضبط اتوقع في ريفايف تم عليهم. حاليا عم نشوف عند اللاعب جون ويك كلين اللي كان اوريدي برصيد اتوقع زيرو بوينتس، لكن واضح من ناحيه محاوله استقبال اللاعبين محاوله تحصيل كيلز اكثر على التيمات اخرى عم بتكون متواجده. وصولا الى 12 تيم ب 33 لاعب فقط عم بيكونوا متبقيين، فايش ممكن الاداء اللي نقدر نستناه من التيمات كامله عم بتكون حاليا في هالجيم على محاوله وصول مناطق الشماليه تقريبا الشرقيه اللي عم بيكونوا متمركزين فيها، على خلاف التيمات الاخرى اللي عم بتكون تقريبا في مناطق نقدر نعتبرها غربيه من ناحيه البلاي زون. لكن النهايات كيف ممكن يتم فوق جون ويك؟ ونشوف عند لاعبين الاف ار كيو ان اللي عم بيحاولوا يحصلوا به الريدر على تواجد اللاعبين الاخرين، ويظهر عنده لاعبين على السريع عند اللاعب جون ويك. هل ممكن هاي تعطيك ادفانتج من ناحيه تقدم ثلاث لاعبين؟ وعم نشوف اتوقع في كول عم بنعطى من التيم الخصم انه اوكي في عم بسمع حركات، في عم تقدم ممكن يكون موجود، محتاج موازر، محتاج السبورت اللي يقدر يساعدني، فكيف ممكن يقدروا يتصدوا لهالتقدم اللي عم بيكون من عند جون ويك والتيم اللي فوقه بشكل عام؟ يعني حاليا عم نشوف تيمين اللي كثير عم بيلعبوا مع بعض، تيم فوقا وتيم اكس اير، شايفين تحركات اللي هي تحركات جماعيه، عم بيروحوا على زون ثاني، عم بيدخلوا مع بعض، عم بيحاولوا انه ياخذوا انفورميشن قدر الامكان مع بعض. فانا شايف كثير تحركات حلوه من التيمين بالذات اللي هم اكس اير وفوقا. طبعا معانا تيم هون اللي هو تيم فينس، طبعا بغض النظر عم نشوف في تحركات اذكى بهالماب، يعني عم نشوف هالتيمات عم بيتحركوا وعم بيحاولوا كل واحد يشوف مين حيلي يغلط ومين اللي حيموت الاول. لعبه اغلاط هلا، يعني عم نشوف لعبه حرب نفسيه حاليا نفس ما تكلمنا عليها باول الجيم. يعني فليب حتى شوف خارج نطاق الزون عم بيلعبوها ليت انتري واضح، تيم الاكسير والديفل سلاير طبعا ما عم بيكون في عندهم دخول استعجالي، ممكن هذا الشيء اعتمادا على الضغط اللي تم عليهم في الجيم الاول. عم نشوف طبعًا عم بيحاول يكون في عندهم حذر بشكل جدا كبير. متكلم عن اللاعب جوست زياد الاكسير
رصيد 8 كلات لحد الان عند لاعب وحيد، فالتيم عم ببرز، التيم عم بيثبت نفسه، واتوقع المنافسه عم تشد اكثر واكثر بين التيمات الكل، وخصوصا حاليا ممكن نتكلم عن اكثر من منافس اللي عم بيحاول انه يكون موجود ضد تيم انكا اللي برز بشكل جدا كبير. ف يعني خصوصا خلينا نكون واقعيين، التيمات كامله عم تكون موجوده، انت تطلع الليدر بورد تتكلم عن 39 كل عند لاعبين تيم انكا، يقول لك لا انا ليش خلنا نزيد المنافسه، خلنا نزيد الردم اللي عم بلعب عليه، ما ناقصني شيء ابدا، وهي نقطه اكيد حتكون عند الكل، وردت فعل تكون جدا جباره عند اللاعب كوز زياده، يكون فيها اقصاء بشكل جدا سريع، ثبات مستوى عم بيكون عند لاعبين الاكسير بشكل جدا جبار، ان كان من زياده رصيد الكلات، ان كان من تحركات ليش انت الى داخل نطاق الزون، وهون عم نشوف حتى عند اللاعب بريان ونفس تيم الاكسير اللي عم بيحاول يستقبل فيها اللاعبين اكثر واكثر، والضغط اللي عم بيتم على التيمات من خارج نطاق الزون ممكن تكون كبدايه محاوله كيك كيبينج تيم على اللاعبين من خارج نطاق الزون، لكن لازم التحرك يكون سريع، مسافه اوكي قريبه الى داخل نطاق الزون، لكن ما بتعرف انت اوريدي بالنسبه لتيم الاكسير هل ممكن يكون في تيم اخر عم بيكون على محاوله استقبال، على محاوله تربص للتيمات كاميرا من خارج نطاق الزون، وكيف ممكن تكون النهايات بالنسبه لتيم الاكسير. هاي نقاط حاليا اللي اتوقع اغلب التيمات عم تحاول تعتمد عليها، وبالاخص على لاعبين الاكسير، تحركات سريعه، تناغم الفريق، عم نشوف اللاعبين ما عم بيلعبوها على سروات بتاتا، عم بيكون في عندهم اعتمادا على دفاع النفس كامل بين الفريق بشكل جدا كبير، وبالريدر ومحاوله تحصيل انفورميشن لتواجد اللاعبين اللي عم بتكون عليه من عند تيم سكار فور، والتوجهات اللي ممكن تستمر اكثر واكثر هون بري فاير، ممكن تستمر هالاقصاءات، ممكن تكون بشكل جدا كبير، لكن على محاوله تحصيل انفورميشنز وانتظار وتربص، وبيكون في عندنا هدوء من ناحيه دخول الزون، على خلاف بعض الدمج صراحه اللي عم بيتم عليهم من البلاي زون، لكن ما اتوقع انه هالدمج عم بيكون كبير اللي عم بياثر على نفسيه اللاعبين من ناحيه الضغط، يعني خلاف انه وايت اخر ممكن مع التيم، لكن هون سبراي عليه، وخلينا نشوفهم عند اللاعب ذا شو استوفر، وحرفيا وقف الشو كامله بالنسبه للتيم الخصم، وعم تكون الاقصاءات مستمره وتاكيد الاقصاء اللي عم بيكون موجود سلام. حاليا فريان اثبت صراحه تواجده في هالبوزيشن، تيم الاكسير بشكل عام مستمر بزياده رصيد الكلات بشكل جدا كبير، عم نتكلم عن التيم حرفيا ما عم بيكون في عنده توقف بتاتا، لا من ناحيه تكتيكه باللعب بدخول الزون، ما عم بيكون في عنده استعجال حاليا، تقريبا يعني شرفنا على الوصول الى نهايات الزون تقريبا بالنسبه للجيم الثاني، ولكن لحد الان التيم مستمر بلعبه بالليت انتري بحت الى داخل نطاق الزون، اللاعبين بانديفيدوال سكيلز جدا عاليه، ولكن بنفس الوقت عم بيكونوا كامله بنفس اسلوب اللعب والاستقبال اللي عم بيتم، بري فاير عم بتكون متواجد بشكل جدا ممتاز من عند اللاعب ريان، ومحاولات الاقصاء اللي ممكن تزداد اكثر واكثر على التقدمات عم بتكون متواجده من عند اللاعبين الاوكرانيين، لكن حاليا عم نتكلم عن لاست تو بلاير سرفايفنج اللاعب ريان واللاعب جوز زياد دو فقط برصيد كلات جدا عالي قدروا يسجلوه، ايش ممكن يكون ادائهم لنهايات الجيم، ونشوف من عند اللاعب جوز زياد برصيد 10 كلات، وصراحه اثبت تواجده من ناحيه الاداء اللي قدر يقدم لنا اياه من بدايه الجيم وصولا حاليا الى هالمركز اللي عم بيكون فيه، عم نتكلم عن التوب 5 منافسه على المركز الاول، وما عم بتكون سهله بتاتا، هون ممكن تكون جبار لكن ما كانت في ثبات الايام الكافي، وهون السكار استقبالات عم بتكون فايتات عم بتكون بشكل جدا كبير، والتوب 4 واستمراريه المنافسه على المركز الاول، فليب نهايات كليا ما عم بتكون متوقع لبعض التيمات المتواجده، اداء ريدم بلاي ستايل عم بيكون كليا مختلف بالنسبه للجيم الاول، ايش رايك باللي عم بيصير؟ انت فاضي بشكل جدا الصراحه ما توقعت انه الجيم حيكون هيك مطول، يعني الصراحه للامانه يعني انه شايف تحركات ذكيه، لكن انلكي بالنهايه، يعني شايف هيك تحركات ذكيه طبعا، تحركات جدا استراتيجيه طبعا بالذات من تيم اكس اير، لكن حاليا عم نشوف كمان انلاكي كيلز بالذات كمان من ريان لاست مان ستاندينج من تيم فنس، طبعا نفس ما لاحظنا يعني تحركات انلاكي، نفس ما تكلمنا عن الحظ، صراحة انا بشوفها حظ، سوء حظ، الزون مو طبيعيه، كانت محاوله صراحه حلوه من عند اللاعب ريان، لكن خلص طبعا تواجدهم بالمركز الثالث والتوب 2، خلينا نشوف التوب 2 مين اللي حيكون حاصل على الفوز، توب 2 طبعا انكا المركز الاول، مين ممكن يقدر ينهيها؟ تي تي في، تكلمنا عن التي تي في صراحه، يعني قلت لك حيكون اذا تم على نفس اسلوب اللعب الجيم الثاني حيكون باسم التي تي في، وابدا قدر يجيبها بذكاء تروي اسلوب شفناه مشابه، عبد الله متحمس شوف على السريع داخل بالنسبه انا والله يا اخي معليش بس توقعت ان انكا صج مثل ما قلت لنا يسطون يتسيدون، وفعلا الوضع صار كله انلكي لهم ونهايه يعني بدايه الجيم انلكي، نهايه الجيم انلكي، اتوقع سامي قال انلكي وايد، فاتوقع ان عنوان هالجيم انلكي صراحه، وانس ان اكسبكتد صراحه بس انا اكسبكتد نعم تي تي في
كان صراحة محل الثقة والتنافس كان فيها من البداية. ياب ياب، وهذا هذا شيء بيعطينا بيرجع لنا الحماس، بيرجع لنا المنافسة أجين. في البداية كانوا أجريسيف أنكا، الحين رجعنا تي تي في خذوا المركز الأول، فواضح واضح واضح إن لا إحنا موعودين صراحة ببطولة شغل عادل. يعني لا تقول إن خلاص بتنحسم من البداية، وهذا يعزز على كلامنا في البداية إن إحنا قلنا يا جماعة ترى باقي أجيا وايد، يعني عادي نتوقع ان صحيح. حتى اللي تحت التوب 10 ممكن لكم شانس ترى. ويا اخي والله ودي صدق اترجى، انا ودي اترجاهم كل الافرقه والله صدق، خذوها بجديه، اخذوا الموضوع بجديه. اوكي لا تظن انه خلاص بعد تاخذ الوضع ترول وانه انا بادش اجريسيف بلعب، لا 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 لا، لازم يكون مخك صافي ثلاث ايام عشان انك ممكن انك توصل، انت ما تدري شنو يصير بعدين. حط في بالك كل التوقعات انه ممكن تصير، ومن احد التوقعات هذه انك تكون من التوب 3. فتحليلكم يا جماعه، تحليلكم انا صراحه شفت ان الوضع كلش غير متوقع، وهذا شيء حماسني وايد وايد حماسني. يعني انا تحليلي الصراحه يعني نفس ما تكلمت في الجيم، ان تحليلي الصراحه شفنا جيم مختلف جدا عن اول جيم. اول جيم كان عباره عن شوي صبر في البدايه، لكن عقب صار الفايتات صارت من نص الراوند الى اخر الراوند. لكن حاليا شفنا الجيم من اول لين اخره شوي طول، شفنا في تحركات ذكيه، يعني شفنا في كنترولات وايد ذكيه في الجيم، شفنا تيم فارض شخصيته، يعني بالذات فارض شخصيته قاعد يسوي ديفند على الزون ماله، على المكان ماله، قاعد يسوي فلانكات صح، قاعد انه يستمر انه يلعب بريشر، قاعد يمسك تحركات، ياخذ انفو، يغير مكانه لانه مكانه مكشوف. شفنا فيه لعب ذكي. يعني عنواني للجيم بعد كان انلكي في النهايه، يعني كان انلكي صراحه. شفنا كلات ما شنو اي هذه الاغلاط 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 الاغلاط. انا هذا الشيء اللي خلاني انا اقول لك انا ترجاهم انه لا فوكس 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 يا جماعه، الأغلاط هذه لازم ما تصير، خصوصا في بطولة عليها برايس بول جدا عالي. انت حرفيا صحيح. انك كأنك قاعد، يعني حرفيا انت قاعد تعطي جيف اوي بوزيشنز، جيف اوي يا بوينتس حق الخصم، واللي هي بتترجم بعدين بدولارات. فانتبه حق روحك. وحاب مسامحني يعني ان اقول شغلة، ان ترى احنا ساعات نتأخر عليكم يا جماعة، ونشوفونا ممكن نطول في التحليل، بس ترى سيرفرات كود قاعد نشوف انه مو اوكي. يعني حتى حطوا هم عندهم في السوشيال ميديا ان السيرفرات تعطلت فترة معينة، خصوصا في الجيم الاول تعطلنا شوي، فسامحونا يا جماعة، احنا ودنا ان ندش، انا ودي اتحمس ابطال الجيم الثالث شنو ممكن يصير. وتتوقعون يعني سهيب، تتوقع انت يعني ان الجيم الثالث بعد نشوف اسم جديد؟ يعني حنشوفنا تي تي في انكا اسم جديد غير كرك مثلا؟ شوف انا مش انت مصور كثير بالنسبه للتيم كرك، احنا بنعطيهم سبيس صراحه، بنحاول نقدم افضل ما عندهم، اتمنى اكيد كل التوفيق لجميع التيم. لكن خلينا نكون صريحين، بالنسبه للماتش الثاني ما شفنا بروز فقط من تيم التي تي في على خلاف المركز الاول، واكيد عم نحكي عن بليسمنت بوينت بشكل جدا عالي، لكن تيم الاكسير ريان الموجود معاهم جوز زياد شفنا ابداع بشكل جدا جبار. اتوقع كل لاعب فيهم لاقل عن رصيد الاربع للست كلات، اتوقع ممكن نشوف اداء جدا عالي من ناحيه الكل بوينتس اللي كانت حتى بليسمنت بوينتس. عم تحكي عن مركز ثالث بالنسبه لتيم الاكس اير، يعني عم نحكي عن تقريبا بحدود ال 12 نقطه على خلاف عدد الكلات. ممكن نشوف حاليا الصداره ما تكون باسم تيم انكا بنصيب التوسون اللي كان من عندهم في هالجيم الثاني. ف انا متاكد احنا ثلاثتنا كمان متواجدين، بس يعني متحمسين بالنسبه للليدر بورد، ايش ممكن يكون الاحداث، مين التيم اللي حرفيا انتفض، وهذا الحرفيا الانتفاضه ممكن تكون كحافز بالنسبه للتيمات الاخرى، انه الجيم الاول ما له نقطه اساسيه، ما هو الركيزه الاساسيه بالنسبه لتواجدك او لادائك كامل اللي حيكون في البطوله. حتى الجيم الثاني لساتنا مستمرين، بطوله اس تي سي بحرين جيمرز كاب ببطوله وورزون حتكون مستمره لمده 3 ايام، واكيد اذا هذا اللي قاعدين يقدمون لنا اياه حاليا بالتصفيات، ايش ممكن يكون بالفاينل؟ يا شو بيكون في اليوم الثالث؟ يوم الثالث أتوقع أن يعني الأوضاع بيصير جدا متوترة بالنسبة لنا، بالنسبة حق الأفريقيا كلها. خلونا نطالع الهايلايت يا جماعة، نطالع شنو أبرز اللقطات اللي صارت في ذي الجيم، وأتوقع أنه ممكن يكون اللقطة هذه. عندك جون ويك هني، هاي بداية الجيم. جون ويك كان لاحظت أنه هو كان بعد هو ترى قوم فريقه، ترى كان هو الوحيد سولو، الفريق كله مات، راح الجولاج، رجع من الجولاج ورجع فريقه. فأتوقع أنه خذ شو يسمونها هذه،
في بيرك معين انه ياخذه انه يقدر يرجع التيم كامل ويخليه في وضع جدا صعب. هو لاحظت لقطتي هنا هذه اللقطه صراحه انسار كان عنده محاوله اي اكس اي جوز يا هون بدت تخفي بشكل ياب انتفاضه تحس التيم من ناحيه اللعب الاجريسيف اللي شوف صراحه عجبني اسلوب لعبهم. انت عم تشوفهم اجريسيف من ناحيه الفايتات لكن كروتيشنز وزون انتري كانوا جدا باسيف، كان دائما ليت انتري اللي صراحه اعطاهم رصيد كلات جدا عالي وسمح لهم بالوصول للمركز الثالث. فالتيم تقدر تقول من ناحيه كاوفر اول مجمل الاداء اللي قدموه بيرفكت بالنسبه للجيم الثاني من بعد انتفاضه الجيم الاول. وش صار مع اس اي ار؟ اس اي ار انا شفته في بدايه الجيم كانوا مبدعين بس ما شفت شنو صار لهم في النهايه. يعني سيار كانوا فعلا مبدعين وكان واضح انه بيكون اسم لامع في ذي الجيم وفعلا كانوا متمسكين مع بعض ومكفرين حق بعض. هذه اللقطه يا اخي جننتني صراحه لقطه سيار يوم مسك الكومباوند ذي لقطه صدق كانت جدا عنيفه وكان نتكلم عن نص الجيم صراحة برزوا إكسير برزوا بشكل جدا جبار خصوصا جوز زياد. عندنا أفرقة واضح إنه كان الجيم الأول أكيد واضح ياب وكان بالنسبة لهم ممكن أنلكي ممكن راحوا أجرسيف وما توفقوا في الأجرسيف لكن واضح إنه لا عندنا أفرقة يعني عندنا أفرقة بتبدع وأفرقة بنشوفها يعني مثل تي تي في مثل أنكا مثل إس إي آر مثل إكس إير يعني لا موعودين بطولة جدا جدا عنيفة. ايش رايكم في الزون؟ يعني لاحظت انه انصدم بشكل جدا كبير صهيب يوم طالع الزون رايحه اول ذا واي يمين كلش شيء غريب كان. خلينا نكون واقعيين شوي مع بعض تمام. بالنسبه ل يعني الالعاب اللي تكون على البي سي اوكي الزون فيها مهما كانت صعبه لكن كستايل لعب بشكل مجمل اغلب التيمات ما عم بيكون في عندها تحرك جدا سريع لنطاق الزون لانه ما في عندك زي الاشياء اللي بتساعدك بالعاب الموبايل. يعني ببجي موبايل عندك صوت الخطوات اللي يطلع وصوت الاسلاح والبوزيشن، هون بيكون عندك اعتماد من ناحيه الرياليتي بالنسبه للجيم صوت الرصاص ايش اللي بريدكشن ممكن يكون. فالزون اثرت ما بنقدر نتكلم لعب اي لعب الزون كهارد شيف زي اللي احنا شفناه مناطق الجنوبيه الشرقيه تامه اكيد اثر على التيمات، لكن كاسلوب لعب شفناه من بعض التيمات حتى كان عندها ليت انتري فاتوقع انهم ممكن يستفادوا خصوصا تيم الاكسير. ايوه وهني نقطه الاستفاده. خل اسالك سامي، ممكن الزون انه يكون مو لي ما بكون انا في الزون بس الليت انتري هو اللي يختلف معاي في موضوع النقاط، انه انا بيخليني ادخل زون ممكن باسيف ما حد يمسكني، ممكن انه يفكرون انه يروحون وهم يتعمقون في الزون وانا ادخل باسيف او ادخل فلانك من وراهم. فمتى يكون الزون بالنسبه لي او انه لازم اتوجه له وانه يكون ابعد عني شيء زين بالنسبه لي؟ أشوف الزون يعني الزون يلعب دور كبير طبعاً. أنت بتكون في صعوبة أنك أنت تحاول تمسك اللي رايحين داخلين على الزون يعني جيت كيبينج، لكن بهالمرحلة يعني أنت شايف الزون أقصى يمين في الزاوية يعني أنت لازم أنك أنت تبذل جهد أنك أنت تحاول تدور وتركض مع الزون خاصة إذا أنت جاي من الأطراف اللي يعني المقابل هالمنطقة هاي. بس إذا أنت قاعد تلعب على الأطراف مثلاً اذا انت بالطرف اليمين انت يعني حظك كان معاك، بس في الاطراف الثانيه صعب عليك انك انت تحاول توازن انك انت تمسك اللي رايحين على الزون اللي تحاول انه يمكن حد قاعد يركض معاك ويمكن هم يصيدونك. يعني هاي فيها وايد صعوبات عرفت علي. يمكن ما تلعب معاك يمكن تكون بالحظ يعني الحظ يمشي معاك ويمكن انك انت تحاول تصيد وهم ما يدرون عنك اصلا. ياب ففكره انك انت ما تكون في الزون لها محامد ولها مساوئ. اي لها يعني ايجابيات ولها سلبيات الصراحه يعني ما السلبيات احس انها اكثر من الايجابيات. السلبيات اكثر فزي شنو السلبيات انها بتكون لي؟ انا ودي اني اركز على النقاش في الزون دي لان هذه الزون اوت اوف كنترول يعني انت ممكن تروح تلوت في عشوائي. مكان معين ياب فالموضوع عشوائي. فلو انا فجاه مثل ما شفتوا شلون كانت تخطيط الزون كانت على اليمين كلش، فلو فجأة أنا اكتشفت نفسي إن أنا على الشاطئ المثالي اللي هو ممكن الزون بتصغر 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 فيه، أنا في هاللحظة شلون أستفيد من هذا الشيء كمكسب لي؟ أنت مثل ما قلت أحد المكاسب اللي هي الجيت كيبينج وإن أنا أيود الجماعة، بس شلون أستفيد كمكسب لي من ناحية إن أنا خلاص هذا الشيء أدفانتج لي وأنا I'm gonna keep it أنا بحافظ عليه؟ هو
هو كله في التايمينج. يعني اذا انت التايمينج مالك مشى معاك تقدر انك انت تصيد مو بس سكواد ولا سكوادين عادي اربعه. يعني التايمينج مهم. يعني انت كانك انت يوم تتحرك مع الزون وهو قاعد يتسكر شوي شوي وقاعد تمشي مع الزون ومع الناس وتحاول انك تصيد، اوكي هاي يعني ادفانتج لك من ناحيه كنقاط كلات. تعرف انه مثلا تم الاقصاء عن كذا فريق. يعني انت قاعد انت هني قاعد تسوي بيلد اب للانفورميشن مالك، وقاعد يعني عشان يكون استيعابك في الماب يكون اوضح. تعرف انه مثلا في سكوادين هني في سكواد، بس نفس الوقت شو سلبياتها؟ ان انت قاعد تركض في اماكن انت ما تعرف هل في سكواد، هل في سكواد قاعد ينتظر فلانكات، قاعد ينتظر اغلاط بعد. لان ركز انت قاعد تلعب بطوله، انت ما قاعد تلعب جيم بق او بابليك جيم، قاعد تلعب بطوله. فالتيمات كلها قاعدة تركز تركز تتمركز في أماكن أنها هي تدور الناس اللي هي قاعدة تنتقل من هذا الزون لهذا الزون. فنفس ما قلت لك فيها إيجابيات. طبعا إيجابيات عندك التايمينج، والتايمينج بيساعدك من ناحية أنه هم ما بيعرفون عنك وأنت هني تقدر تستغنى من الفرصة هاي. بس السلبيات طبعا نفس ما قلت لك أنك ما تعرف المكان اللي راكض له، أنت الزون رايح له الزون فلان إيه من وين يونك، هل يونك من إذا كان في النص. ياب إذا كان في النص طبعاً طبعاً حرفياً طبعاً. عندك ماني جيتس أو سيركل طبعاً. كامل أنت لازم تكفره لأن خلاص الناس قاعد تتجمع عندك. يا جماعة خلونا مركز. إيه تفضل سامحني سوري كمل 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 أخوي عبد الله. أنا ودي إن ما أعطلكم أبوديكم حق السكور بورد. نبي نطالع يقولون إن بيبتدون من النهاية إن شاء الله ما نطالع كارك. أو ماي جاد ماي كارك يا كارك كارك لحد الآن ما حصلوا على ولا نقطة، وتقريبا ما في تغييرات وايد. نفس الأسامي من 17 ل 24 نفس الأسامي. لحد الآن زيرو كيلز الجماعة. لحد الآن نطالع أن كارك ماتوا من البداية حتى، يعني ما حصلوا على نقاط حتى من ناحية الترتيب. ونفس الشيء كلان سولجر، كلان سولجر بعد ما حصلوا على أي كيلز على أي إقصاءات على أي شيء. نتمنى لهم والله التوفيق صراحة. نتمنى إذا كانوا مخذين الموضوع مو بجدية يأخذونه بجدية أكثر. هني عندك الأقيام تقريبا ألاحظ للمراكز الأخيرة ما إذا توفقوني الرأي مو قاعدة تتغير. يعني توب 10 وفوق هم اللي قاعدين الأسامي اللي تتغير. يعني بعد نودكيم مساعة لاحظناهم إن عندهم كان 4 كيلز بس بعد ما تغير الشيء. اللهم زادت عندهم نقاط الترتيب وصار عندهم في الأكيوميليتف مجموع النقاط 6 كيلز، وهذه بس حق المباراة الأولى يا جماعة مثل ما نشوف. يب فهذا الشيء بس اللي قاعد نطالعه يا جماعة حق النقاط حق الأولى حق المباراة الأولى. فالمباراة الثانية بيكون حاجة مغاير، وإحنا شفنا إن المباراة الثانية مثل ما تطلعون أنكل لحد الآن مستمرين في الصدارة رغم انهم ماتوا ايرلي جدا وماتوا من البدايه، لكن شوف انكا بعد مستمرين في الصداره والتيم التن تيم التن اتوقع انهم اندر وود لانهم حصلوا هنا على 20 كيلز على نقاط ترتيب 10 من ناحيه قائمه المتصدرين ومجموع نقاطهم 30. ف 58 ل 30 بين التوب 1 والتوب 2 بعد 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 انا اتوقع انه لازم يكون في تركيز على التوب 8 ذي يا جماعة. لا تأيسون عندكم مباراة ثالثة ورابعة وخامسة ليه تاسعة هيد هانترز جوست الشو ستوبرز حتى الالتيام اللي تحت التوب 8 عندكم فرصة. احنا نتكلم عن برايس بولز من التوب 3 فحاليا انكا اوكي 58 نقطة شيء جدا كبير وممكن نقدر نقول اضمنه مراكز جدام، بس ما ادري بكرة بعد بكرة شنو ممكن يصير. عندك الشو ستوبرز هني 7 كيلز هاي حق مجموع نتكلم عن المباراة الثانية. عندك نقاط ترتيبهم 8. عندك الأولد سكول بعد اسم كان في البداية كانوا من التوب 5 إذا ما خاب ظني وحين انزلوا شوي حق التوب 7، بس بعد نرجع نقول إن في تشانس. لا تطلعون أعذار حاولوا تصلحون أغلاطكم. لا تقول إن أنا عندي لاج مثل تيم لاج، لا تقول إن أنا عندي لاج، لا خليك مركز إن لا فعلا ترى يمديك وفي وقت جدا كبير. والتيم 10 مثل ما تطلعون خمس كلات لكن بعد نقاط ترتيبهم 1 ومثل ما تشوفون مجموع نقاطهم 6. فتكلم عن أفريقيا جدا كبيرة ممكن أن تنافس
وعندنا 3 ايام احنا لازم ما نستعجل. احنا حتى لو دخلتوا وضيعتوا على وقتكم او ضيعتوا وقتكم في ايام معينه وصرت صار الوضع عندكم انلكي، لا اتمنى انكم تركزون. والله ايش رايكم شباب؟ بالضبط اكيد، يعني هالشيء لازم يكون عند كل التيمات. شفنا الجيم الثاني تاثيراته ايش، الاداء اللي صار فيه، انتفاضه بعض التيمات اللي صارت. فكل التوفيق اكيد نقدر نقول للجميع حاليا ما متفق معانا غير فقط ماتش وحيد يا عبد الله فليب. ف صراحه ما بعرف ايش ممكن يكون الاداء، حرفيا التيمات عم تبرز، التيمات عم تبهرنا اكثر واكثر. في نقطه حكيتها حتى بالبدايه انه ايش ممكن التيمات تكون مخبيتنا من المفاجآت، ودائما صراحه حتى اتوقع لحد هاي اللحظه مو كل التيمات كشفت اوراقها. ممكن بكره نشوف، بما انه يعني طول الكامتا بتكون من ناحيه ليج بلاي، تيمات حتلعب اليوم وتلعب بكره وتلعب على مدار الثلاث ايام. فاتوقع انه لسه في تيمات ما طلعت كل مهاراتها، ما طلعت كل تحركاتها ممكن تكون، خصوصا ممكن باليوم الاخير نشوف كاستراتيجيات تتبع، كمهارات ان كانت كفرديه ولا مهارات تيم كامله تكون كليا مغايره اللي تعطي فيها انتفاضه جدا مفاجئه للتيمات الاخرى. وهذا نشوفه بالباتل رويالز كثير شائع صراحه عند بعض التيمات وبالاخص البرو بلايرز. ايش رايك سامي انت في الموضوع دي؟ يعني لو تلخص لنا فكرة إنه شنو ممكن يصير في الجيم الثالث، يعني الحين شنو اللي أنا ممكن أسويه أنا كتوب رانك توب 8 وتحت الفرق اللي تحت؟ شوف شوف يا أخي عبد الله، الحين أنت في بطولة 3 أيام، في هالثلاث أيام عندك أنت تجمع نقاط كثر ما تقدر، بس ما يعني إنك أنت الحين توب 8 يعني خلاص انا الحين ضامن اني انا يمكن اوصل الفاينل او اني انا اوصل في التوب 4 او اني اكون في الصداره. طبعا عندك 3 ايام، هالثلاث ايام عندك 3 ايام في اليوم، فهالثلاث ايام في اليوم تقدر انك انت تعوض وتقدر تسوي ريكفر. طبعا عندك هالثلاث ايام ان انت الحين خلص اليوم مثلا تروح تراجع مثلا نفسك، تشوف الفيديو ديمو مره ثانيه، تشوف الاغلاط اللي صارت عشان انه بكره ترجع حق الفار. ايوه ترجع حق الفار واقوى. yeah. عرفت علي؟ فان انت الحين تقدر انك انت تسوي ريكفر عادي جدا. yeah. عادي يعني اتس تو ليت، الوقت مش متاخر انك انت تدرس وترد تشوف شو اللي صار شو اللي، عشان ما يصير هذا بكره ولا بعد بكره. وحن يعني الحين بدا الجيم الثالث، الحين بدا الجيم الثالث. يعني فرصتكم يا جماعه مثل ما قال سامي، فرصتكم يا جماعه، عندك 3 ايام في اليوم وثلاث ايام، فانتبهوا على روحكم. وانا بعطيكم ما طول عليكم الجيم الثالث، والله العين نشوف بعد شنو يصير. نشوف انطلاقة على الجيم الثالث والأخير اللي هيكون حاليا من اليوم الأول من الليج بلاي. ولكن فليب يعني شفنا رغم كل الأداء اللي تم من عند التيمات لحد الآن، تيم أنكا محافظ على الصدارة بشكل جدا ممتاز. يعني نتكلم عن بشكل جدا ممتاز، حرفيا عم تتكلم عن ريدم ثابت بشكل جدا كبير. تيم جوكر استمريته بأداء محاولة الإقصاءات عم بتكون مستمرة. فالتيمات حرفيا عم بيكون في عنده تغيير. شفنا حتى التأثير اللي صار في الجيم الثاني، صار في تغيير من ناحية المراكز كاملة للتيمات، حاولت تنتفض أكثر، حاولت تكون في عندها إثبات وجود. هل الجيم الثالث ممكن نشهد أداء كليا مغاير بالنسبة لكل عم نشوفه حاليا؟ ممكن نشوف حرفيا صدارة تنسحب من عند تيم أنكا، وهذا الشيء صارت هيأثر عليهم بشكل جدا كبير، أو ممكن يكون كحافز بالنسبة للتيمات الأخرى أنها بكرة تقدم أداء جدا أفضل. فإيش رأيك بالنسبة لكامل يعني كامل؟ شوف أنت عارف، أنت عارف وعندك خبرة واسعة جدا ما شاء الله عليك في الباتل رويال، عارف أنه أغلب الأوقات حيكون في لعب عشوائي، حيكون في تقدمات صحيح. عشوائية ولعب يعني مش أنك تقدر تحفظ التيمات كلها. فيعني أنا متوقع، شوف يعني كأي بطولة أنا متوقع أن أنت تلعب بطولة تكون استعداد تام وتركي أغلاط، تحاول انك انت كمان تثبت وجودك، يعني مش انك تلعب باسف طول الوقت لاخر الجيم وتجمع لك نقاط عشان الترتيبات، لا بدك تلعب كمان لعب شوي عشوائي ولعب اجريسيف يعني نفس الوقت. لازم تثبت وجودك، يعني انت بدك تورجيهم انه نحن هون جايين نفوز، مش جايين بس انه نلعب سيف ونلعب لاخر الجيم، لا بدنا نثبت وجودنا، بدنا نلعب، بدنا نحاول انه نقلل التيمات اللي موجوده ونوصل الاول. ف يعني انا عم يعني صراحه لاست اوف ذا لاست جيم، يعني هالجيم الاخير عم بشوف صراحه، حاب اشوف كمان نفس الستايل الرزم اللي شفناه بالجيم الثاني، تحركات ذكيه، كنترولات بمناطق معينه يعني، وكمان بيمسكوا بوشات بطريقه يعني تيم وورك اكثر. هذا اللي حاب اشوفه صراحه.
وبداية صراحة عم نشوف بعض التغيير، حتى تيم بلاك عم بيحاول يبرز بوهون إقصاءات. لكن فليب خلينا نستغل أنا وياك هالفرصة المعطاة من STC بحرين، المبادرة جدا ممتازة، البولي برايز جدا عالي، دعمها كنمبر ون حرفيا حاليا اللي قاعدين نشوفه في البحرين من ناحية الكوميونيتي. قديش عم بتحاول تتعب أكثر وأكثر، قديش عم بتحاول تحط كإفورت وسبورت بالنسبة للتيمات أنها تكون متواجدة بالإي سبورت. خلينا نعطي بعض النصائح بالنسبة للتيمات عم تكون مستجدة والتيمات عم بتكون موجودة، نعطيها من ناحية كتحليل بشكل عام كامل بأداء، ومن ناحية كبرو بلايرز مثلا كنقطة أولى نقولهم إياها من ناحية الإفورت اللي عم بيتم واللي عم بيكون البطولة كاملة فول برودكشن بتعليق بتحليل بتقديم. فهالشيء كيكون نصيحة لإلهم إنهم يدخلوا البث حرفيا، يرجعوا يتابعوا البث يشوفوا إيش الأغلاط، إيش التحركات، التيم اللي حصل على الصدارة إيش ممكن كانت نقاط الإيجابية أو النقاط كأدفانتج بوينتس عنده اللي كانت ناقصة عندي أنا كتيم ما قدرت أكون محصل خلينا نقول بالنسبة للتوب 3 ولا التوب 5 نعتبرها. هاي نقاط عم بتكون جدا مهمة بالنسبة للتيمات لازم يقدروا يراجعوها. بس من وجهة نظرك أنت كبرو بلاير خلينا نتكلم عن مينتاليتي بالنسبة للتيمات، إيش ممكن تقدر تعطيهم كنصائح حرفيا هالتيمات تواظب عليها وتستمر حتى تستفاد أكثر وأكثر؟ طبعا لوسيفر بالتيمات أنت كتيم لازم أنك أنت تمر مرحلة دراسة. الدراسة هاي عبارة عن أنك أنت تشوف أغلاطك، لأنه أنت لما تلعب بطولة يعني عندك بطولة STC بالذات اللي هي عم بتحاول أنه يعني تعطي فرصة للشعب البحريني أنه يورجونا أنه في تالنت عندهم، في لعيبة صاعدين. فأنت تيم محترف بدك تحترف وتيم صاعد، لازم أنك أنت تدرس أغلاطك عشان أنت تروح بطولة ما تعيد هالأغلاط. يعني اليوم أنا بنصح يعني نصيحة لكل الأفرقة اللي موجودة اللي مشاركة أنه يشوفوا أغلاطهم عشان ما تصير هالأغلاط بكرة. التيم أنه يتمرن ويستعد، يعني يعملوا استعداداتهم، كيف تكون استعداداتهم، كم ساعة باليوم بيلعبوا مع بعض عشان أنه يحسنوا التيم وورك. واللي هو يعني بهاللعبة طبعا كتير تحتاج إلى لعب جماعي، لعب تيم وورك مكثف جدا، يعني فوق ما أن الاستيعاب يكون عالي والرياكشن يكون عالي لازم التيم وورك يكون عالي، من هو الكوميونيكيشن، دخلاتكم مع بعض، الفلانكات كيف يمسكوا مع بعض بالميد راوند أو بالبيت جيم أو بآخر الجيم. يعني هاي كلها هاي عناصر كتير مهمة. يعني أنا بنصح كتير يشوفوا الجيم، إذا بتخلص بس يخلص هالجيم بنصحهم صراحة يشوفوا، لأنه شوف يمكن أنت جبت مثلا 60 نقطة بأول جيم بس تقدر تخليهم 80 نقطة، في أغلاط صارت طبعا، فإنه يشوفوا هالأغلاط كيف صارت عشان ما تصير بكرة أو بعد بكرة، عرفت علي؟ كتير بنصح الأفرقة يشوفوا اللي صار، الأغلاط اللي صارت يحسنوها يعدلوها، إنه يتفهموا مع بعض، يكونوا طبعا إيجابيين مع بعض، إنه مثلا صار هيك غلط، عملت أنت بوش لحالك، ما استنيت تيمك ولا ما استنيت فريقك، يعني هالنقاط هاي تقدر تحسن وجود الفريق ويكون فريق أقوى بكرة بإذن الله. بإذن الله يا رب، أكيد كلنا متحمسين نشوف إيش الأداء ممكن يقدر يقدمون لنا إياه. لكن على نطاق الأدفانتج، على نطاق حرفيا النصائح ممكن تفيد أكثر وأكثر، نعرف يعني STC عم تتكلم عن منصة كبيرة، عم تتكلم عن شركة إلها اسمها العريق، فهي ممكن تعطي فرص ثانية. يعني فليب بالنسبة ل نقدر نقول المواهب الجديدة، اللاعبين اللي عم بيحاولوا يبرزوا يظهروا أكثر على السين، اللي تيجي لهم منظمات يكون في عندها تبني، أوكي أنا عم بشوف هاللاعب عنده موهبة، ليش ما أتبناه، ليش ما أعطيه السبورت إن كانت من ناحية موضوع السبونسرشيب يعني عليك بالضبط، الأجهزة، تيم مانيجر، كوتش، أحاول أتعب على إن كان كفريق ولا إن كان كلاعب، ليش ما أخليه يبرز أكثر وأكثر، وبالأخص ممكن يجيهم الدعم بشكل جدا كبير إن كانت كمنظمات بحرينية حاليا متواجدة. شوف كلامك صحيح 100%. يعني انت قاعد تلعب على منصة STC، منصة كبيرة وطبعا معروفة بالعالم العربي كله، انت قاعد تلعب منصة يمكن الالافات عم بيحضروا البطولة هاي، فانت يعني طبعا في سبونسرز كتير عم بيشوفوا، وكمان STC يمكن كمان يتبنوا هاللاعب او هالتيم، يوفروا لهم دعم مادي، دعم منها الكمبيوتر، شاشات والجير، سفرات، معسكرات برا، هاي فرصة، يعني فرصة من ذهب. صحيح. هاي فرصة ما بتجيك إلا مرة بالمليون. يعني شركة مثل STC تعمل لك كمان تبني ويعمل لك سبونسر، يعني خلص اعتبر أنه مستقبلك يعني صار ست على المدى البعيد. فيعني هاي فرصة من مليون، فرصة من ذهب، أنه مثلا تجيك شركة STC تعمل لك سبونسر،
تيم يعني بيكون تيم مثل مثلا سبيل المثال عندك تيم أنكا، ورجونا انه ليش هم في الصدارة، ورجونا على لعبهم وادائهم واستعداداتهم. فتخيل انه تيم يعني STC جاي يعمل لي سبونسر، خلاص يعني انا اعتبر حالي انه حصير برو بلاير يعني مدى القريب، خلاص انه يعني عارف علي كل الاشياء حتكون متوفرة لي. صح بالضبط. وعلى سبيل الفرص لما بتكون يعني STC ما هي مختصرة أبدا لا على بطولة وورزون حاليا طبعا. شهدنا البطولة الأولى اللي سووها بطولة بحرين جيمرز كاب بالنسبة للعبة ببجي موبايل، فعم بتحاول توسع مجال، عم بتحاول تعطي فرص بالنسبة لكل أنواع الألعاب أو الإي سبورت بشكل مجمل اللي عم بيكون حاليا لكن ببلد البحرين. فنتمنى كل التوفيق وخلينا نشوف استمرارية الأداء اللي عم بتتم من عند التيمات بتواجد 15 تيم 50 لاعب فقط عم بيكونوا متوقعين زون تقريبا غربية بالنسبة للخريطة كاملة، لكن عم بتكون سنتر بالنسبة للشوف زون شيفت سوري الأساسي اللي كان في البدايات. تيمات عم بتكون متمركزة في مناطق غربية، في تيمات أكيد منتشرة بمناطق أخرى. الفيلد نشوف الاير فيلد عم بيكون لحد الآن أتوقع ممكن تكون زون عم تخدم منطقة الاير فيلد كتحركات، ممكن ما تكون هي الأفضل بالنسبة للتيمات كزون اير فيلد، عم نشوف فيها نطاق تمركز بالكمبونز بشكل جدا عالي، وهذا عم بيأمن كفر للاعبين بشكل جدا كبير. وهون النقطة اللي حيكون فيها اعتماد على وضعية الهولد، عنصر مفاجأة حيكون بالنسبة للتيمات كاملة من ناحية التقدم باتخاذها للفايت. لكن نشوف الدخول من عند حاليا لاعبين الجي جي سي، اقصاءات عم تكون مستمره، تحرك جدا سريع الحرفيه اللي عم بيتم بوليتي بروف ومحاوله التصدي ومحاوله تمركز بنفس الوقت. خساره لاعب ولاعب اخر عم بيكون نوك، وهنا من عند اللاعب يورين جنتيرا اتوقع لبوزي. نشوف بالنسبه للاعبين الجوكر فايتات وسبريز عم بتكون متبادله من عند اللاعبين، كيف ممكن تنتهي الماب الثالث والاخير اللي حيكون انطلاقة الثلث الأول من مسيرة بطولة بحرين جيمرز كاب للعبة الوارزون. وننتظر حاليا باقي التقدمات بالنسبة للتيمات الأخرى اللي عم بتكون متواجدة إجبارية دخول لنطاق الزون. ممكن عم نشهد محاولة ضغط أكثر وأكثر على التيمات من ناحية اللو جراوند، لكن أزازيل من الأنكا يا ولد يا أزازيل لكن ما عم بتكون موجودة بتاتا من عند اللاعب هرنادز اللي بيقدر يقصف فيها اللاعب أزازيل. هون حتكون صراحة خسارة جدا موجعة لتيم الأنكا بسيطرة واضحة بأداء جدا جبار كليا مغاير. تيمات عم بتحاول تبرز، تيمات عم بتحاول حرفيا تكتف من أداء بشكل جدا رائع، هذا اللي عم بيزيد معانا المنافسة أكثر وأكثر على كل اللاعبين. لكن انتقالا ونشوف باقي التحركات كيف ممكن تتم والعودة والديبلوي اللي عم بيتم حاليا بالنسبة لبعض التيمات اللي تم عليها الإقصاء والكنفرم بتواجد 25 تيم. لكن حتى بنزول يكون بسقوط ما استعمل الباراشوت فليب، فأتوقع خسر فرصته صراحة. هالشي حيأثر عليه صراحة من ناحية الأداء، لكن أتوقع في مشاكل تقنية بسيطة زي ما تكلم أخوي عبد الله بالنسبة للسيرفرات عم بتكون من كود وارزون. إن شاء الله كلها تنحل بسهولة، لكن لساتنا مستمرة بالحماس والأداء الكليا اللي كان مختلف والنقاط كلها اللي تكلمنا عليها، وأكيد الفوائد اللي هتكون موجودة سوى كل المتابعين. لكن لا تنسوا أكيد تنزيل تطبيق STC Play اللي هيكون فيه متوفر فيه أشياء جدا كثيرة، عم نتكلم عن بطولات إيفنتس حتى فيها تيمز تقدر تعرف على تيمات أخرى تقدر تشارك. هاي كلها أمور بتصب بالنهاية بمنفعة للكوميونيتي البحريني. ونرجع معكم على الجيم واستمرارية التحركات بالنسبة للتيمات. 17 تيم ب 54 لاعب عم بيكونوا مستمرين، وبالثانية وأقل من الثانية جزء من الثانية عم نتكلم عن خسارة 3 لاعبين، وأتوقع اللاعب الرابع ممكن تكون نهاية السكواد. لكن تيم البي تي خلينا نشوف البي تي محاوله استقبال الضغط عم بيكون بشكل جدا كبير حاليا من عند اللاعب امازون، وهل ممكن تكون النهايه؟ لكن استقبال عم بيكون وكنفرم بشكل جدا سريع والاقصاء اللي عم بيتبادل. يعني شوف المحاوله اخذ بالثار، لكن استقباله كان صراحه جدا عالي. صحيح يعني نسبة شايفين هلا حاليا يعني عم نشوف يعني كنترول متوسط. عم نشوف في كذا تيم يعني عم بحاول انه ياخذ كنترول وعم بحاول يدور على فايت، يعني عم نشوف في شوي رزم اسرع من اخر جيم، في تمركز بس ما عم نشوف اللي هو الفول سكواد. نسبة شفنا كمان تيم انكا خسروا ازازل، يعني في شوية أغلاط عم بتصير بالذات بهالجيم، منها من ناحية كنترول، من ناحية فايتات، ما في تريد أو ما في يعني عم بيساعدوا بعض، ما عم بشوف هيك تيم وورك. عم بشوف أغلاط أكتر يعني بهالجيم صراحة، يعني ما بعرف إذا توافقني بالرأي لوسيفر. استعجال تقدر تقول في استعجال من عند التيمات اللي سببت صراحة بعدم توافق من ناحية أداء التيم كمجمل، اللي هو نقدر نقولها بكلمة مختصرة هي تيم وورك قل على حساب إنه إيش يكون أنا من عندي زيادة على محاولة تحصيل عدد الكلاب. لكن التيمات اللي يمكن استهتار
بنفس الوقت اللي خلينا نكون واقعيين فليب ممكن التيمات ما هي عندها الوعي الكافي او الفهم الكافي بالنسبه ايش هو الليج بلاي اللي عم بيكون، ايش هو النقاط اللي عم بتكون أيوه. متراكمه اللي اوريدي انت كل خساره بماتش كل تاثير من ناحيه ادائك اللي عم بيتم حياثر عليك بكره حياثر عليك باليوم الثالث لانه نقاطك اوريدي كلها تكون متراكمه. فكل جيم على الاقل انت مو قادر تحصل فيه من ناحيه توب 3 على الاقل يكون في عندك ريدم ثابت ان كان من ناحيه البليسمنت بوينتس ولا حتى ان كان من ناحيه الكل بوينتس. يعني ثبات المستوى هيكون نقطة جدا أساسية وخصوصا النقطة اللي ركزنا عليها في البداية قلنا الليج بلاي يختلف كليا عن النظام اللي يكون فيها تورنمنت جروبس وكواليفيكيشن. فهون الضغط تحس بزداد أكثر وأكثر على التيمات كل تقريبا كل طريقة بالتورنمنت إن كان كليج ولا إن كان كنورمال تورنمنت ستايل هيأثر بأسلوب مختلف إن كان ك يعني يكون في عندك ريدم جدا سريع ولا إن كان من ناحية خلاص بس ثبات على ريدم معين تحصل فيه على محاولة وصول إلى النهائيات اللي من بعدها تبدأ تبرز بأوراقك وتكشف أسرارك أكثر وأكثر بالنسبة للتيم إن كان كمهارات ولا إن كان كاستراتيجيز أنت ممكن تقدر تلعب فيها في هالبطولة. نعم نعم صح كلامك صراحة. المفروض إنه ما يعني يضلوا على هالرذم اللي هو اللي ماشيين صح فيه، لأنه إذا تغير الرذم حيتغير الكيمستري وحيتغير حيتغير الحماس باللعب. يعني مو مثل أول جيم وثاني جيم، مفروض إنه يضلوا على نفس الرذم مركزين تركيز تام. يعني مفروض يكون في التركيز، التركيز مهم انك تركز بالجيم، تركز انه اوكي تنسى انك انت يمكن مو متصدر او مو بالتوب 8 او بالتوب 16 بس لسه في كمان في عندك وقت انك انت تعمل ريكفر وتستعد النقاط اللي انت خسرتها، تقدر انك انت ترجع للصدارة. بما انه في تيمات حتغلط، يعني ما في تيم بيجيك مكتمل، دائما في اغلاط حتصير، في عادي انه تيم بالصدارة يعملهم اخصاء من اول الجيم، عادي اول تيم منه يطلعوا. ف يعني بهالاشياء لازم ان التركيز يكون موجود. نفس ما شايفين هلا عم نشوف تغيير تام، يعني نفس الاسامي اللي ما كنا نشوفها اول جيم صار في اسامي جديده طبعا من ثاني جيم كمان، عم نشوف في اسماء جديده كمان، يعني عم تحاول انها تثبت وجودها وتثبت انه نقدر نحن. يا جماعة ترى المعلقين حاليا انقطع عليهم الصوت، بس مثل ما تشوفون المباراة الثالثة قائمة، بس بنحاول نضبط الموضوع دي ونرجع لكم سريع. يعني لا تبون أعلق، أنا ما عندي مشكلة أعلق ترى، يعني قاعد طالع انجينير حاليا موجود وعند السكن الحلو ذي ملاحظ، لا بتلاحظون أن أنا قاعد أركز على السكنات ما أعرف شو السالفة في الجيم بلاي وذي، بس أنه انجينير في السيارة منطلق وعندك الاسم ذي الاسم ذي ترى قاعد اشوفه اصلا موجود شو ستوبر كانوا توب 8 اذا ما خاب ظني حاليا في المباراه الثالثه، باقي 15 تيم 46 فريق واضح ان الجيم قاعد يلعبونه شويه باسف، يعني مثل ما تطلعون شو ستوبر عنده وين كل بس و46 لاعب باقي وقاعد يشلد تيمه، باقي منهم اثنين وميتين منهم اثنين وفلوسه يعني لك عليها، يبي له يجمع له فلوس شوي عشان يقوم واحد من ربعه يسوي له ريدبلوي. اوه السنايبر هني، السنايبر عنده هاي ماخذ اللود اوت ماله وعنده ستريكس وعنده شغل، لا هذي وضعهم في السليم صراحه. نشوف السنايبر اللي ممكن تكون، لكن ما زبط على مره لحد الان، هاي ممكن الثالثه ممكن تكون ثبات بتاقي تم حاليا من عند اللاعب حمزه ناصر، ونشوف باقي التحركات كيف ممكن تتم عند التيم، وين تكون مرحله الوصول، وهل ممكن تكون صراحة إبراز لتيم آخر في هالجيم. النهايات عم تقترب أكثر وأكثر بتواجد 12 تيم ومحاولة الضغط أكثر وأكثر للوصول، يعني نهايات الزون أكيد، يعني نهايات الجيم الثالث في اليوم الاول من بحرين جيمرز كوب وارزون تورنمنت، وخلينا نستنى ايش ممكن يقدروا يقدمون لنا اياه التيمات حاليا اللي عم بتكون متواجده لاعبين البي تي تي.
بيحاول يحصلوا كل الانفورميشن اللي ممكن تكون موجوده بالنسبه للتيمات اللي بالقرب من عندهم، لكن لحد الان ما اتوقع انه في انفصال واضح وصريح على خلاف اول تاج بس تم، وبيحاول يستخدم الرايدر واضح من عند لعب حمزه اللي حسب فيها بوزيشنز اللاعبين الاخرين. وعلى السريع ممكن تكون هنا اللقطه صراحه تكون جدا جباره اللي يقدر يحصلها، لكن مرور ثلاث لاعبين على التوالي عم بيتم لعب تلو الاخر بتحركات جدا سريعه بدون اي سبراي تماما من عند لعب حمزه. ما بعرف ايش الانتظار اللي عم بيتم عند لعب حمزه، لكن اوكي ولا التاج والثانيه ممكن تكون تاج، لكن فقط بوليت وحيده يرفلب اللي بيكون فيها تاج على هاللاعبين بسبب يتقدم فايت اخرى اوريدي متواجده اي دبل ان واللاعب كازانوفا. وخلينا نشوف الكازانوفا وكيف ممكن تكون باقي المواجهات. 11 تيم 36 لاعب لساتنا مستمرين مع الاداء والحماس والمتعه اللي عم تقدم لنا التيمات اللي عم بتحاول تبرز اكثر، اللي عم بتحاول يكون في عندها تواجد في صدارة تامة بالنسبة لليوم الأول. وزي ما ذكرنا نرجع نذكركم إنه الليج بيأثر بشكل جدا كبير، لا مو فقط على اليوم، بالعكس كل ماتش لها دور بشكل كبير. يفلم طبعا نفس شفنا بتيم بي تي، يعني شفنا أوكي أخذوا الانفورميشن لكن ما استغنوا الفرصة إنه يقدروا يعملوا لهم فينش. كثير ما يعني طولوا فيها حس، يعني شفنا عم نشوف يعني نشوف انه ك مو استعجال، يعني اوكي خذ راحتك بس حاول انك تستغنم الفرصه اسرع، يعني نفس ما شفنا واضح بالبي وعم بيلعب. يعني حرف مش عارف شكله مش مرتاح باللون اللي عم بيكون موجود، عم بيحاول يغير اللون اسوا شكل التيم عم بيحاول يلعب على راحه نفسيه من ناحيه التكستشرز عرفت. فخلينا ننتظر نشوف كيف ممكن التيم حمزه، ولحد الان لسه عم يعني لاحظ على تيم بي تي يا لوسيفر، لاحظ على تيم بي تي فهم هم تريو، يعني عم بيلعبوا كسكواد كامل، يعني عم بيلعبوا مع بعض، يعني لاحظ ثلاثتهم عايشين ما عم بيغلطوا، بس اوكي شفنا غلط واحد ما في مشكله، بس عم بيلعبوا صح للامانه، يعني عم بشوف لعب حلو كتير تكتيكي مع بينهم. وكمان تيم كاسانوفا يا سلام يا سلام على الدفاع الحلو هذا، وركز على تيم بي تي ماسكين يعني صبورين كتير. واسمعوا عم نشوفهم تقريبا بنفس اسلوب اللعب اللي تم عند الاكسير من خارج نطاق الزون، ليت انتري بهداوي بتروي سبلتاتهم واضحه وحاله انتشار من نطاق الزون اللي تعطيهم ادفانتج بكميه انفورميشن بشكل جدا عالي على التيمات الاخرى اللي عم بتكون متواجده، ان كانت على داخل نطاق الزون ولا حتى ان كانت كمحاوله كيس كيبنج على التيم. فتحركات عم بتكون جدا سليمه، واستمراريه الروتيشن عم بيكون تقريبا شوي لشمال البوزيشن عم بيكونوا موجودين فيه، لكن الاقصاءات الام 40 تي وعم بتكون متبادله على السريع واقصاء عم بيتم بشكل جدا سريع. مو وخلينا نشوف مو دخول 9 تيمات اقصاءات عم بتكون مستمره اكثر واكثر، عم نتكلم عن 25 لاعب لحد الان موجودين سبراي عالي من عند لاعبين تي تي في، عم نتكلم عن رصيد 9 كلات عند اللاعب اي حمودكس. تي تي في عم بيحاول يبرز بشكل جدا كبير، اوريدي في لاعب بيكون على اليمين، لكن اتوقع ما في نوتس اويرنس بالنسبه للتحرك اللي عم بيتم اجريد من لاعبين تي تي في، عم بيكون عندهم تمركز بشكل جدا رائع، عم نتكلم عن 9 كلات وثلاث كلات فقط عند لاعبين لحد الان اللي ظهروا لنا على رصيد 12 كل بدايه على نهايه اليوم الاول من عند لاعبين التي تي في باداء باستمراريه، ريتم جدا ثابت عم بيكون من عندهم ان كان من ناحيه التحركات، ان كان من ناحيه محاوله تحصيل الكيلز، وعلى سبورت عم بيتم عند لاعب اكريد اللي يسمع فيه لتيمو كامل مرور الوصول الى داخل نطاق الزون، لكن كافه التحركات والنهايات كيف حتكون بنصيب لاعبين التي تي في اللي اخذوها صراحه على طبق من ذهب الفوز في الجيم الثاني، كانوا باريحيه جدا تامه، حتى نركز على لاعبين تي تي في كانت سبلتاتهم باخر نهايه الزون تقريبا كرباعي كامل بالسبلت اللي يكون في عندهم awareness بالنسبة لمحيط الدائرة كامل من وين التيمات ممكن تكون وسط كيف ممكن تكون داخله، حتى إذا طلعت على نهاية الفوز اللعبة مو محتاج يتحرك خلص أنا هادي ورصيد من نقاط عم بزداد. أنكا أزازيل حرفيا اللاعب مبدع، رصيد 13 كل لحد الآن عند اللاعب أزازيل من بعد الكونفيرم تم عليه إعادة الإحياء اللي صارت الريفايف من عند التيم، تقول إيش اللي ممكن يكون حرفيا تخلف للنهايات من عند تيم أنكا توب توب يعني ركز يا لوسيفر اللي ما بعرف إذا أنت مركز علي، يعني اخر جيم يعني اول جيم تيم اجريد كانوا ماشيين يعني شوي اوفر كونفيدنت وعم بيجيبوا الكلات الحلوه مع ازازل وعم بيلعبوا مع بعض، يمكن اوكي اخر شيء انه ما حالفوا من الحظ، ثاني جيم لعبوا يعني هدوا شوي على اللعب، وثالث جيم هلا بالذات هدوا اللعب اكثر، يعني ركز عم بيحافظوا على اللعب عم بيحافظوا على الرذم، ما عم بيلعبوا كثير ريسكي نفس الوقت عم بيلعبوا ذكاء اكثر.
صحيح، بس لكن حاليا فليب عم نتكلم عن توب 2 منافسه على المركز الاول بين تيم جوكر تيم الجي اس اس. مين اللي ممكن يقدر يسجلها مركز اول؟ مين ممكن يكون حاصل على ال 20 نقطه بفارق 6 نقاط عن المركز الثاني؟ نهايات الزون عم تستمر اكثر واكثر، والضغط اكيد اللي عم بتولد وعم بيكون متواجد على اللاعبين، لكن على تحركات ووصول داخل نطاق الزون سبليتات عند لاعبين جي اس اس ممكن تعطيهم ادفانتج، لكن الجوكر عم بيكون متمركز على اطراف الزون. استقبال عم بيتم اي دبل ان بيكون بوزيشن جدا ممتاز اللي حاول يحصل فيها انفورميشن عاليه على كل اللاعبين ويمنع من تقدمهم والوصول داخل نطاق الزون. لكن جوكر، وخلينا نشوف الار 57 في هالبوزيشن، او سوري جوكر 57 في هالبوزيشن، سبراي عالي، محاوله اقصاء مستمره، ضغط عم بيكون متولد بشكل جدا كبير، لكن النهايات عم تمنع من الوصول والدخول من خارج نطاق الزون. لاست بلاير سرفايفنج مواجهه مع تقريبا تو بلايرز نفس الشيء من عند لاعبين الجي اس اس، ثلاث لاعبين من الجي اس اس ولا لاعبين دو فيرسس زو، دو فيرسس زو عم نشوفه حاليا. فخلينا ننتظر اي دبل ان سولو وحيد فقط عم بيكون متواجد بمواجهه تيم جوكر. مين اللي ممكن يكون مستفيد ومين ممكن يقدر يحصل على المركز الاول؟ نقدر نشوفه حاليا باسم جوكر جي اس اس. اقصاءات كانت مستمره، حاليا بنشوف الفوز والنقاط كامله اللي تغيرت، احداث كل يوم بتكون مغايره من جيم لجيم جيم اخر بحماس مستمر. وعبد الله نفس البسمه اللي عفيت كوين بالجيم التاري يا اخي يا اخي في مصطلح بحريني نقوله دائما اللي هو دغلباز. تعرف شو مصطلح دغلباز؟ فوق تحت فوق تحت سنين في البحرين او ما سمعت فيه. فوق تحت مره واحده، يعني الجيم الاول شيء، الجيم الثاني شيء، الجيم الثالث شيء. هذا اكبر دليل انه يا جماعه في تشانس، في تشانس حق كل الافرقه سوفا، وتونا في اليوم الأول. صراحة جيم مختلف جدا على اليوم اللي طلعناها. أسامي طلعت جديدة، إكس إير شفناهم في الجيم الثاني، أنكي شفناهم في الجيم الأول، هني شفنا بي تي طلع لنا اسم جديد وكلان جديد، وطلع كلتش الأخير من جوكر. صراحة يعني أنا أحس لحد الآن تقريبا 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 الفرص متكافئة حق الكل، ولا إيش رأيكم؟ مو حق الكل، حق تيمات صراحة، يعني لأنه في تيمات أحسها لسه مريحة كثير لازمها شدت حيل. يعني خلصت أنا أرجع أقولهم، يعني أنتوا عم تحكوا عن يعني عن رحلة حتكون مقسمة لثلاث أجزاء، ثلاث أثلاث، الثلث الأول خلص لسه عندكم ثلثين، وهالثلثين أكيد حيكونوا أصعب من الثلث الأول اللي مر، لأنه على نقطة التيمات كلها لسه ما طلعت كل المهارات الموجودة، ف حرفيا محتاجين شدة حيل، وأكيد على بعض النقاط كمان اللي تكلمنا عليها بالنسبة للماتش الأول والماتش الثاني. وسام ايش رايك في الموضوع؟ نفس ما قالها لوسيفر، كلامه صح، في تيمات مريحه اكثر عن اللازم، يعني بس راقدة، بس ما يعني راقدة صراحه. اتوقع عنده تيم بعد لوسيفر، عنده تيم من التيمات اللي مريحه لو تفيدنا بالتيمات. هو انا اعطينا يا جماعه، احنا في شيء احنا ناسينه ترى يا جماعه، ما حتى ما فكرنا نحلل عنه يا جماعة. نوع الفطور نوع الفطور اللي انت كنت ماكله ترى يأثر على اللعب يا جماعة. إذا كنت ماكل وشارب كرك عقب الفطور فممكن يسوي لك بلاوي، فنوع الفطور له دور يا جماعة. وحين في أيام صج مثل ما قلت راقدة لحد الآن، يعني ممكن الفطور خدرها، وفي أيام لا مصح صحة ماكله شيء هيلثي وماكله شيء خفيف. وبالنسبة لكم يعني اليوم الأول عطوني خمسة أيام أو خمسة أيام من وجهة نظركم تحسونها أنها قريبة أكثر قرباً حق الفوز وحق البرايز بول والتوب ثري؟ بالنسبة إلي خمسة أيام لحد الآن على الأداء شفناه لهون ما وصلت خمسة أيام، بقدر أعطيك توب ثري يب. اللي هم لاعبين المركز الأول أنكا، الثاني بيكون عندك تي تي في، والثالث بحط الإكسير. هي نهاية تيمات البرزة. اتوقع سامي عندك كلام ثاني ولا نفس الكلام بالضبط؟ انا نفس الكلام اللي قاله لوسيفر، بس ابى اعدل شيء. إيه؟ يعني هو لو ركزت تي تي في هو مع تيم انكا. هذا التيم الاول. التيم الثاني اكس اير، التيم الثالث بي تي 1 بي تي اي ولا بي تي 1 شفنا اخر يعني صراحه. إيه؟ في الايام الاولى ما انتبهنا لهم كلش، ما ادري شنو صادهم في الايام الاولى صراحه من تخبطات، لكن الجيم الأخير فعلاً كان يبين إن عندهم نسبة احترافية اختفت في الأول جيمين، وهذا شيء يعني ممكن يعني ما حالفهم الحظ أول جيمين نفس ما شفنا، لكن يعني بين إنهم يبون يسوون ريكفر، مبين إن في عندهم استعدادية إن يوصلون الصدارة. صح. وطبعاً شوي بتيك، يعني في ناس تبدأ يعني بداية بطيئة أو بداية مش موفقة يعني،
لكن مع الوقت يسوون ريكفر ويركزون يلعبون مع بعض اكثر بيوصلون للصداره. وفي تيمات يعني اسمه شفنا وتكلمنا على هالنقطه في الجيم، تيم انكا في البدايه كان مولع صح. في اي فايت داخل 100% فينيش ريت، ما كان يعني نوك داون وبس، لا كان فينيش ريت على السريع. وبعدين ثاني صح. جيم ركز هدوا على اللعب، ثالث جيم هدوا اللعب وزياده، يعني مبين ان التيم يبى يوصل، يبى انه يعني ياخذ الاول تقريبا ويبغى يسافر، يعني يبغى سفره اجازه يبيلها سفره. خلينا طالع يبيلها سفره اي والله الايام اللي والهايلايت وابرز اللقطات اللي طلعت لنا في الجيم الاخير في دي 1. خلينا نشوف، اتوقع ان أزازيل اتوقع كان عنده اكثر من كل صح؟ اي اي كان عنده فراينج وايد. اوه شغل ملاته في جوكر 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 بعد برز، واخر كلتش كان بالنسبة له كلتش جدا رهيب. تيم لاج لاج حاول صراحة اني برز هون، حاول يكون في عنده تصدي، بس التيم لسه صراحة محتاج اكتر واكتر من اللي قاعد يصير. فخلينا نشوف ايش ممكن يكون وكيف ممكن تكون صراحة النهايات من عند الكل. يعني اليوم احس خلاص تيمات السخلة لازم تروق بالها، تاخذ راحة، ترجع تراجع امورها وكيف ممكن تكون امورها بالنسبه الى بكره. وخلنا ننتظر كيف اداء بشكل عام بشكل مجمل صراحه يعني الايام المتبقيه. يعني مثل ما قلت صهيب، يعني هي مجرد ثلث واحد وانتهى، يعني شابتر بسيط من القصه كامله. لحد الان ممكن ايام تبرز بكره، ايام بكره تقوم الصبح تعدل اغلاطها تضبط وضعها تي دي 2 بشكل جدا مختلف. لقطات جدا جدا رهيبه لاحظناها. المسكه هذه بالسنايبر، اذكر في هذه البوزيشن كان لعب سنايبر ولونج رينج بشكل خرافي صراحه. لاحظتوا ان الجيم الاخير يعني هاي اللقطه ياب اي هذه بالضبط هاي اللي هذه كانت شويه يعني غلط بالتيم بي تي، هني خربت عليهم الزون في النهايه. ياب يوم يصير النوك داون هني الزون، المشكله في النهايه ما ترحم يا جماعه، الزون في وار زون في النهايه ما ترحم، تعطيك دمج مو طبيعي وايد يعني على مختلفه عن ايام الباتل رويال الثانيه. الزون الاخيره مشكله. وازازل شفنا له كلات كثيره، هذه الكلتش الاخير من جوكر، وهني حاول يمسك معاه دبل ان لكن للاسف صار اللي صار. عندهم يعني في كلات يعني ما نتكلم عن التوب 3 بس، يعني في افرقه ثانيه حصلت كلات حصلت بوينت. فياب فلحد الان احنا اوكي قلنا ان في توب 3 لكن توب 3 حق اليوم الاول، ممكن اليوم الثاني يختلف. انا اتمنى كل الافرقه اللي انتهت في نهايه القائمه ان ترجع اليوم الثاني، لان مثل ما تعرفون النظام هو ليج سيستم، فانت مو على ان انت بدعت في جيم خلاص انت تضمن. يعني مثل ما نشوف كرة القدم في أفريقيا تبدع في النهاية وتكسر الدنيا، لكن في النهاية نطالع نصيب الأسد يكون حق فريق كلش مختلف، كان مجرد أنه كان عنده نفس طويل بس صح. فالنفس الطويل يا جماعة خلونا نركز عليه. هل تحسون أنه أنا أوكي أنا خلينا نقول توب 14 الحين، شلون أضمن أو مو أضمن، شلون أحاول أرتقي في اليومين اللي بقوا واللي هي تقريباً 60% من البطولة؟ نفس ما قلنا عبد الله انه يبالها دراسة. الحين انت خلصت اليوم الاول، عندك اليوم يعني بعد البطولة تاخذ لك بريك ساعة، بعدين تتجمع انت وربعك او تيمك تتكلمون شو اللي صار غلط، او تتكلمون بكرة. بعد بكرة بيكون احسن لانه بتكون انت نمت خذت الراحة الكافية، وبكرة تركز تركيز يعني جديد، صفحة جديدة، تتكلمون عن الاغلاط بطريقة انها تكون مفهومة تكون ايجابية. لان شوف اذا انت بتتكلمها يعني من ناحية توكسيك على قولتك ما بتوصل الصورة وما بتوصل الرسالة بطريقة صح. بتكلموا يعني بطريقة إيجابية شو اللي صار، ما في حد ما يغلط، كل تيم يغلط، فتكلمون على الأغلاط شو يسوون اليوم الثاني عشان ما يرتكبون هالأغلاط مرة ثانية. لأن هاي عادي، بدال ما هم حصلوا 20 نقطة بس اليوم، بكرة يحصلون 200 نقطة عادي صحيح. فهمت بالضبط. فيتكلمون على الأغلاط، هالشيء وايد مهم، وإن شاء الله يوم موفق بكرة إن شاء الله.
ان شاء الله. ولو صهيب يعني بنتكلم عن زراعه الثقه في الفريق. انت اي جي ال الحين، انت اي جي ال فريقك ما بدع دي وان، شلون انا ارجع ازرع الثقه فيهم؟ اتوقع هذه يحتاج لبني ادم يكون عنده ليدرشيب ويكون عنده سبيتش عنيف ويكون عنده انفلونس على الفريق. واتمنى ان الفرقه تسمع حق الاي جي ال مالها او تسمع حق الليدر مالها، تسمع له، لان انتم ما خليتوه ما عينتوه الا لان انتم تدرون انه هو يقدر يضبط الرتم ويسوي لكم تيون محترم ويضبط الفكره بشكل عام. فشلون انا ازرع الثقه؟ الطريقه المثاليه لزراعه الثقه في الفريق اول شيء انتكس حترجع بالنسبه لشخصيته اسلوبه كيف حيكون تعامله. صراحه دائما الاي جي ال لازم يكون في عنده سلطه على الفريق من ناحيه اللي هو يحدد مسار، او تقدر تقول يعني هو كبدايه الجايد لاين بالنسبه للتيم كامله. نقاط اساسيه لازم يرجع يشوف البث، يشوف لعبه، يشوف وين اغلاط التيم، يشوف ايش عناصر الفقر اللي صارت عند بعض اللاعبين اللي ممكن اثرت على مجريات هالفايت اللي سببت خسارته لهالفايت، ويحاول يرجع يعدلها. عندهم فرصه للتدريب، عم نتكلم من هذا الوقت لبكره تقريبا الساعه 10 بتوقيت السعوديه، في وقت جدا كافي انه يرجع يشوف النقاط الاساسيه، التحركات، نقاط الضعف اللي صارت عند الفريق، وهل عامل النفسيه في البدايه او نقدر نقول شويه التوتر كاول بطوله عم بتكون على بولي برايس جدا عاليه وعلى منصه تقدر تعتبر كشركه جدا اساسيه في البحرين وعم بتكون هي النمبر 1 بالنسبه لدعم كل التيمات، فاكيد عامل التوتر حيكون موجود. فخلنا نشوف ايش ممكن يقدر يقدموه لبكره. هذا كلته احداث صراحه مستنينها بالضبط. ولو لو لو بنقول عن السلبيه الاساسيه او السلبيه اللي شفتوها شملت اكثر من فريق يعني في مختلف الأيام من الثلاثة اللي طافت، تناغم الفريق مع بعض، التناغم يعني كنت تحس في افريقيا كانت تحس خلص يعني اوكي هم سكواد لكن ممكن تعتبرهم كاربع تيمات، كل لاعب قاعد يلعب سولو. اوكي احنا ما عم نسمع الكوميونيكيشن اللي عم بيصير عند التيم، ما عم نسمع بشكل جد ايش اللي عم ممكن عم بيصير بيناتهم، لكن واضح من اسلوب اللعب يعني اوريدي لما عم يكون في عندك بوش او لما نتكلم يكون في عندك فايت من خارج نطاق الزون والتيم عم بيحاول يتقدم، لاعب سولو وحيد يكون ماسك اربع لاعبين، هذا الشيء يعني اكيد واضح انه في خلل قاعد يصير بالمعلومات او الانفورميشن اللي عم تنعطى من اللاعب للاخر من الفريق. تناغم جدا جدا اساسي صح، تناغم جدا اساسي. ولو بنرجع في الجيم الاول انك احنا ما نسمعهم بس قاعد نطالع معزوفه معزوفه عنيفه قاعد، وخلنا نشوف السكور بورد، واتوقع ان ممكن يعني ننصدم من نشوف مثل المباراه الثالثه الحين لو بنطالع من 17 ل 24. يعني هاي مركز 21 بدون ما نجمع يا جماعه الى اين يا كرك الى اين يا كرك لا تعملي معك أفا. انا توقعت ان كرك مروقين بس انا بعد مضايقني والله صراحه فكره ان مو قاعد يصير بروجرس حق الفرقه. احنا ما نختلف ان في اختلاف مستويات، اختلاف لعب واحترافيه عن الفرقه، بس بعد يا جماعه انتم خذوا ما دام دخلتوا البطوله وحسيتوا ان ما تقدرون تنافسون على الاقل تغطون السلبيات اللي تكون متواجده عندكم. اسامي ما اختلفت بس انا اتمنى انه يكون في بروجرس، نطالع كلات، نطالع بليسمنت مثل ما تشوفون هنا. في اسامي اتوقع رجعت، اتوقع الجوست ما كان في التوب 9، اتوقع كان اعلى البيس كيبرز، البيس كيبرز بعد ما كانوا في 16 كانوا اعلى من كذي. الظاهر المباراه الثالثه ما توفقوا فيها تيم 10، عندك شبرك، عندك سي تشيز رغم ان الاسم تشيز يعني ونحس انه كذا، بس للاسف التشيز كان يعني احسن من الكاركت. طلعنا لهم في الجيم 3 كيلز، حصلوا نقاط بليسمنت من تقريبا 16 ورايح. وانكا يا جماعه احنا مو قاعد نجمع المباريات، هذه المباراه الثالثه بعد يعني، واتوقع انكا لو لاعبين جيم واحد كان بيكونون من التوب 5 صح والله. لا لو جيم واحد، لو جيم واحد طالع النقاط، لو جيم لا واحد والباقي ديسكونكتد الجيمين ممكن يكونون في اول صفحه نطالعهم، وهذا شيء يبين مدى صح. يعني تميزهم صراحه. عندك الانتشبل، انتشبل حلو السعود مركز ثالث يا والله مركز صراحه يا تنحسب لك والله تنحسب لك فعلا. انتشبل اطلعوا في المركز الثاني في الجيم الثالث، ولاج اللي معاهم جوكر انا عجبني صراحه لاج كمان هسه ياب الجوكر كان ياب المركز، وحتى نودكي بعد في بروجرس بالنسبه لهم في المباراه الثالثه بعد شفناهم بدعوا فعلا.
بعد شيء طيب منهم. أسامي صراحة أول مرة نسمع فيها بعضها، يعني أنتوا تعرفون أنكا من قبل، أنت شبل هيد هانترز، بس أسامي مثل لاج أول مرة نسمع فيهم، وهذا شيء يعني شيء مفرح جدا أن تعرف على لاعبين محترفين، وهما فرصتهم بعد أن يكسبون ثقة الناس، ثقة الجمهور، يبتدون يأسسون لهم اسم في وثبات. ولاحظت الشيء يعني احنا او سامي لاحظته بالتحديد، انه قاعد يركز انه يقول يا جماعة في ناس قاعد تثبت نفسها، وهذا الشيء الطيب، لان ما في اي بروفيشنال بلاير سواء نتكلم عن اي سبورت او الريجولر سبورت، في البداية لازم يثبت نفسه، لازم الناس تعرفه، يكون لاعب مغمور في البداية، بعدين يكون الجمهور كله يعرفه. فأتصور فعلا أنه يعني لو كان أنه ما حالفك الحظ، أو حتى مجرد أنك وصلت وكافحت، لكن على الأقل تقدير اذكر لنا اسمك عشان المرة الجاية نقول فلان حاول، والحين نبي نطالع الكارير مالك، نبي نمشي معك في الكارير. وأتوقع STC ما سوى هذا الشيء إلا عشان أنه تبرز الأسماء، وهذا الشيء الطيب في الموضوع. صحيح. فعندنا الأوفرول، عندنا الأوفرول سكور بورد كامل، نقدر نطالع من المباراة الأولى للمباراة الثالثة شنو صار معانا. وأتوقع إنك أتوقع لو بنرجع بعد من البداية كارك زيرو كيلز، شو اللي صار يعني شباب؟ أبي يعني من السبنتين ليه 24، أبي رأيكم يعني في تذيل الترتيب، ليش تتوقعون ما حصلوا كيلز؟ وليش أتوقع أن ظاهرة ترى فكرة الاسم كالي موت ظاهرة ان عندهم كيلز، بس بنفس الوقت البليسمنت مالهم تتكلم عن 5 نقاط، اتوقع كان لعبهم كله اجريسيف لكن ما حالفهم الحظ. اترك لكم التعليق على خصوصا هاي المراكز من 17 ل 24. كبداية في اكثر من عنصر صراحة ممكن يسبب هالاداء يكون من عند بعض التيمات، يعني عم نتكلم ممكن اول شيء العمل نفسه تكلمنا عليه، التوتر بالنسبة كبطولة عم تكون جدا كبيرة، او ممكن عوامل اخرى زي يكون تقصير من نفس اللاعبين، ان كان كقلة التدريب، ان كان قلة الكوميونيكيشن بيكون من عند التيم، او تقدر تقول ممكن بعض التيمات اللي انه خلص مجموعة اصحاب وقالوا سمعنا في بطولة STC عم بتصير خلينا نروح نسجل، فهالتيمات لسه يعني تحس انه لسه ما دخلت، اي لسه تيمات نشأ، وهذا الشيء عم بيكون جدا يعني هذا اكيد متوقع بكل البطولات من كل التيمات، بالعكس يعني هذا الشيء المفروض يكون كدافع بالنسبه لهم، حافز يكون بالنسبه لهم انهم يحاولوا يقدموا يوصلوا للتيمات الاخرى، وتكون نقطه انطلاقتهم من STC بحرين اللي عم بتصير بكل الايفورت اللي عم بتحطه. فنتمنى لهم كل التوفيق، تقريبا على 8 تيمات عم نتكلم، ان شاء الله يكون فيها فرص احسن، ان شاء الله يكونوا اكتسبوا الخبره اليوم اللي تساعدهم على الأقل إنهم يكونوا يوصلوا لمرحلة التنافس اليومية مع التيمات الحاصلة على مراكز التوب. وفعلاً نبيهم معانا، نبي نطالع البروغرس مالهم صراحةً. يبقى أنا دائماً مع الفقراء في النقاط، فأتمنى إن نطالع لهم بروغرس إن شاء الله. يعني الشباب اللي فوق عندك يعني من 9 to 16، من 9 to 16، بعد هذين ترى نقدر نقول إن عندهم فرصة، يعني أتوقع إن عندهم فرصة إن ممكن يوصلون حق على الأقل توب 3، يعني اسم مثل نودكي، يعني شفنا لهم الهايلايتات وايد قوية، شفنا لهم كفاح جدا رهيب. فنتمنى فعلا أنه بعد يون اليوم الثاني يحطون في بالهم فكرة أنه خلاص اليوم اللي طاف أغلاطه نتعلم منها فقط، وني يوم جديد بأسلوب جديد. عندك سامي، إيش رأيك أنت في فكرة أنه من المركز الأول للمركز الثامن، هل تتوقع من وجهة نظرك ان نتكلم عن 139 نقطة يا جماعة؟ يعني انا والله ما حبيت اقاطعك، بس يعني انت عم تحكي حرفيا عن فرق نقاط اللي ممكن يسبب صدمة للتيمات الثانية، يعني انت عم تحكي عن تعب بكرة بالنسبة للتيمات الثانية، موضوع والله مو سهل، جدا جدا مو سهل. يعني اتكلم لك مثلا هيد هانترز حاليا عندهم 62 نقطة، لكن هما فرق جدا كبير عن المركز الاول، بس achievable، بس جدا جدا مرهق، جدا جدا صعب، وهذا يتطلب جداً. ان انكا اصلا ما يكونون في مستواهم، انت تشبل بعد ما يكونون ممكن في مستواهم عشان تصعد من توب 2 الى توب 1، اتوقع انه لازم تحط لوت اوف ايفورتس، وايد جهد لازم تبذل، وايد تخطيط، وايد تركيز،
وتطالع عيوب الفريق الثاني وتحاول تتغلب عليها. ممكن ان انت حاط في بالك انهم ينزلون مكان، ممكن انت تروح لهم هاي المكان، تحاول انك تسوي بلوك حق اي نقاط هم ممكن يحصلونها. تي تي في افرقه وايد لاج، انا ما توقعت انه يكونون في المركز الرابع، لكن اتوقع المنافسه اكثر، المنافسه بتكون على التوب 2 و 3 امانه. خلينا نكون واضحين وصريحين يعني، بعد نكون شفافين مع المشاهدين يعني. 140 نقطه تقريبا، تتكلم عن الدبل عن التوب 2. فاذا انك دخلوا بكره بنفس ذي بوسعون النقاط اذا الفرقه الثانيه ما اشتغلت على نفسها. لازم صراحه يكون في فريق اللي حرفيا يحط حد، بس شوف يعني. لازم يكون في فريق يحط حد لهالتقدم. اوكي انت ماخذ الصداره، لكن نقدر نقول يعني زي هذا التحليق عم بيصير بالليدر بورد، يعني ما عم بيكون في تدرج بالليدر بورد من طلعت انكا. ف ما ننتظر احداث لبكره صراحه، ما نقدر نتوقع، لانه شفنا الثلاث جيمات كانت ثلاث سيناريوهات مختلفه صح. يعني كل شيء كان غير بالنسبه، ما كان في كاسلوب معين بالنسبه لكل التيمات كانت تبت عليه. نتمنى بكره حرفيا نشوف انتفاضه من التيمات المتذيله، يعطيهم اكيد الف عافيه على اليوم، وقصروا ابدعوا وسووا كل شيء عليهم، ونشوف بكره ايش حيكون مخبي لنا صح. وانت شو تتوقع سامي انه بكره شنو اللي بيختلف من سيناريو؟ هل تحس انه في تطور ممكن يكون من بعض الافرقه؟ يعني خلينا اقول ان انت حاليا تيمك لفرضا نوتكي توب 9 حاليا، هم مركز التاسع، شنو انت ممكن تسوي عشان توصل للمركز الثالث؟ شوف يعني حاليا من التيم الاول لين تيم 16 كلهم منافسين اقوياء صراحه. عادي يصير في اختلاف في الريزلت، بكره نشوف اللي في التوب 16 يصيرون توب 8، فعادي يتبدل السيناريو باكر. يعني باكر يوم مهم بيكون، يوم اللي هو نسميه تيرن اوفر دي. فهالنقطه الحين انا بقول لك كم من عنصر، يعني في عنصر مهم انه يمكن اليوم يلعب دور، يعني اليوم ما كان الحظ معانا في هالثلاث ايام، يعني ما حالفنا الحظ انه يمكن ما كان يومنا في الايم بالروتيشن في هالامور الاستراتيجيه، ما كان يومنا، عادي جدا عادي فعلا. ساعات يصير جيمر بدي يعني انا أيوة. اليوم مو ايمي، مو مودي، مو جوي، مو حظي. حاليا انا في التوب 16، انا حاليا في التوب 16 انا بكون مرتاح، يعني انا من التاسع لين 16 انا عادي مرتاح، بكره اقدر اني انا اعوض واجلب النتيجه لصالحي انا واكون في الصداره عادي. يعني نفس ما شفنا في اسماء جديده في ثاني وثالث جيم، شفنا اسماء مختلفه جدا. يعني انكا نفس ما يعني شفنا اول جيم انلكي قدث، بس يعني روونا انهم جايين يبون اول، ثاني جيم سووا اغلاط، ثالث جيم بعد سووا اغلاط، بس هالاغلاط ما تعني انه يعني منهم هم لا، روانا انه في تيمات ثانيه جاهزه انها توصل الاول، ما حالفت الحظ، لكن بنشوف في شيء ثاني باكر. انا ودي كل الافرقه تقول حق نفسها شو يفرق بينه وبين انكا. هذا اتوقع السؤال المحوري اللي ممكن يبتدي يفتح نقاش بين الفريق ويخليهم يفكرون صح. اوكي في سكيلز معينه هاي تنميها مع الوقت، لكن شنو السكيلز اللي شفناه؟ واتوقع الفار ما المفترض ما يكون على الفريق واغلاطه بعد الفار، يعني لو تلاحظ يكون بيتش ماركينج، تلاحظ التيمات الفريق اللي تسيد. يعني سامحني قاطعتك، بس شوف هي الفكره، التيمات كلها لازم تكون داشه بمنتاليتي ان هم ليش احسن مني صح، انا مفروض اكون احسن بالضبط. هم ليش احسن مني؟ هالمنتاليتي اللي هو منتاليتي اللي يبغى يفوز، المنتاليتي هو اللي الشغوف اللي يبغى يوصل للفاينل. فاتوقع الكل لازم يكون عنده هالمنتاليتي بكره، لان بكره احس ان بكره اهم يوم موجود في البطوله كلها، مش اخر يوم ولا اول يوم، احس بكره هو اهم يوم، لان بكره يقدرون يجلبون النتيجه لصالحهم، سواء انت كنت في التوب 16 او توب 24. يعني في عدة عناصر، يعني أنا بقول لك في تيمات يمكن هي ما تكون على نفس سكيل ليفل من التوب 16، طبعا كفوا عليهم، هم شاركوا في هالبطولة وخذوا الإكسبرينس، يعني هاي فترة تعليمية، لكن توب 16 بكرة عادي يجلبون نتيجة يصيرون الأول جدا طبيعي. مثل ما قلنا يعني من بكرة لبعد بكرة
60% من البطولة، فيعني لا تفقد الأمل حتى لو كنت توب 16، لا تفقد الأمل. وحتى الفرق المتدايلة تحاول إنها تشتغل على نفسها بحيث إنها تطالع بروجرس وتطالع إليمينيشن حق بعض المشاكل اللي عندهم. يعني مو شرط إنها تذبح في الجيم وكذا يا تيم كارك، مو شرط إنك تذبح في الجيم، على الأقل تذبح أغلاط وسلبيات عندك. شباب ما قصرتوا، يعطيكم العافية، شكرا لكم كاسترز، لوسيفر، فليب، ما قصرتوا يا جماعة، بدعتوا في التعليق. وبعد يعني لا تشردون، ترى بترقدون تسحرون تصومون وترجعون لنا باكر، وإن شاء الله وإن شاء الله دي 2 يكون أفضل بإذن الله. مشكورين ما قصرتوا يا شباب، يعطيكم العافية، الله يطول عمرك، شكرا، شوفكم على خير. وبس يا جماعة، اليوم الأول في صدمات وايد صارت كثيرة. خلونا نتفق ان تيم انكا كان مبدع، تيم انكا كان جدا يعني تقريبا انها الليله بشكل مثالي بالنسبه له. لكن بعد عندنا دي 2 دي 3 بكره السبت بكره الاحد. يا جماعه البطوله هذه لحد الان فيها فرص للفوز، بطوله اس تي سي بطوله جدا عنيفه مثل ما شفتوا، ولازم لازم انتوا اللي قاعد طالع، اي انت قاعد طالعني صح، انا بيك تو ابو اشوفك البطوله الجايه، ابى اطالعك في البطوله الجايه. يا اخي سوي داونلود حق الابلكيشن، ادخل هذه اللي تشوفها قدامك stcplay.gg، ادخل وشوف شو اللي يلزمك عشان تشارك في البطولات الثانيه، طالع خدماتهم، طالع شو اللي ممكن يقدمونه لك من خدمات من منتجات stc.com.bh، دخلوا الموقع وطالعوا شنو ممكن يقدمون لكم STC. حتى نتكلم عن انترنت، نتكلم عن جوالات، نتكلم عن خدمات جدا جدا كثيره، واهم شيء الابلكيشن، لان كل الشباب اللي طلعتوهم اليوم شاركوا من هذه الابلكيشن، فسووا له داونلود عندكم في ابل ستور سوق بلاي. لا تنسون هاي البطوله فيها جوائز جدا كبيره، مستمره على 3 ايام، اليوم الاول احنا خلصناه، عندنا اليوم الثاني واليوم الثالث، بكره تقريبا نفس التوقيت راح نكون مثل ما تشوفون بكره تاريخ 23، احنا بعد بنكون موجودين معاكم بنفس توقيت اليوم تقريبا الساعه 10 بتوقيت السعوديه. عندك بعد اليوم الثالث والاخير، معناته ان البطوله لحد الان ما انحسمت، لان لعبنا ثلث واحد فقط، ثلث واحد، وهذا الجدول قدامكم. سيستم النقاط مثل ما شفتوا، افرقه راحت على الكلز، افرقه راحت على البليسمنت، فعندكم هذه سيستم النقاط واضح جدا، المركز الاول 20، المركز الثاني 14، الثالث 10، والرابع 8، والخامس 7، والسادس المركز السادس 6 نقاط، والسابع 5 نقاط، والثامن 4 نقاط، والتاسع 3 نقاط. عندك من 10 ل 16 نقطتين فقط، ومن 17 ل 32 نقطه واحده، وعلى كل يكون في بوينت. فانت وطريقتك يا فريق شلون تاخذ المركز الاول اللي عليه 10,000، او تاخذ المركز الثاني اللي عليه 7,000، والمركز الثالث اللي عليه 3,000. بطوله جدا كبيره، بطوله يعني صراحه استانسنا في يومها الاول، ونتمنى ان انتم استانستوا، واتمنى كلكم ان نشوفكم اليوم الثاني. الحين انتم ندريبكم بتتسحرون بتاكلون، في البحرين حاليا في سحور، تسحروا اكلوا، بس لا تنسون اذا تسحرتوا لا تنسون ان عندكم بطوله بكره تتابعونها في يومها الثاني. كان معاكم عبد الله المالود، خلونا نشوفكم بكره، ها كلكم اللي في الشات فيسبوك ويوتيوب، خلونا نشوفكم بكره، مع السلامه. We'll be right back.